مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومساء الفل على حضراتكم. منوريني دايما ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اهلي الليله زي ما انتم متعودين يوم الاربعاء بيكون معنا النجم الكبير جدا، النجم علاء ميهوب. نور الدنيا يا كابتن. كابتن ميدو الحمد لله، الله يبارك فيك. عامل ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله تمام؟ تمام. عندنا حاجات كتير قوي عايزين نتكلم فيها. يلا. عندنا دوري، عندنا كاس عالم انديه، افريقيا، عندنا افريقيا، ده مباراه العوده، المباراه اللي فاتت برضه هتكلم مع حضرتك فيها. لكن العين وصل لكاس العالم او نهائي كاس العالم، يعني حاجه انجاز كبير جدا. ده الحدث الاكبر. بالظبط، والحدث اللي الواحد فرحان جدا جدا عشانه. عايز اقول لك امبارح بتفرج على المباراه حماسي وعايز الفريق يكسب بالظبط، يعني كده حاجه مشابهه اكنه بتفرج على النادي الاهلي. والله ميدو نفسه عايزهم يكسبوا، وهم امبارح يستاهلوا يكسبوا، وصلوا نهائي. اداء مشرف جدا، اداء رجولي، وكره حلوه قوي، وشكل جماهير حلو قوي، وشكل ملعب حلو، كل حاجه امبارح حلوه، والحمد لله انتهت بمكسب العين. الف الف مبروك نادي العين وكل شعب الامارات. وعلى فكره مش مبالغ بقول، ان شاء الله ربنا يوفقهم ويفوزوا بالبطوله. خلاص طمعونا ان هم طمعونا فعلا، هي ثاني مره فريق عربي يوصل للنهائي، لكن بتمنى العين يوصل للنهائي ويفوز ان شاء الله بالنهائي. يعني يا كابتن كنت متوقع ان العين ممكن يوصل لكاس العالم الانديه، نهائي كاس العالم الانديه، ولا الطفره اللي حصلت في الكره العربيه عموما او في الامارات؟ لا، يوصل النهائي ميدو انا ما كنتش متوقع، لكن انا متابع الفرق، خصوصا العين في الامارات معروفه فرقه كبيره جدا، ودايما في التطور المستمر، دايما بتشوف احسن نجوم تجيبها حتى على مستوى المدربين الفنيين. لا، في تطور فظيع في نادي العين، وطبعا كان نجمهم الكبير عموري وراح الهلال، لكن تحس لا، فريق دايما مبدع، دايما فريق بطولات، فريق وراه جماهير كبيره قوي، فريق منظم قوي. تحس ان هي اكاديميه عين كده، تحس ان هو نادي العين، تحس ان هو نادي دوله كده، دوله اسمها دوله العين في الكوره. طبعا في تخطيط يا كابتن، طبعا في شغل، ما عشان كده بقول لك يعني الوصله طلع الاهلي من بطوله عربيه، العين وصل لنهائي كاس عالم الانديه، حاجه عندهم فعلا ناويين يعملوا حاجه. بالظبط يا ميدو، هم تحس ان هم النادي منظم جدا جدا جدا، ودايما بيعمل حاجه لقدام، دايما خططه المستقبليه، دايما مشاريعه لقدام. عشان كده بقول لك ما استغربتش ان هو يبقى في المراكز المتقدمه في كاس العالم الانديه، لكن وصوله النهائي مفاجاه بالنسبه لي، لكن يستحقها. يعني هي مفاجاه، بس عارف انت ايه، في مفاجاه بس لا تقول في الاخر لا، يستحق المفاجاه دي، يستحق يوصل النهائي. وبقول لك انا بتمنى والله من كل قلبي يفوز على ده، كلنا النهائي. احنا امبارح كلنا كنا بنشجع عليه يفوزوا، ان هم يستاهلوا بجد. يعني امبارح مش ضربات الحظ الترجيحيه، لا هو يستاهل على مدار المباراه ان هو يفوز. ويعني سبحان الله ربنا، حتى الفوز في الاخر ضربه جزاء، لكن كان فوز حلو قوي، وتحس ان الفرحه بتاعته كانت اكبر من حتى لو فاز في المباراه نفسها. اللياقه البدنيه بتاعت العين تخليك برضو تستغرب، بيلعبوا كل 3 ايام مباراه، كل 4 ايام مباراه، نفس الاداء البدني، بل بالعكس يعني بيزيدوا كمان. اقول لك حاجه ميدو، اكتر فريق لعب مباريات في البطوله دي هو نادي العين. بالظبط، وتحس زي ما انت بقول، طبعا كلامك محترم جدا، مع الوقت بيزيد، وتحس لعيبه نادي العين بتزيد معاه، يعني ما بيحصلش العكس. مع تقدم، مع الوقت بيزيد، والوقت بيعدي، طبيعي انت كلاعب كوره بتقل شويه. لا، لعيبه العين تحس ان في دايما في نفس تاني. النفس ده انا جاي من الناس اللي بره، جاي من شكل الجماهير، جاي من اداء اللعيبه. انت اكيد يا ميدو طبعا لعيب كوره كبير ما شاء الله، اداء لعيبتك في الملعب، انت لو تعبان، ما بكلمش مع الكوره طالما انت موجود. لا خالص، خالص لا والله، في يعني هي حاجه كده معروفه في كره القدم، اداء اللعيبه حتى لو اللعيب اللي موجود في الملعب تعبان، مع الشكل زمايله والاداء اللي بيقدوه، تحس انت بتجيلك روح اضافيه. زي احنا بنقول لك بلغه الكوره ايه، نفس جديد. امبارح اداء العين طول المباراه هايل، زي ما انت بتقول بقى، كمان في الاكسترا تايم او في الوقت الاضافي، مين تحس ان هم لسه بيسخنوا وبادئين مباراه جديده خالص. عشان كده بقول لك هم امبارح لاخر ثانيه بيادوا، استحقوا الفوز. الف الف مبروك نادي العين وشعب الامارات، وبقول المره الثانيه يا رب ان شاء الله يفوزوا بالبطوله. كلام حضرتك محترم جدا، وفريق العين يستحق ان احنا نقف عنده كتير طبعًا. يعني حسين الشحات مقدم مع العين مستويات رائعه جدا، جات لهم بيلعبوا فريق كبير بحجم ريفر بليت، فريق يعني ده هنلاقي فين فريق اكبر من كده يلاعب العين والعين يكسبه ويطلع. من 10 ايام من اسبوع كنا بنتفرج على بوكا جونيور وريفر بليت، بالظبط كلنا بنتفرج بنقول ايه الكوره دي وايه الفرق دي، فتصادف ان العين بتلعب ريفر بليت. فانت بتتكلم امبارح، لا ده انجازين امبارح، هو مش انجاز وصول العين للنهائي كاس العالم للانديه، لا، وكمان انجاز ان هو
يفوز على اوربال بليه اللي هو كان من اسبوعين بنتفرج عليه بنقول ايه الفرقه الجامده دي. كان في العالم كله اه. وبعدين معلش امبارح العين كسبان زي ما بقول كده ايه بجهد لعيبته بعرق لعيبته مش ضربه حظ او هدف او هدفين بهجمات مرتده لا 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 خالص الموضوع مختلف. امبارح مكسب عن جدار واستحقاق نادي العين. زي ما قلت لحضرتك في البدايه كابتن علاء وحضرتك كمان اصريت ان انت تبين نقطه الجمهور ان الفريق حتى لو هو تعبان حتى لو هو في ضغط مباريات دايما بقول للساده المشاهدين ان الجمهور ما فيش اي حد يقدر يطلعها بالزبط. وده اللي بيتكلم فيه النجم الكبير علاء ميهوب زائد التخطيط زائد المدرب اللي واقف عارف هو بيعمل ايه كويس شخصيته باينه قوي في الملعب. حاجه مهمه فريق. كمان يا ميت اتفضل الناس بقى اللي بتنفذ يعني انت كل قلت كل الحاجات اللي بتؤدي للنجاح لكن كمان بقى اللي هو العنصر الاكبر اللي انا دايما بقول عليه اللي في الملعب اللعيبه في الملعب نوعيه اللعيبه في الملعب هو ده دايما بنتكلم كده انت بتتكلم على شكل جماهيري هايل شكل ملعب حلو مدير فني ممتاز خلاص الحاجه بقى كمان اللي بضيفها معاك اللعيبه بقى اللي هتنفذ لك عشان كده دايما بتقول اللعيبه يا جماعه كل حاجه حلوه لكن انا عايز بقى الناس اللي بتنفذ نوعيه اللعيبه ايه اللي بتنفذ في الملعب تستحمل ضغط تستحمل تعب يستحمل مجهود يستحمل كده عشان كده بقول لك دايما الانديه الكبيره احنا دايما بنيجي نتكلم عن النادي الاهلي الكبير بقى بتاع كل الناس دي كلها دايما بنقول ايه في نوعيه لعيبه معينه تنفع في النادي الاهلي ده مش كلام انشا وبنكتبه لا دي حقيقه ما تيجي تنقي لعيب للنادي الاهلي يا ميدو انت بتنقي على نوعيه معينه الناس كلها تقول لك مثلا لعيب ده كويس ولا لا بس انت بتدور على حاجه ثانيه خالص بتدور على لعيب يستحمل حاجات كتير قوي يستحمل ضغوط ملعب يستحمل ضغوط بطوله يستحمل ضغوط لو خسران كل ده فانت بتدور على مش اي لعيب انت بتدور على نوعيه لعيبه معينه النادي الكبير دايما محتاج نجم كبير. نرجع للبيضه ولا الفرخه؟ اتفضل. المدرب ولا اللعيبه؟ انا من وجهه نظري النسبه الاكبر لعيبه. اول مره اختلف معاك. لا تعال نحسبها لو عايز تحسبها. طب ما انا اجيبها لك ابسط لك الموضوع قوي. بص هبدا انا معاك. اتفضل. في لعيبه ما تشوفهاش غير لما يجي مدرب يبينها. ابسط مثال. اتفضل. تكيس مدرب وادي دجله السنه دي بين لعيبه احنا ما كناش شايفينها. لعيبه كمان الانديه الكبيره عايزاه باسلوب لعب بان هو بيدي اللعيب فرصه ان هو يطلع كل حاجه عنده ان هو بيخلي اللعيب مش مضغوط كويس فالمدرب بشخصيه المدرب ليه دور كبير جدا كويس اتفضل حضرتك هات احسن لعيبه في احسن مدرب في العالم في العالم جوارديولا ما علينا بغض النظر عن الاسامي كويس ودي لعيبه نص ونص لا انا مش قصدي نص ونص امال قصدك ايه؟ انا قصدي لعيبه ربع الا ربع؟ لا قصدك ايه؟ ما هو بص هنكمل الحلقه كلها هنكملها والله ما هي ما انا بقول لك هي كلها حاجه بتكمل بعض تمام لكن النسبه الاكبر للبي اللي بيأدي في الملعب ما احنا لسه بنتكلم على الاداء اللي في الملعب معاك اعظم مدير فني بره تمام والشغل كويس قوي كل حاجه تمام كويس لكن اللي بيأدي اللي في الملعب مش هو ده اللي مش طب ما تيجي نضرب مثال هقول لك حاجه استنى هقول لك حاجه بسرعه كده بس اتفضل ما انت دايما انت بتقيس اللعيب كويس او اللعيب الستار زي احنا بنقول معاه مدير فني كبير على اساس يقدر يستوعب الافكار بتاعته ميدو يعني مثلا مش هجيب جوارديولا ومديله فرقه درجه ثانيه هينفذ معاه ازاي مع نوعيه اللعيبه عشان كده بقول لك انا اتفق معاك في نوعيه اللعيبه لازم تبقى بتساعد المدرب احنا بنتكلم في مين الاكثر تاثيرا اللعيب ولا المدرب اللعيب لان المدرب طب استنى اقول لك حاجه المدرب في نهاية الفيلم ده كله ايه اللي بيحصل له؟ على الخط بره بيتكلم بالظبط انما مين اللي بينفذ؟ اللعيب بس بينفذه بدماغ مين؟ حلو ايوه معاك 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 بفكر المدرب بالظبط خلاص ماشي بالزبط. لكن في الاخر التنفيذ عند اللعيب بالظبط عشان كده بقول لك ايه؟ لازم الانديه الكبيره لعيبه كويسه مدرب كبير يبقى الصوره كلها ميد تكتمل لو حاجه وحاجه مش ماشيه مع حاجه تلاقي في ضلع في الصوره بعد مش موجود دايما اداء كبيره كده طب ما طب هقول لك حاجه اتفضل. دايما جماهير النادي الاهلي حتى مش مديني فرصه بس ماشي ما انت اللي هتديني هتدير حوار بعد كده هقول لك حاجه بس انا دايما انا باخد كلامك انت دايما احنا بنتكلم هنا في دايما في قناه الاهلي على ايه اعظم حاجه جماهير النادي الاهلي بالظبط صح جماهير النادي الاهلي دور كبير قوي في 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 اداء وشكل النادي الاهلي بالظبط كويس جماهيرك دايما بتطلب حاجتين نتائج واداء حتى لو عندك لو في نتائج تحس ان هم فرحانين بس مش الفرحه بتاعت الشكل الحلو تمام عشان كده دايما جماهير النادي بتطلب الصوره كامله تمام الصوره كامله ايه؟ اداء ونتيجه تمام فاهمني؟ عشان كده دايما انت عليك عشان كده بقول لك لعيب النادي الاهلي عليه ايه؟ ضغط تمام بقول لك احنا بنكسب لا
جمهور النادي الاهلي انت معوده على حاجه تانية خالص، وانت دايما هنا دايما بتابعك على تواصل مع الجماهير، حتى كبرت تبقى كسبان لكن طالعه مش هي. زي مباراه البطل اثيوبيا الاخير، انا كنت في الملعب جيم كسبني 2 كويس، لكن اداء الاداء مش حلو، جماهير فرص الكتير اللي ضاعت، جماهير طالعه مش مبسوطه، فرص كتير قوي ضاعت، عشان هي جماهير زوقه جدا يا ميدو. جمهور النادي الاهلي او اللي بيشجع النادي الاهلي مش هو يا انا عايز اكسب وكده، لا لا خالص، انا كده بقول لك دايما مضغوط. يعني انت حتى لما جيت النادي الاهلي حسيت بضغط رهيب عليك ما بالزبط. كنتش متعوده بالزبط. لانك في عندك ناس الموضوع تاني خالص طبعا في ناس مستنيه عايزه دايما حاجتين، بطولات وكالعاده موجوده الحمد لله في النادي الاهلي، بس لا بطولات ما تنفعنيش انا كجمهور النادي الاهلي، انا عايز كمان اداء. اسال بقى، اسالك تعالى نطبقها عمليا. فريق النادي الاهلي على مدار العصور اتفضل مسكوا مدرب ما نجحش بيه، بقى في نفس الفترة كويس. هو نفس الجيل بيمسكوا مدرب تاني بينجح معاه كويس، بيرجع المدرب ده بيمشي بيمسكوا مدرب تاني ما بينجحش معاه. وبعد كده اسألك على الكابتن علاء ميوب نفسه، هل المدرب على مدار تاريخك كله أكيد في مدرب أثر في شخصيتك بالإيجاب، وأكيد مدرب أثر في شخصيتك بالسلب؟ سلب لا، مش بالسلب، مش في شخصيتك أنت كشخصية، شخصيتك في الملعب لا بالسلب أو أدائك بالسلب لا، لان انا يعني ايدك بلاش بالسلب، اتأييد شويه والله ما حد كان بايدنا ميدو، مش عايز اتكلم. ما انا بص اقول لك حاجه، اللي انت بتقوله على فكره في علم الكوره صح جدا تمام، دايما اقول لك ايه الكيمياء بتاع المدرب ماشيه مع اللعيبه دي تمام كويس، لكن يبقى انت عندك الاساس، اساس اللعيب. شايف ان حاسس ان انت جالك نادي وخايف تروح تقول لهم اصل المدرب اللعيبه لازم تبقى احسن والله وكده خالص، عمال تهرب من السؤال ده. والله ما بهرب، انا بس بقول لك الحاجه اللي انا من يعني من قناعاتي انا تمام. على فكره ممكن اختلف بس ما فيش مشكله، لا لا. لكن انا بقول لك دايما هو الاساس اللعيب، المدرب بيروح زي انت تقول الكلمه دي مش ماشيه على مدرب، لكن ممكن نفس المدرب يروح لنادي تاني سبحان الله تلاقيه ماشي هايل بالظبط. بس افتكرت حاجه لا تاهت ولقيناها زي ما بيقولوا كويس. انا هضرب مثلا في الدوري المصري تمام كويس، وواحد انا بحبه جدا بحترمه جدا كابتن علاء عبد العال تمام، تالقه مع مين؟ جوه الداخليه. حلو، لما ساب الداخليه وراح انبي النادي الاعلى بالظبط في كل حاجه بالزبط. ايه اللي حصل؟ ما نجحش معاه، ما حصلش التوافق ده. لما رجع تاني الداخليه لقى نفسه فاهمني، لقى نفسه مع نوعيه اللعيبه دي، هي كيمياء يا ميدو. يعني لعيبه الداخليه مع احترامي الكبير ليهم، تخيل بقى ماشيين مع كابتن علاء وطريقته وفكره اكتر من لعيبه انبي. مش انا بقى بقارنش بقى نوعيه لعيبه ايه، لكن انا بقارن فكر مدرب مع نوعيه لعيبه تنفذ. هو لقى نفسه مع الداخليه، اديك عمال تقول لي واهو مثال على اصلي وباين. عندي امثله كتير بس انا خايف تسيبني وتمشي، بس مش مشكله. يعني كابتن طارق العاشري مثلا نفس الحاجه. نفس خد لفته رايح فين دلوقتي؟ البدايه بتاعته. طب ده صح؟ ده مش صح يعني. خلينا بس نرجع. قول والله قول والله مع بالعكس. يعني دي ظاهره صحيه ان انا ارجع للمكان هو ولا ان انا اصعد؟ هو بيلاقي مع نفسه. نفسي. بيلاقي نفسه في المكان ده. بيلاقي نفسه. بيلاقي نفسه في المكان ده. ما انا بقول لك علاء اهو، كابتن علاء عبد العال بيلاقي نفسه في الداخليه. بس اكيد هو كشخص يا كابتن علاء عايز اكتر وعايز بالزبط. اعلى. بالظبط. لكن في الاخر ايه اللي بيحكم مدرب يا ميدو؟ نتائجه واللي بيحققه مع الفريق، الاجواء اللي حواليه، الاجواء. يعني انا هقول لك حاجه، علاء مع طبعا اكيد في فروقات كبيره قوي بين نادي انبي والداخليه، ممكن في فروق ماديه، لكن لو سالت علاء يقول لك انا سعيد جدا في الداخليه، انا بكسب وشكل عام حلو قوي وفي كده كيمياء بينه وبين لعيبتي. المدرب اهم حاجه بغض النظر عن الماديات ولا الشهره ولا هو حته ان هو مبسوط في المكان ده، فرحان في المكان ده، كل حواليه بيساعدوه. بالظبط، هي دي. هو بيبقى الليدر في الموضوع، بس هي دي القناعه اللي جواه ان هو بيبقى سعيد ان بيحقق نتائج. دي عنده بفلوس الدنيا كلها. مهما تروح نادي وتاخد فلوس كتير لكن ما بتحققش نتائج. لكن ترجع في النادي اللي هو ماشي والامور كويسه بتحقق نتائج، انت كمدرب بتبقى مبسوط. تمام، يعني السؤال اللي بنساله بقى لنا 90 سنه باين او 900 سنه مش عارف انا اتذكر 90 كفايه 90 كفايه، ليه احنا ما نبقاش عندنا نفس الدوري اللي بدات الناس اللي بداوا بعدنا تفوقوا علينا فيه؟ عشان احنا ما فيش تطوير. تطوير بيجي ببطء قوي. انا طبعا اعرف قصدك على مين، لكن احنا التطوير بياخد لو في تطوير اصلا حصل حسيت بطفره في الدوري؟ ما فيش، بياخد وقت. بص يا ميدو، عشان تطور لازم يبقى عندك كده خطه مستقبليه انت ماشي عليها. التطوير ما بيجيش في يوم وليله ولا سنه ولا سنتين. لا لا، اكيد الناس بترسم خطط 5 6 7 8 سنين وفي الاخر بيوصل الهدف بتاعه. احنا عندنا دايما بتبقى بالحته،
يعني احنا ملوك الحته. يحصل حاجه طب نعمل دي الحته ده لو حتى نجح نبقى نجاح مؤقت. لو فشل بفشل بيدل ان احنا بنتعامل مع ايه انت لو شفت الدوري المصري دوري جبار ممكن يبقى دوري جدا جبار جدا ممكن. يا عميد ممكن امكانيات جامده جدا وامكانيات انديه وامكانيات لعيبه مهوله وجماهيريه. انت بتتكلم على جماهير ملهاش حل بالظبط فاهمني بالزبط. انت عندك كل الامكانيات بس انت محتاج حاجه محتاج حد يخطط لك لفترات طويله قوي بالظبط وتسيب وايه ومفيش حد يجي في النص كده يقول لك طب لا سيب اللي تاخد وقتها دايما حاجه ما بتوصل للنجاح بتاخد وقت لكن تسيبه يشتغل زي اقول لك مثلا انا هديك القطعه دي بعد 3 سنين انا عايز احقق الشكل الفلاني وتسيبه تبعد خالص تميده عنه وتسيب تشوف الامور لو انت واثق فيه بالظبط هي دي اهم حاجه انت اخترت حد واثق فيه بس لازم تجيب لي بلان معينه 3 سنين 4 سنين اديني فرصه ان انا اعمل لك حاجه خطط دي الواحد بتثق فيه والراجل ده عنده التيم بتاعه عنده الناس بتوعه اللي يبداوا يشتغلوا صح لان كل امكانيات هنا يعمل لك دوري مصري مالوش حل موجوده طبعا موجوده 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 يعني عارف طبعًا. تتكلم فيها وانت كده براحتك لكن هي زي ما بقول لك انا دايما بتخطط وعندنا لعيبه كويسه طبعا طبعا لعيبه كويسه ده لعيبه يعني حدث ولا حرج على اللعيبه بس لما بنتكلم في العموم يعني بنتكلم على الاهلي بس لا مش الاهلي بس طبعا على المستوى العام كله الحوار مع حضرتك بخليه مفتوح ما بقاش مرتبط بحاجه معينه نتكلم في تخطيط وبنتكلم في شكل كوره مستقبليه في مصر لازم نتكلم على المنتخب هل الاجيري قدم للاتحاد الكوره خطه مش رؤيته للمنتخب المصري هيعمل ايه في خلال سنتين ثلاثه ولا ان انا هطلعكم كاس عالم وان احنا ناخد افريقيا لو كان ده الاتفاق يبقى اوكي ماشي موافق لو هو متفق كده ان هو يطلع نوصل كاس عالم ونفوز ببطوله افريقيا على فكره ده يبقى احسن حاجه مش عايز مع كوبر لكن عايز تفوز ببطوله افريقيا ما احنا وصلنا مع كوبر افريقيا حتى لو كنا خدنا افريقيا يا كابتن علاء دايما الحدث الاكبر بيلغي لك الحدث الاقل اللي هو كاس العالم طيب ما انت دايما نميدو ما بتجيب خروج المؤسف من كاس العالم لغى لك كل حاجه كوبر لغى طبعا لكن هو كوبر انا في نظري يعني كوبر مع احترامي الشديد ليه يعني الراجل مشي بس مع احترامي الشديد هو لم يضيف للكره المصريه اي شيء لا هو كوبر من غير احترامات شديده وكده اللي انت عايش فيها دي يعني برضو هو ملوش دعوه بالكوره لكن هو بيبوظ كل حاجه سنه مش بيبوظ كل حاجه وليه هنتكلم ليه لكن ليه نتكلم ليه بنزوق الكلام نتكلم كلام عادي هو ملوش دعوه بالكوره مش شخصه انا مش هناسبه مش فكره على فكره موضوع شخص عايز حاجه والله انا طيب بس والله بقول لك حاجه موضوع شخص وحد محترم وحد جميل ده الكلام ده في حته النسب اما اجي نسب حد انا بتكلم كوره تمام كوره لا خلي بالك انا فرقت ايوه انا ماشي بس عشان تعدل على الواحده والله ابدا عشان تعدل على الواحده فكان الموضوع والله انا بتكلم فرقت بين شخصيه راجل وشخصيته الكرويه شخصيته. انا ما اضافش اي حاجه للكوره المصريه خلاص طول بس اقول لك ليه طيب اقول لك حاجه طول ما احنا بنتكلم هنا احنا بنتكلم عن الحته الكرويه تمام خلاص هو كرويا ما اضافش حاجه للكوره المصريه تمام. هو استفاد استفاد كويس طبعا جامد جدا طبعا. لكن هو افاد لا هو راجل محظوظ جميل نتائجه تتكلم عنه ما اقدرش افتح بقى عمل كل النتائج اللي انت عايزها منه لكن انت دايما يا ميدو بتتكلم بس كانت كلها كانت نتائج تخوفك لان كانت النتائج انت بتكسب بس ممكن يجي لنا القلب احنا كجمهور معلش ما هو بص يا ميدو ما هي المشكله انك كل ما بتكسب بتعدي لكن ما تقولش انا عندي غلط انت فاهمني عشان كده بيقول تطور ما هو انت لما تكسب لازم تشوف غلطك ايه بس احنا لا احنا بتكسب عدي عدي فاهم انت يا فرحه وكلام من ده طب وبعدين في الاخر بقى ايه تتكلم في النقطه الصادمه اللي انت بتتكلم فيها دي هو احنا المنتخب بتاعنا عايز اصنفه منتخب كويس ولا وحش ولا الراجل ده اضاف حاجه ولا ما اضافش حاجه وبعدين بتتكلم على منتخب بتتكلم على عناصر منتخب ما شاء الله حاجه في كره القدم محترمه جدا بالذات الناس المحترفه بره او الناس اللي بتختارها من هنا بالزبط. عشان كده دايما انت عندك سن الطمع انت كبير منتخب مصر حاجه كبيره جدا بالزبط. جدا بالزبط. عشان كده دايما بتبقى عندك سن الطمع ان انا عايز يبقى ليا شخصيه عارف انت بقى انت منتخب مصر في افريقيا شخصيته كده واضحه زي المنتخبات الكبيره شغل ليك شخصيه واضحه كده تمام عشان كده بتتكلم كده انا فاهم انت بتتكلم على ايه دايما بتتكلم على الحاجه الاحسن في حاجه اما خطط لها على بالظبط لكن واضح ان الراجل اكيد يبقى في تخطيط كويس جدا لانك انت وصلت نهائي طب التخطيط ده المفروض يبقى معلن يا كابتن علاء يعني المفروض يعني طبيعي جدا يعني لو في تخطيط ده لو في تخطيط يعني لو في تخطيط يبقى اعتقد من بدايه السنه الجديده يا جماعه الخطه بتاع الراجل كذا 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 ليه يا ميدو بقول لك كده جميل حته الوضوح يبقى الناس كلها عارفه الراجل ده بيشتغل على ايه ما حاسبوش بالقطعه سيبه بقى يشتغل الراجل ادانا الخطه وادانا تصوراته وهيبدا يشتغل ازاي مع مساعده اتحاد الكوره اللي اكيد بيساعده كويس جدا يبقى حتى جماهيرك عارفه الراجل اللي جاي ده هيشتغل ازاي وفكره ايه على فكره ده مش عيب على فكره الانديه العالم كله شغال بكده الانديه شغاله بكده بقول لك مثلا تعاقدت مع فلان الفلاني تعاقدت معاه على ايه
يقول لك 1 2 3 4 تبقى جماهير ناديك عارفه مديرها الفني بتاع السنه دي الخطه بتاعته او الهدف بتاعه ايه. فتلاقي كل حاجه بقت هدوء بالظبط. مش هقدر مش ايه تحصل حاجه في ماتش تروح ايه لا 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 خالص بالظبط. ما احنا خلاص يا جماعه متفقين على بنود احنا اتفقنا عليها كلنا وكلنا موافق. هو ده اللي ممكن يحصل طبعا. لا او لازم يحصل اميدو حته الخطه بتاعتك ايه ده اللي المفروض يحصل طبعا. تمام. تعالى نرجع للاهلي في الدوري. اتفضل. ومشواره في الدوري بدانا يعني واحده واحده مع مشي قلنا اسلوبه ما كانش متوافق مع النادي الاهلي. تتفق ام تختلف مع اسلوب كارتيرون؟ نتائج ما تساعدش. انا بتكلم على الاسلوب. نتائج ما تساعدش. انا بتكلم على الاسلوب حضرتك. ما هي ما الاسلوب انت تخطى اسلوبه ليه عشان نتائج؟ لا انا بتكلم على الاسلوب قبل النتيجه. هل اسلوب كارتيرون اللي حضرتك يعني طب انا هقول لك عاشق طب خلينا نكمل السؤال بقى انا بس اقول لك حاجه اقول لك اسلوب كارتيرون ده حتى على انت استفهام تمام والنتائج مشت حلو تمام كان ايه اللي هيحصل؟ انت ايه بص ايه ما تجاوب ماشي ماشي كان ايه اللي هيحصل؟ ماشي خلاص ما انا موافق كان هيمشي؟ لا ما كانش هيمشي خلاص يعني انت جبت من الاخر جبت لك من الاخر طيب ماشي انت بتحرق لي كام انت على فكره بتحرق لي اسئله كتير جدا والله خالص بالعكس لازم نستفاد من بعض طب لما كنت بتتفرج لا انا بستفيد منك طبعا لما كنت بتتفرج على الاهلي وحضرتك طبعا نجم كبير وعشت فترات مع مدربين كبار جدا شكل الاهلي هو ده اللي انت كنت شايفه؟ كانش ليه شكل بالظبط عشان بس كده بس في عوامل يا ميدو عشان ما نظلمش الراجل كم اصابات مش طبيعي كان موجود في الفرقه ده اللي بتكلم عليه بقى كابتن علي اللي هو الاسلوب بتاعه حتى لو اللعيبه دي موجوده اللي هو الاسلوب ان احنا اقرب طريق للجون اقل عدد بساطة عشان اوصل للجون هل هو ده الاهلي؟ لا. هل لو كانت لعيبه موجوده النجوم موجوده كنا برضو هنجتاز المرحله دي ولا برضو هيبقى نفس النتائج ده اللي كان سؤال انا معاك عايز اوصل للجول بسرعه والكلام من ده لا لكن اصل ما بدايه الحلقه بتاعتنا يا ميدو انت كنادي اهلي نادي كبير جدا جدا شكلك ثابت المفروض بالظبط وجماهيرك كبيره جدا جدا وجماهيرك عارفه طريقتك وعارفه اسلوبك وما لهاش طموح ولا لها اي حدود ولا خالص بالظبط ومهما تغير المدير الفني هي عارفه المدير الفني مين فلان الفلاني طيب ماشي حضرتك انا عايز كذا وكذا عايز بطولات وعايز نتائج وعايز انا كمشجع اهلاوي اقعد كده اتفرج على فرقتي قاعد مش قلقان قاعد مستمتع جدا بالاداء بس ميدو الناس لازم تعرف او مش الناس جماهير الكوره عامه وجماهير النادي الاهلي بخصوصها بالذكر كده قاعده عارفه كل حاجه بالظبط وبتشوف كل حاجه وايه الغلط وايه الصح وكان لازم يعمل الكوره احسن من المدربين احسن من اي حاجه خالص فاهمني فلما ما يقعد كده يبقى قاعد عامل كده مطمن من فرقته من الشكل من البدايه من كل حاجه جات لنا فتره كده طبعا اللي هو كتير 90 لا احنا هنكسب لا لا لا, 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 لا الموضوع منتهي لو 90 91 92 عارفين ان هنكسب بالظبط هو ايه اللي مطمنها ميدو الاداء اللي في الملعب دايما المشجع اللي بيطمنه ادائك في الملعب بدايتك في الملعب دايما كده مدربين يقول لك ايه انا عايز بدايه قويه جدا قويه جدا دي اشاره وانذار مبكر للفرقه الثانيه لا انا هكسبك النهارده وتحس ان اللي قاعد في المدرج ده خلاص مطمن عشان كده بقول لك المدير الفني للنادي الاهلي لازم يعمل حاجه مش مختلفه لكن يعمل حاجه الناس متعوده عليها في النادي الاهلي نتائج دي طبعا وبطولات دي انساها ان هو متعود على كده والاداء الحلو الممتع اللي يطمنك انت كمشجع كالترون ما عملش كده بالظبط ممكن تكون الظروف ما ساعدش كم اصابات كتير الفتره اللي كان فيها فتره كانش فيها استقرار انت فاهمني يا ميدو تحس ان الراجل ما لحقش ياخد وقته مع النادي الاهلي بس هو الغلطه حصلت في حاجه وعلى فكره مش با مش با مش بلوم حته الاخاله او ان هو مش خسرت بطولتين في اسبوع دي لاي مدير فني في نادي كبير صعب ان تستحمل بس ما يعني فضل. خسرنا بطولتين في اسبوع بس انت خسرت لاسباب فيها اسباب فنيه طبعا انا عمري ما باجي على حد يا جماعه والله العظيم خالص خالص انا كالتيرون من الاول كنا احنا دايما بندعم لغايه لما نقول في حاجه غلط هو احنا متعودين كده على فكره انا معاك بندعم حتى لو شايفين اخطاء بس عادي تعدي لكن لما يجي وقت الجد لا لازم نقول يا جماعه في حاجه غلط كان في ايدينا البطوله الافريقيه كانت في ايدينا جدا طبعا انت رايح عندك اريحيه كبيره قوي لعبت بطريقه صعبه جدا بالظبط نفس الكلام برضو في البطوله العربيه بالظبط فعشان كده الامور كانت متصعبه وهو صعبها على نفسه هو صعبها على نفسه هقول لك حاجه مين فوقك كتير كنت بتكسب مباريات وانت مش يعني ما عندكش ثقه في فرقتك مش تقول لا يعني كان لازم احسن من كده هو ما عرفش دي يعني هو محترمي الكامل ليه واحترامي لوادي دجله نوعيه اللعيبه في وادي دجله والتفكير في وادي دجله والجو في وادي دجله حاجه والنادي الاهلي حاجه تانية خالص مختلف تماما بالظبط خالص عشان كده
النقله دي يا ميدو هي اللي عملت كده. النقله دي هي اللي عملت كده. انا هرجع اقول لك، ها، كالتيرون ما كانش هو الانسب للنادي الاهلي من البدايه. يعني فاهمني، لكن الناس اختارته وبقى خلاص الموضوع انتهى كعادتنا في النادي الاهلي الحمد لكن لله. لكن كان ناجح الاول يا كابتن علاء، نجاح يعني، بس ناجح. مش يعني انت جبته بناء على ان هو شخص نجح مع دجله. لا. كسبك مرتين، معلش 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 هقول لك حاجه، كسبك مره، كسبك مره، كسبك بتكتيك لعب، مش تكتيك، لا تكتيك ودجله مش تكتيك الاهلي. ما بالظبط، هي دي غلطته، دي اللي فرقت يا امير، هي دي غلطته، دي اللي فرقت. مش كل مدرب ينجح مع نادي مصري ينفع الاهلي او الزمالك او انديه كبيره، مش شرط على فكره، مش شرط بالمره. في مدربين كتير جدا بدون ذكر اسامي. اتفضل. لا اتفضل، لا كمل كمل. انا عايز اقول لك، هل ارتباط لاعب بمدرب قوي يعني، خلينا نتكلم كوليبالي، هل كان مرتبط بكالتيرون الارتباط اللي هو بعد ما مشي كالتيرون بدا مستواه نقول مين هو مين ده، ولا هو كان من الاول بس كوليبالي كان في الاول ماشي كويس قوي؟ لا هو من الاول مين ده، بس هو من الاول المدير الفني اللي جابه، فكل احترام لي. حتى لو عايز تنتقد، لا لا حتى لو عايز تنتقد طبيعتنا مش هننتقد، عشان انت عايز دايما المدير الفني بتهيئ له جو كده هدوء مفيش انتقادات. المدير الفني هو اللي جابه بتفكيره بقراره. انت ما تقسي كل لعيب عليك بقى، يعني انت كنت بتخبي الكوره. والله ما بقيس، وما انا مش هقول لك لعيب يرضيك بقى. والله على فكره ما بقيس حاجه، اما تجيب لعيب النادي الاهلي لازم تجيب لعيب ليه مواصفات خاصه. تتكلم على الجيل بتاعك كنت بتخبي الكوره من الناس. انا ما بتكلمش على الجيل بتاعي، انا بتكلم لما تيجي تجيب لعيب للنادي الاهلي لازم تجيب لعيب مواصفاته تنفع النادي الاهلي. كوليبالي مع احترام الكامل ليه كلاعب، مين شافه غير كالتيرون؟ فجاه جه لدرجه انا فجاه والله ما شفته في الملعب بقول لهم مين ده؟ فقالوا ده فلان الفلاني كالتيرون جابه وكان معاه في البطولات بتوع افريقيا وكده. ماشي، بس ده مش نوعيه لعيبه النادي الاهلي. لكن ما تقدرش وقتها تنتقد لان انت عايز هدوء للمدير الفني. اللعيبه كلها بقت زي بعض يا كابتن علاء، كلهم شبه بعض الا حاجات خفيفه. والمدرب بقى ليه دور ان هو يخلي اللعيبه دي بتبقى لعيبه بالظبط. يعني في اوروبا مثلا بتلاقي اللعيبه متقاربه، لكن اختلاف افكار المدربين، تفكير المدرب ازاي استعمل الناس دي في اوقات مختلفه في حتت مختلفه. شفت كسبتك ازاي؟ لا خالص، ورجعت قلت المدرب اهو. يا ما استحاله. بص يا ميدو، ما ينفعش حاجه تتشال من حاجه، ما ينفعش مدرب يعني ايه لعيبه ومدرب. نسب ممكن تبقى اعلى، لكن الاثنين مع بعض هيدوك النتائج احنا بنتكلم عليها وانت دي والجماهير. مثلا دايما بضرب جماهير النادي الاهلي، هي الاساس عندي. تمام. وجماهير النادي الاهلي هي اللي عايزاها. تمام. بطولات، اداء حلو، شكل كويس، روح لعيبه، شكل كده يقول لك دي لعيبه النادي الاهلي. دايما انا بقول لك ايه، هقول لك حاجه، مش عشان انا، عشان كان ليا يعني كان ليا يعني دخل فيه وليد ازارو. كويس. ليه لعيبه ليه دايما جماهير النادي الاهلي يقول لك ده ايه ده؟ انت تحس ان هو متربي في النادي الاهلي. ليه؟ جاوبني كده. شكل النادي الاهلي، هو طبيعه لعيبه النادي الاهلي اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الروح والقلب بس. هو ده دي طبيعه لعيبه، دي طبيعه لعيبه النادي الاهلي. عشان كده وليد تحس ان هو متربي في النادي الاهلي، لاعب النادي الاهلي يا ميدو. لعيب، ده انا هاكد على كلامك. فضل. كمان مع ان المفروض ما اتكلمش في الجزئيه دي، بس عشان ناس يعني ناس في ناس كده ساعات بتدخل لك كده عايزين يعملوا اي فوركيش. ما علينا ما علينا. اللعيب المحترف، اللعيب المحترف لو لعيب محترف بقى اللي هو مش شكل النادي الاهلي بتتكلم عليه، في وليد ازارو مش هيقطع تيشيرته كده خلاص. ده واحد تحس ان هو بص مولود في النادي الاهلي، مولود في النادي الاهلي. عشان كده دايما لعيب النادي الاهلي كل الناس عارفه. لا بس انت فورمه ليهم، محافظ على جسمك كده. انت ليه عرفت الموضوع؟ الحمد لله. عايز تلعب تاني ولا ايه؟ لا انا ما لعبتش اولاني اساسا. انا ما لعبتش اولاني؟ اه والله. انت خلينا نطلع فاصل على فكره. نطلع فاصل. كل ده ما لعبتش اولاني يا كابتن علاء. احنا كنا بنستمتع بيك وبنستمتع. الله يخليك. بلمستك للكوره والله العظيم بجد، وكل مصر يعني يقولوا علاء الموهوب قبل علاء. الله يخليك يا بيدو. تيجي نتكلم على الشناوي شويه، نقطع فيه شويه عشان عيد ميلاده كان امبارح. ايه ده يا كرسوة؟ طيب. تخيل بقى عنده 30 سنه الشناوي. ما شاء الله كبر. الله اكبر. يعني الشناوي النجم كبير، ما كان عمل الكوره كده وخلصنا، لازم يطلع يمسكها. خلاص بقى. يا شناوي. انت بتقطم ولا ايه؟ الشناوي ده ابني يا كابتن علاء، يعني انا بحبه ولد، انت عارفه اكيد الشناوي قلبه كان معايا في الناشئين. حاجه مخلص ومتفادي. اقول احكي ده احكي لك احكي لك كان معايا في الناشئين. يعني مره، كل مره لازم اذكر الموقف ده. كنا في بتروجيت والله العظيم جاله قطع في الرباط الداخلي وكمل ماتش كامل شوطه شويه برجل واحده. يعني حاجه بس دايما دايما بلوم عليه ان هو لازم لما يكون مصاب يقول يا جماعه انا مصاب. مش لعيب الكوره دماغه بتقفل. بس كان طلعها برضه بالبوكس. ما كان طلعها يعني بالبوكس. كانت سهله جدا طلعها بالبوكس ونكسب يا شناوي، نطلع نشوف تاريخ عن النجم الكبير، نجم مصر ونجم النادي الاهلي وحارس مصر. مش عايز اقول الاول، خلينا نقول الاول بيننا احنا كاهلاويه
وان شاء الله يرجع نجم مصر وحارس مصر الاول. نطلع نشوف تقرير عن الشناوي عيد ميلاده ونرجع. كل سنه وانت طيب يا نجم النجوم، كل سنه وانت نجم كبير كده، كنت سنه وانت طيب يا مونديالي زي ما قال زميلنا العزيز في التقرير. كل سنه وانت حامي عرين النادي الاهلي ومنتخب مصر، ومعاك طبعا نجوم الفريق من النادي الاهلي اكرامي ولطفي وكل حراس المرمى. بس كان طلع الكره بالبوكس برضه يا كابتن علي برضه، ما خلاص بقى نصيب نصيب. طب نرحب بيها يا كابتن علي. شناوي ازيك يا شناوي؟ ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ مرحبا كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب يا كابتن. بقول لك ايه، ميدو كان متفاجئ ان انا اللي جبتك من الحمول. لا هو مش يا كابتن، ده انت اول واحد ضربت لي في النادي وياما ضربت حضرتك كتير. انا فاكر ان انت اكتشفت. لا اصل ميدو فاكر ان هو اكتشفك على الشناوي وما يعرفش ان انا زمان جايبك من الحمول وما يعرفش حاجه خالص. يا كابتن يا كابتن، طب هو في الحمول ما كان طلع الكوره بالبوكس؟ لا ما كانش لسه وصل للحته دي. كل سنه وانت يا محمد، ودايما ربنا يخليك يا كابتن. اهم حاجه تبقى سليم وصحه كويسه وربنا يكرمك ان شاء الله دايما الاحسن يا حبيبي. يا كابتن يا رب دايما كده مع حضرتك على طول. الكابتن علاء انا يعني احنا من ناشئين نتمرن مع كابتن علاء، وتعلمنا الكابتن علاء حاجات كتير، تعلمنا يعني ايه الالتزام، يعني ايه حب النادي الاهلي، يعني ايه ما نخسرش، يعني ايه حاجات كتير واحنا موجودين في الناشئين. كابتن علاء بصراحه من الناس، اول ما جيت نادي الاهلي كنت في مدرسه كوره، وبعد كده اول ما لعبت فرق مع الدوري دوري مع النادي كنت مع كابتن علاء طبعا، يعني كان واحد يعني سعيد جدا ان هو مع كابتن علاء. حبيبي يا شناوي. كابتن علاء ربنا يخليك كابتن. طب ما علمكش تطلع الكوره بالبوكس؟ ولا ايه يعني؟ حبيبي يا شناوي، انا شهدت فيك مجروح، انت عارف انا بحبك قد ايه، يعني من اللعيبه المخلصه اللي انا اتعاملت معاهم في بتروشيت كمدرب يا كابتن علاء، وكل الناس عارفه حاجه جميله جدا ونموذج للعيب المحترف واللي عارف اهدافه، وان شاء الله ربنا يديك كل اللي انت عايزه. كبرت يا شناوي 30 سنه، لسه قدامك 10 سنين بس في الكوره. لسه بدري، لسه 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 بدري بس. لا لا لا، حارس المرمى لسه بدري، اكتر من 40 سنه. لا لا لسه لسه. عارف هو الحلو فيه ايه؟ مش عشان هو موجود معايا، يعني لما جه من الحمول وكان بيلعب، على فكره كان كابتن احمد ماهر الله يرحمه هو اللي كان مدير القطاع وقتها، وتنبأنا للشناوي نبقى كويس، هيبقى حارس مرمى هايل. بس طبعا الايام عدت، انا سبت الناشئين ومشيت وكده، فوجئت ان هو مشي. بس الحلو فيه ايه بقى؟ اللفه دي كلها ميدو، وراح راجع تاني النادي الاهلي. لا مش النادي الاهلي، منتخب مصر ولعب كاس عالم. هو ده. اقول لك على مفاجاه، الشناوي احنا بتروجيت جاله عقد احتراف بره، فانا كنت هو يعني اخويا الصغير، مش عايز اقول ابني عشان ما اكبرش نفسي، انا لسه صغير لسه صغير انا. فرحت له الاوضه كلمته، قال لي يا كابتن انا مش عايز عقد احتراف، انا عايز ارجع النادي الاهلي تاني، هو ده هدفي. ورجع النادي الاهلي تاني. جميل. دايما يبقى ليك هدف وعايز يرجع النادي الاهلي تاني، مع انه كان في بتروجيت نمره واحد، هو عارف ان هيجي النادي الاهلي مش هيبقى راح، جاله عقد احتراف والله، كان وعقد احتراف كان ممكن يمشي، لكن هو عارف هو عايز ايه، وعشان هو عايز ايه. لا ده عايز يوصل، عايز يرجع النادي الاهلي تاني، هو عارف قيمه النادي الاهلي وهو بيحب النادي الاهلي. ويوم ما جه من الحمول وجاء على النادي الاهلي كله طموحه ان هو يكمل في النادي الاهلي. بعد شويه لكن رجع. رساله حلوه جدا لكل واحد عايز يوصل، ما حتى لو بعدت شويه عن المكان، لا انا بحاول ارجع تاني. ورجع للاحسن، الاحسن رجع للنادي الاهلي، رجع لمنتخب مصر، لعب كاس عالم، لسه قدامه العمر طويل، ربنا ان شاء الله يكرمه. ان هو نوعيه بني ادم اساسا يا ميدو، نوعيه بني ادم مش لعيب، هايل ما شاء الله عليه، محترم كبير طيب مثابر جدا، بيحب تمرين، عايز يوصل. فجه كل الحاجات دي يا ميدو بنتكلم عليها، اللي هي دايما بندور عليها ايه اللي في لعيب النادي الاهلي، اكيد هي كلها موجوده في محمد. ممكن تحصل شويه عصارات كده في طريقه، عادي جدا بتحصل مع يعني كل لعيبه العالم مش حراس العالم. البوكس كانت صعبه؟ البوكس كانت صعبه؟ ما علينا. انت خنقتيه بالبوكس ده خلاص. لا 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 وانا هسيبك لسه العمر قدامك طويل يا شناوي، ان شاء الله ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. المشكله بتاعت الشناوي ايه بقى يا كابتن علاء؟ مشكلته ايه بقى؟ ان الكوره دي لعبتي. عارف انت اللي هو ايه؟ هطلع اجيبها، هطلع اجيبها. همسكها بايد واحده، ممكن امسكها بايد واحده. قلت له هي الظروف وخلاص، هي خلاص سبحان الله. تعرف يعني سبحان الله في حاجه كانت في الوقت ده ربنا رايد كده، ان الكوره دي لو جات له 50 مره 900,000 مره وهو لا ومغمض هيطلع ياخدها، لكن هي سبحان الله كان في يعني كان في سبب، لكن هو لا هو ان شاء الله في سوء توفيق. هو كان في سبب وخلاص، ربنا يكرمك الشناوي ودايما احسن حبيبي ان شاء الله يا كابتن. يا رب دايما يا كابتن، يا رب ان شاء الله واشوفك على خير. كان في سبب ايه يا شناوي؟ لا استنى اشوفك على خير. كان في سبب ايه؟ عشان اكيد مش عايز اتكلم في البيت سامعينك دلوقتي. كان في سبب ايه؟ طمني. ما كانش في سبب حاجه والله. احسن يكون في حاجه كده ولا كده. لا لا خالص. عملت عيد ميلادك فين؟ ما عملتوش والله لسه والله. ولا جالك هدايا ولا حاجه؟ لا لغايه دلوقتي لسه برضه. هتيجي بعد البرنامج ده، هتيجي يا شناوي.
اكيد. يلا كل سنه طيب يا شناوي. كل سنه طيب يا حبيب قلبي، ودايما كده في صحه وخير، وان شاء الله ترجع احسن من الاول مليون مره يا رب ان شاء الله. يا رب دايما ربنا كل سنه طيب يا حبيبي، وربنا يخليك كابتن اعلام حبيبي يا شناوي. كل سنه طيب يا حبيبي. انت طيب يا كابتن، ربنا يخليك يا كابتن. شكرا. ما تعرفش موضوع الحمول ده؟ اول مره اعرفه والله. لا ازاي؟ اول مره اعرفه. كان معايا اتمرن معايا، كنا رايحين نلعب ماتش ودي انا وكابتن احمد ماهر. حسيت مغرور كده. والله مغرور على حاجه يا اخي. شناوي ازاره. لا خالص والله. لا دي ناس الواحد. لا الواحد مغرور. مين بسرعه جدا. الاهلي مضغوط في المباريات، لكن انا شفت ضغطه العين مثلا. هل اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه، هل الجرعه البدنيه اللي خدوها من ليندمان؟ مش عايز احمل الراجل ده، ليندمان كنا فرحين بيه قبل كده. ايه المفارقات اللي في الحته دي؟ المفارقات ان انت مضغوط قوي وجات عليك فتره يا ميدو. خد بالك يا ميدو، لما تخسر ما بتخسر البطولات نفسيا بتتدمر. برافو. واللعيبه انا معاك، واللعيبه مش حمل الضغط النفسي لان هم لسه. بص يا ميدو، انا دايما بقول حاجه، لعيب الكوره مش عضل وجري وكده خالص يا جماعه. لعيب الكوره ده حاله نفسيه بتاثر جدا. ممكن تبقى نفسيا بتاثر، انت بدنيا كويس جدا وواخد شغل كويس قوي، بس انت نفسيا مش مظبوط، مش هيبان عليك في الملعب. بالظبط بالظبط. مش هيبان عليك في الملعب، عشان كده لعيب الكوره مش جري وتخبيط. لا خالص والله. يعني عشان كده دايما يعني في ربع كده دايما بيهتم بالحته النفسيه بتاع اللاعب. مش دماغ اللاعب، بعقل اللاعب. لازم يبقى عقلك ده حاجه هاديه جدا. ده غير اللاعب ثقافيا مساعده كتير قوي 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 كده. الموضوع مش موضوع جري وتخبيط وكده. فتره وحشه قوي في النادي الاهلي على كل مستويات، حتى بدنيا. انا معاك بدنيا احنا كنا وحشين قوي، عشان كده اصابات كتير ومش مساعدك ضغط مباريات مرات ورا بعض كتير قوي. فانت مش عارف، مش قادر تعمل خطه صح، مش قادر تعمل حاجه خالص. تحس ان وقتها كمان الجهاز الفني كان فيه عدم استقرار. النتائج الوحشه ميدو جواك جوه الفريق بتعمل عدم استقرار. تحس المدير الفني كمان فريق كبير جدا، ما فيش حد هيعدي لك هفوه. بالظبط. تحس المدير الفني برضو قلقان من حاجه، مش مركز. اللي بيحكم اي بيت كروي خصوصا البيت الاهلاوي الكبير، النتائج بتاع الفريق. بالظبط. على كل مستويات. بالظبط. على مدير، من اول المدير الفني. بالظبط. في غرفه الكوره، حتى عامل غرفه الملابس، الى طبعا الى مجلس الاداره، الى جماهير، كل ده بيتاثر بكره القدم. هو كابتن صلاح الله يرحمه لما قال لك النادي الاهلي كره قدم، قالها كده بفم مليان. بس هو عارف دي حقيقه. كره القدم استقرار بطولات، كل النادي ما فيش فيه مشكله. تمام. ريال مدريد كسبان 3 خلاص. يبقى جاريس بيل جايب 3 جوان. عندنا حسين شحاته يقطعك اساسا يا جاريس بيل. عامل هاتريك. حلو. 3 جوان. نهائي يبقى حلو. نهائي يبقى حلو ان شاء الله. 60 اهو 3 جوان ان شاء الله. نهائي يبقى حلو ان شاء الله. كفايه ان انت العين بيلعب ريال مدريد وتشوف لعيب مصري بيلعب قدام ريال مدريد في كاس العالم، نهائي كاس العالم للانديه. جميل طبعا. جميل. انجاز كبير جدا. هو الانجاز حصل، وصول العين للنهائي الانجاز حصل. لو حصل بعد كده بقى ده ما بعد الانجاز. ما بعد الانجاز. لو فاز بالبطوله ده حاجه بقى، ما بعد الالام ملاش وصف خلاص. الكوره او التخطيط الجيد، انت بتفتح لي اسئله على فكره. اتفضل. التخطيط الجيد او تعمل خريطه زي ما احنا اتكلمنا، او تارجت معين عايز توصل له، بيخليك طموحاتك تزيد. انت بتعمل تخطيط. بالظبط. ربنا بيكرمك فيه، بتوصل مثلا نهائي كاس عالم الانديه، الله اعلم هتاخده ولا مش هتاخد كاس العالم الانديه. حتى لو خدت كاس العالم الانديه بتزود طموحاتك انت. لا انت تخطط لحاجه اكبر واعلى من كده. بالظبط. هو ده ميتو. حاجه دايما بيقول لك بره ايه، انا هجيب مثلا مدير فني وهعمل مشروع كذا. دايما بيتكلموا كده. مشروع باربع خمس سنين. هو ده التخطيط الصح. مش جاي مدير فني عشان اخد بطوله الدوري السنه دي. ايه ده تقوله النادي ملوش دعوه، مش نادي بطولات. لكن يقول لك لا، انا هقعد معاك اللي احنا كنا فيه دلوقتي من شويه انا وانت، اديني كده المشروع بتاعك. اسمه مشروع الوقت. بالظبط. يعني عارف الكلمه كبيره قوي. بالزبط. مشروع. بالزبط. اللي هو الخطه بتاعتك او المشروع بتاعتك. اربع خمس سنين هعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. هشام زكريا مدرب الجونه السابق. كان قاعد معايا، كنت مستضيفه. حاجه شخصيه حلوه قوي. طبعا. كان بيكلمني نفس الكلام بتاع حضرتك كده. يقول لي مشروع. هو بيتكلم على ان هو في التدريب، بيقول لي بيسمي التدريب بتاعه مشروع. مشروع. انا بعمل مشروع. بالظبط. يعني استنوني. هي بقت كلمه مشروع. زي ما احنا الصريح يقول لك ايه، ده مشروع لاعب. بالظبط. اصل المشروع دي بتاخد وقت. بالظبط. يعني كلمه مشروع فيها سنين. كلمه جميله جدا. كلمه كبيره وسنين. حتى الطلاب بيقول لك مشروع التخرج بتاعي كذا. اللي هو بياخد منه كم. ومشروع مش كلمه وكده، ده كلمه من خلالها في شغله كتير قوي، من خلالها في ناس كتير قوي. هو ده 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 الوقت الانديه الكبيره اللي بتتكلم عليها. انا ما بتكلم دايما على انديه كبيره، دايما بيبقى هو النادي الاهلي. يعني بتكلم على ريال مدريد. ريال مدريد انا النادي الاهلي بالنسبه لي هو ريال مدريد.
مع الاحترام الكامل لكل الانديه بالظبط، ما من حق اتكلم على الانديه كده مش من فراغ على فكره، لا ده من كل حاجه. ريال مدريد النادي الاهلي، انا بالنسبه لي النادي الاهلي هو ريال مدريد، هو برشلونه، هو مش عارف مانشستر سيتي، في كل حته اليوفنتوس في ايطاليا، هي دي الفرق اللي بتتكلم عليها ميدو، الفرق اللي بتعمل دايما مشروع كبير بالزبط. مشروع لاعب، مشروع بالزبط. عشان بطولات، مشروع بالزبط. هو ده الصح اللي بيتكلم عليه. حتى جماهير النادي الاهلي دلوقتي يا كابتن علاء ما بتقيمكش محليا، لا هو الدوري خلاص انت واخد، انت زهقت دوري 40 دوري يعني. الدوري عايزين يقيموك افريقيا، عايزين يشوفوا كاس العالم للانديه، عايزين عارف كلامك ده الصح في ايه؟ رد الفعل بعد ما خسرت افريقيا اتفرج كان عامل ازاي؟ بالظبط، محبط جدا 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 جدا، لان افريقيا في ايدك بالظبط، يعني انت كنت ماسك الكاس بايد كويس، وسنتين ورا بعض النادي الاهلي ما ياخدش افريقيا بالنسبه لجمهورك كبير، حاجه كبيره كبير، عشان كده الصدمه كانت كبيره، واللي حصل بعدها اللي احنا بنتكلم فيه انا وانت اللعيبه والمدير الفني ويه كانت جامده. هو ده اللي بيأثر فيك يا ميدو بالظبط، اللي بيأثر فيك بتخسر بطوله ماشي، لكن تخسر بطوله ثانيه زي ما تقول كده الكاس كان في ايدك وتخسرها كان في ايدك، لا رد فعل الناس بتبقى صعبه قوي، يعني احنا ما زعلناش على البطوله بتاعه الوداد، لا اكتر من البطوله دي احنا زعلنا دي اكتر بكتير، لان الوداد كان بفعل فعل البطوله كلها انت بتكسب فيها وانت مظلوم تحكيميا، وادائك في الوداد الى حد كبير بالزبط. كان مقنع شويه غير ادائك في النهايه مع الترجي، عشان كده بقول لك رده الفعل على الناس كانت صعبه قوي، لكن يا اخي سبحان الله جمهور النادي الاهلي مش جمهور هدام خالص خالص خالص، يعني لو حلو قوي حلو قوي قوي الكلمه دي، هو لا عمره ما بيهدم خالص، حتى حلو لو عمره ما بيهدم حتى، يعني بص جمهورك كان بعد خسارتك البطوله الاخيره دي يا ميدو والبطوله العربيه كمان تقبل منه اي حاجه، تقبل منه اي رده فعل، لكن سبحان الله الناس برضو حتى ما بتيجي تنتقدك في لسه مساحه حب عندك بالظبط، شايلاها، لا هيرجع النادي الاهلي هيرجع ما فيش فيه مشكله حتى لو وقت، لكن النادي الاهلي هيرجع مش النادي الاهلي اللي بطوله تهزه او توقعه، عشان كده لا ثقة جمهورك فيه، ثقتك انت في نفسك، في اسمك الكبير، في لعيبتك، اعتقد الامور دي كلها تمشي ان شاء الله. جميل قوي يا كابتن علاء، فتحت لي نقطه ان جمهور النادي الاهلي بناء وليس هدام، لان في ناس كتير دايما، بس انا لما دورت مع الناس كانوا يبعتوا لي انتوا ليه ما بتنتقدوش الفريق في القناه؟ انتوا ليه مش عارف ما بتنتقدوش مين في القناه؟ انتوا ليه مش عارف ايه؟ وانتوا بتخافوا وانتوا فبكرر وبعيد نفس الجمله اللي الكابتن علاء قالها، ان احنا هنا او جمهور حقيقي للنادي الاهلي عمره ما يهد وعمره ما يهدم وعمره ما ينتقد الا ما يكون في اسباب انتقاد اللي هي توقع حاجه بالظبط، والحمد لله ما فيش حاجه بتقع في النادي، انت شاهد عينك. وهقول لك حاجه على فكره، من فرق كتير انا بتفرج عليك، وحتى وانا كل وقت انا وانت ما احنا في نقد، بس نقد مش بهدم بيه بالظبط، اما تقول انا بالزبط. بنقد بالزبط. عشان انا عايز الاحسن، مش عايز اوقع حاجه، النقد البيتي بس انا يعني البيتي. احنا في بيت واحد، فانا بنقدك من عشمي من حب ليك بالزبط. مش ان انا بحقد عليك وعايز اوقعك خالص بالزبط. خالص بالزبط. وللمره مليون، اصل في حاجه كده متاكد منها يعني على اخين منها، عمر النادي الاهلي ده ما هيقع خالص بالزبط. خالص بالزبط. مش الايام دي ولا اللي بعدها ولا بعدها ولا بعدها حاجه كده، يعني ما شاء الله دايما النادي الاهلي ده حاجه فوق كل الانديه الموجوده بالظبط بالظبط. من مانشستر يونايتد، وكان في فرحه غير عاديه في الاجواء الانجليزيه، ده لا الاجواء الانجليزيه كلها ومن بعض اللاعبين، مورينيو ظاهره، مورينيو متكبر، مورينيو عنيد، مورينيو عايز يهد مانشستر يونايتد، شفت مورينيو ازاي الفتره الاخيره يا كابتن؟ بص ولا حاجه، هو عنيد لكن هو مش عايز يهد مانشستر يونايتد لسبب بسيط جدا، هو عايز ينجح. انا بدي لك يعني ايوه، ما انا بقول لك هو مش عايز ينجح، لكن هقول لك حاجه، تصدق نوعيه اللعيبه مع مورينيو دي ما تساعدش على حاجه خالص؟ معقوله؟ والله العظيم. طب لو جه مدرب بقى وشفت مانشستر يونايتد دي شكل تاني ماشي، يبقى اللعيبه نفسها، ما انا بقول لك عنيد، لان هو اساسا كان عامل مشاكل في غرفه الملابس. الوقت الموضه الجديده بنسمعها ميدو اسمها ايه؟ غرفه الملابس. احنا زمان ما كانش عندنا الكلام ده خالص، انا اخش غرفه الملابس كلنا عاديين، ولا احتراف ولا حاجه، ضحك وتهريج ونازل الملعب اخوات مع بعض. لا دلوقتي في حاجه اسمها غرفه الملابس، بيقول لك مدير الفني لازم يتحكم في غرفه الملابس كل حاجه تمشي صح. زيدان بعظمته كلاعب كوره كده، لما راح ريال مدريد عرف ازاي يسيطر على الحته دي، اللعيبه كلها تقريبا 90% او 95% كانت بتحب زيدان، مقتنعه بزيدان، عشان كده بص النتائج عامله ازاي. دايما يقول لك الوقت اعمل اتحكم في غرفه الملابس. مورينيو ما عنديش دي، حتى لما كان في ريال مدريد كان في بعض الخلافات مع مثلا راموس ده كابتن الفريق، تعمله مشاكل هو جوه مع انه مش الغرفه، لكن هو ده الحال في كره القدم، التطور في كل حاجه يا ميدو، تطور في الكلام، تطور في المعامله. مورينيو ما عنديش دي،
فقدها فقدها جامد جدا فقدها مع مانشستر يونايتد مع الخلافات كانت مع لعيبه وانت قلت لي كلمه دلوقتي طبعا تحفه قلت لي طب لو جه مدير فني والاداء اتصلح يبقى كانت في مشاكل في غرفه اللاعبين. جوارديولا دايما نجح ليه؟ الحته دي يا ميدو بيعملها بامتياز على كل الانديه على فكره كل الانديه اللي راحها جوارديولا بياخد فيها بطولات. هو جوارديولا هو جوارديولا برافو عليك بيرسم السياسه بتاعته غرفه الملابس بتحكي فيها كويس قوي النتائج ماشيه صح. هو دي تطورات كره القدم يا ميدو زمان يعني احنا زمان كان في حاجه اسمها غرفه الملابس يعني انت لما جيت عندنا النادي الاهلي كان ايه اللي حصل؟ ولا حاجه خالص بتخش بتضحك بتهزر مش عارف تريكه وعماد وبركات وتنزل التمرين الحياه سهله لا تطور. طب وهل فكر اللاعب المحترف استاذنك بس اقول الخبر اصابه وليد سليمان وللاسف مش هيسافر مع الفريق الاثيوبي لسه محمد يوسف اعلن منذ قليل عن اصابه وليد سليمان في كاحل القدم ومش هيسافر مع الفريق رحلته في اثيوبيا للاسف هنفتقد وليد سليمان وليد سليمان خير جدا خير لكن الحمد لله هو روح ايجابيه لازم روح ايجابيه لسه كنت لازم يريح فعلا. هل العقليه الاحترافيه تستدعي تدخل مدير فني في غرفه الملابس ولا هو العقليه الاحترافيه عارف هو دوره ايه وهيعمل ايه؟ لا بص ده دي حاجه جديده في كره القدم عقليه احترافيه اول مره اسمع عقليه احترافيه وكل حاجه لكن انت كمدير فني لازم تسيطر على النقطه الاهم غرفه الملابس خلاص اللعيبه تيجي على التمرين على طول مش كده التمرين والله الكلام المشاكل اصل اقول لك حاجه مورينيو عامل مشاكل كتيره جدا 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 بغض النظر مين غلطان فيهم مع كل نجوم مانشستر يونايتد كلهم حتى اللي هو كان جايبهم عمل مشاكل معاهم ما بينفذوش اللي هو عايزه في حاجات كتير جدا في الاخر ايه اللي حصل غرفه الملابس خلاص بعدت منه خلاص بقت عندك مشاكل كتير مش عارف تسيطر عليها ما انا بقول لك هو كلام يعتبر جديد شويه في الكوره يعني عندنا هنا الامور لسه ما دي ظاهره سلبيه في الكوره كابتن علاء لو ممكن تبقى ايجابيه انا شايف انها سلبيه ليه احنا جينا نختلف النهارده لا قول طيب قول لي ليه قول لي ليه شايف انها سلبيه انا كمدير فني انا مش عايز يطلع لي كل شويه حاجات سلبيه اقعد عليك فيها انا كمدير فني عايز فكرة احترافي كويس. ينفذ لي الفكر بتاعي جوه الملعب كويس. انا مش هطلع اقعد معاك في غرفه الملابس مش هطلع معاك في البيت هو مش هيقعد معاك في غرفه الملابس هو انت كمدير فني هترضي 30 لعيب استحاله حلو كويس قوي يبقى في اختلاف انت بذكائك الاختلاف ده ما ياثرش على الباقي بالظبط هو ده بالظبط هي دي غرفه الملابس يا ميدو بالظبط مقتنعين بيك زيدان ما هو مسك ريال مدريد ما كانش لسه مرن حد بالظبط ده كان في الريديف في ريال مدريد بالظبط لكن هو عنده من الذكاء وعقليته كلاعب كره ممتع عرف ازاي يتعامل مع نجوم الفريق انت سمعت نجوم الفريق بالزبط. مش كل الفريق بالزبط. نجوم الفريق النجوم المؤثره على راسهم دايما كابتن الفريق هو ده دراعك اليمين راموس كريستيانو بالظبط اي اسم بقى ده دراعك اليمين مع نجومك خلاص انت مش خسران حاجه بالعكس الناس كلها تبقى في ظهرك غير اما تعمل مشاكل مع نجوم الفريق مع كابتن الفريق بس تمام يعني مشيان مورينيو اسعد لعيبه كتيره جدا كتير عصام بوجبا واسعدنا احنا كمان لان مانشستر يونايتد مش المفروض انه يكون كده واداءه كده شكله كده النوايا بعدت قوي 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 اللي شو مانشستر يونايتد طبعا يعني نتكلم على ماتش افريقيا ولا نتكلم على فتح سوق انتقالات اللاعبين في شمال القاره لا لا خلينا في افريقيا احسن ليه قرفان كده ليه؟ ما بحبش كده الموضوع ده مش عاجبك القرار؟ صحي ولا غير صحي؟ مش عاجبني انا عامة مش عاجبني هو قرار حلو على فكره مفيد لبعض بس مش احنا اللي نطبق الحاجات دي بالظبط يعني احنا الدنيا مختلفه الاحتراف عندنا مختلف عن بره يعني بره في انجلترا كله يلا بينا لا 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 انجلترا لكن في حاجه هم عايزين تارجت معين الموضوع كله مختلف احنا بنفتح الحاجه ومش عارفين التارجت بتاعها ايه هي دي اللي احنا كنا بنتكلم فيه الوقت انا وانت بدايه الحلقه بالظبط انت بتعمل حاجه ليه انت دارسها عارف بعد كده اللي هيحصل هم الناس ما الناس ما بتاخدش قرار في يوم وليله هناك يا ميدو القرار ده مثلا بيتكلموا عليه ده في اي قرار بيخص الكوره في اوروبا عامه مثلا من شهور القرار ده بنناقش فيه لحد ما يدرسوه كويس قوي وبعدين الحل يقولوه لكن مش في انا عندي فلان فيها طب يلا نعملها فين احنا قاعدين على القهوه عايزين يا كابتن علاء عشان احنا كجماهير الجماهير زي ما حضرتك قلت اختلفت فكرها اختلف بيتكلموا دلوقتي في الكوره احسن مننا بكتير جدا وعارفين دلوقتي كل كلمه ايه المقصود منها نفسي لما نطلع قرار نقول للناس اصل ايجابيات القرار ده كذا سلبيات القرار ده كذا والناس تحكم عشان انا لما اقنع الناس يبقى الناس مقتنعه ميدو هو في قرار في الدنيا في الدنيا كده اي قرار في الدنيا اكيد في ايجابيات وسلبيات بالظبط دايما بتاخد انت الايجابيات بتاعت القرار بالظبط وتحاول تتلاشى السلبيه بالظبط
لكن في دراسه بالظبط، هتعرف ده كل اللي انت بتتكلم فيه. ادرس الاول القرار عليك انت الاول. يعني القرار ممكن يناسب ميدو بس ما يناسبش علاء. انت فاهمني؟ خد القرار ادرسه كويس قوي، وهل هو مناسب ليه ولا لا؟ مش اي قرار يتاخد يبقى مناسب ليه، لا طبعا. ما مش شرط على فكره، القرار ماشي حلو هيناسبك، هنا الكلام او لا. تمام. أزارو مباراه جيما الاثيوبي ضيع فرص؟ أزارو؟ ما لعبش بجد؟ طب هيضيع فرص الماتش اللي جاي؟ لا أزارو الماتش اللي جاي هو ضيع فرص ماتش مباراه النجوم. لكن انا بلاقي برجاوي، انا بلاعب الكابتن علاء برجاوي. لا تخش علي، انا كنت في الملعب اصلا كمان. قلت جبت ازارو وجبت الشناوي، والشناوي عمل بوكس ما يمسك الكوره بدل الملعب يلعب الكوره بوكس. وازارو بيضيع فرص، لعيب جامد قوي ازارو ما شاء الله. طب نتكلم لعيب امكانياته لعيب كوره ممتازه، مش امكانيات الملعب، بره الملعب كمان. تخيل يا كابتن علاء، الاهلي كان بيلعب بمروان فيرود واحد اصابات. ايه الاصابات دي يا كابتن؟ اتكلمنا فيها ميدو في الاول، قلنا ايه اصابات كتير قوي قوي معطلاك انت على فكره. انت عارف انا دايما بقول ان شاء الله الايام الجايه تبقى احسن. ليه؟ اصاباتك ان شاء الله رب العالمين لما تخف داخلين لك اربع لعيبه تقال جدا. بالظبط جدا بالظبط. نص فرقه مع تدعيماتك مع اللعيبه الموجوده عندك، الشكل هيبقى مختلف. عشان كده الناس بدات تقلق منك. سيبك الاداء اللي لسه مش انا منك وانت تعبان اساسا، انت فاهمني. لكن هو مش عايزين الاهلي يبدا، هنتكلم على الدوري مثلا، مش عايزين الاهلي يجمع نقاط بتاعه الماتشات المؤجله، لان هم عارفين في وقت ما الاهلي هيبقى كامل. وقت الاهلي ما بقى كامل بنجومه بس. الموضوع خلص. هي دي اللي انت عملتها دي، هي دي بس. عشان كده هم الناس كلها على فكره كره القدم حلوه، التفكير ده مع الناس الثانيه طبعا جميل، لان ده كلها تفكر في بعض حاجه حلوه، بس هم دايما بيفكروا في البطل. البطل عنده دلوقتي مشاكل اصابات، والاصابات بتاعت ناس تقيله. بتتكلم على احمد فتحي، معلول اجاييه، اما كمان ازارو يرجع بحالته، وليد سليمان بقى ياخد الراحه بتاعته ويرجع، تدعيماتك الجديده، لعيبتك الاساسيين موجودين، انت بتتكلم في فريق ما شاء الله ما فيهوش مشكله، ما فيهوش غلطه. عندك سعد سمير وعندك كله بدون ذكر اسامي كتير قوي. باسم ما شاء الله رجع من باسم رجع احلى رجع. حاجه الفتره اللي فاتت كمان رجوع باسم ده كمان تعمله تمثال. ما ينفعش نعمل حاجه في عضلاته يا كابتن. والله قافشين بقى في عضلات دلوقتي ويا سليمان كده. انت عارف كمان احنا اتكلمنا على كريم ازاي، ده باسم ده كمان اتكلم عليه. انا بخاف اتكلم عليه والله. لا بتتكلم عليه، سيبك من اللاعب، تتكلم عليه كصبر لاعب. طيب. بعد كم الاصابات دي والبعد، الناس مع احترام الكامل ليه، بعض هو الناس لسه ايوبين في الفرقه. هو ورامي، لكن الراجل رجع والشكل كويس قوي الحمد لله ما شاء الله عليه. هو دايما يا ميدو لما بتيجي تقيس لعيب بتقيس الشخص اساسا، نوعيه الشخص. باسم لما جه النادي الاهلي نوعيه شخص هايل، راجل عارف محترم مؤدب صبور في حاله، مقتنع بكل حاجه بتحصل له، ودي اهم حاجه تقتنع اللي بيحصل لك. انا معلش وخدت وقت، لكن الحمد لله بدا يظهر وظهوره كويس ومؤشر حلو. لما رجع لك كمان باسم وان شاء الله تبعد عنه الاصابات، طب ادي باسم كمان، لا الامور هتختلف يعني. ان شاء الله بدايه السنه الجديده يعني انا متاكد وعلى يقين من الكلام ده، شكله مختلف خالص للعيبه النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. ما انا بقول لك فرصه وهي عضلاته سليمه كده، ما فيش اي حاجه لزق بتاع تقفش فيها، نقفش نمسك عضلته اصلا قد كده. نقول له ان شاء الله بقى. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. والله العظيم بيصعبوا عليا. والله ان شاء الله صعب عليا نفسهم يرجعوا. طبعا. ومش عارفين اسوء حاجه في حياه لعيب الكوره الاصابه. طبعا طبعا طبعا. انا لما رحت الاهلي قلت الحمد لله يا رب. لما جالي قطع في رباط داخلي انا في الملعب، انا رجلي الركبه بتعمل كده مني، انا مش عايز ادخل في الجو ده انت عارف. لا لا مفيش حاجه، ركبتي سليمه والله العظيم، لغايه لما بمشي رحت واقع. طبعا صعب القطع. فلاعبنا الاهلي، وبتكلم الكلام ده للجماهير، لاعبنا الاهلي نفسه يرجع ونفسه يشارك ونفسه يبقى في الجو ونفسه يبقى في الماتشات، لكن غصب عنهم والاصابه زي ما قلت لك اصعب حاجه في حياه لاعب في النادي الاهلي بيوصلك لمرحله الجنان. بالظبط والله العظيم بالظبط. يعني اما انا بفكر كده يعني انا متخلف كرويا. انا متخلف كرويا، انا لعبت على غضروف ممزوق سنه ونص. ايه الغباوه اللي انا كنت فيها دي بجد والله يا غباوه. بس ما تعرفش في سبحان الله مش عارف اطلع من الملعب. لا في حاجه بالزبط. مش ممكن، مش عايز اطلع من الملعب، مش عايز اسيب، مش عايز طالما بجري كويس عايز العب ماشي اديني اي حاجه. يعني وصلت لمرحله مع الدكاتره بصوا اديله اي حاجه عشان العب، وحياته وخناقات ويا ابني
عايز العب، عايز موجود في الفريق، عايز اروح النادي كده. هي دي سبحان الله في حاجه غريبه في النادي ده فعلا، تخلف عقلي في الاهلي والله. لا النادي الاهلي يعني مصاب، لا يا جماعه انا متخلف عقلي، هلعب انا هلعب يا جماعه طالما رجلي شايلاني. سبحان الله النادي الاهلي هو حاجه مختلفه في كل حاجه بجد والله العظيم. ده عشان كده دايما بقول لك المحظوظ المحظوظ والله العظيم اللي حتى متواجد في النادي الاهلي ده، مش لازم سنين كتيره متواجد، بس اسمه يتواجد كده في النادي الاهلي هتفضل معاه الى ما لا نهايه. فتخيل بقى اللي متربي في النادي ده يعني بيبقى عامل ازاي. دي حقيقة. عشان كده لما ما بلومش على اي حد يبقى مهووس بالنادي الاهلي كده. دي حقيقه. اه والله انت جميل يا كابتن. الله يخليك يا كبير، ربنا يخليك. رايحين اثيوبيا الاجواء صعبه جدا، عارف حضرتك بقى الاكسجين فعلا البحر فعلا فعلا. حضرتك لعبت في اثيوبيا اكيد فعلا مش ما بنعرفش نتنفس. انا عارف عشان كده ميدو كنت متضايق جدا على كم الفرص ضاع مننا. فرص يعني انت تخرج على الاقل 5-0 5 والله على الاقل وخلاص روحنا. عشان كده محمد يوسف طالع كانه بيتكلم في المؤتمر الصحفي كانه خسران الماتش، لان هو عارف عارف الاجواء عامله ازاي هناك. الاجواء عامله ازاي ان شاء الله الاجواء دي مش هتاثر في اللعيبه، لكن انت في ايدك حاجه مضمونه. ليه ما كسبش 5؟ عجبني قوي الزمالك تاني يوم لما كسب 7 حلو وجميل بجد، لازم نتكلم ليه يعني 7 حلوين قوي هايل، لكن انت كان عندك سوء حظ. سوء حظ ماشي مقبول، فرص كتير قوي يعني الفريق مش قوي، بس انت يعني كنت لازم تخلص من هنا. عشان كده محمد يوسف كان متضايق، او كل الناس اللي كان شافت الماتش وعايز اخلص من هنا، عشان انت عارف رايح هناك الاجواء اللي بتتكلم عليها دي اجواء صعبه. لكن طبعا اللعيبه ان شاء الله مفيش مشكله فيها، لكن طب انا ليه اروح اقول اجواء صعبه؟ فاهم انت كنا خلصنا وقلقان. بالظبط دايما لما يكون عندك فرصه كلنا كنا زعلانين. بالظبط مش عايزين مش عايزين ندي اي فرصه للمفاجآت خالص. ما انا بقول لك لما يكون عندك فرصه تانية هنا انهي. هو ده الكلام اللي اتقال. تفتكر الفرص الضايعه، مع انه السؤال يعني فات الوقت عليه، لكن كان من ايه؟ استعجال، عدم ثقه. عدم ثقه. اه طبعا هي دايما كده، عدم ثقه واستعجال دايما. يعني حمودي جات له واحده، لو جات له ثلاث اربع مرات هيحطها دايما كده. حتى وليد جات له واحده بس، انا وانا بعذر وليد كان لسه نازل ولسه ووليد اسامه السليم. وليد اسامه تعبان جدا، مجهد جدا، مجهد طبعا جدا. الكبار يا كابتن علاء بيركزوا في الخساره والمكسب اكتر من اللعيبه العاديين. بالظبط. فاكيد كان عليه ضغط نفسي كبير جدا، ضغط عصبي كبير جدا. اخر مره كنت في النادي، كنت حتى قبل المباراه دي كنت واقف مع وليد وعاشور والناس الكبار، فعلا مضغوطين مش عاجبهم، عايزين يطلعوا من الـ من الـ من الظروف اللي هم فيها دي. عشان كده دايما اللعيب الكبير عليه ضغط في النادي الاهلي اكيد طبعا. الوقت جري معاك، مش عارف بتعمل ايه في الجو في الوقت بتاع الحلقه. ولا حاجه، نسلم ونمشي. بجد؟ اه والله. لو عايز نقعد كمان لا كده كويس الحمد لله، لغايه لما يجوا يقولوا لنا يلا. لا تلاقي الجو طفى علينا النور، الحاجه دي مصيبه. هنكمل الاربع اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله يا بيض ربنا يكون عندنا مواضيع كتير ونبارك لنا يا رب. اكيد ان شاء الله نبارك للنادي الاهلي في اثيوبيا وفي رحلته الصعبه دي. ان شاء الله ان شاء الله. لا لا الاهلي صعبه بس الاهلي يقدر. طبعا اداء ودود الناس، وان شاء الله يعملوا مباراه كويسه ويرجعوا فوز ان شاء الله كمان. والله العظيم يا كابتن علاء بقى مبسوط جدا. ربنا يخليك والله. مع انت ما ردتش عليا امبارح في التليفون والله. بعدين شفنا على الهواء. بجد احنا لسه. شكرا جدا يا نجم. الله يخليك يا بشكرك يا بيض. اشوفك على خير. الله يخليك. الله يخليك. دي كانت نهاية فقرتنا مع النجم الكبير الأهلاوي الكابتن علاء ميهوب. فاصل ونواصل مع الأهلي الليلة. شكرا جدا لحضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد في الاهلي الليله. لسه مكملين معاكم باقي الفقرات، الفقره الحواريه الثانيه وملف مهم جدا جدا خاص بكره السله مع واحد من الشخصيات المحترمه جدا اللي هيكون موجود معانا علشان نتكلم في ملف الكره السله بشكل عام. بيشرفني وبينورني دكتور مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد كره السله المصري. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. اخبار حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله. بتشرف ان انا موجود مع حضرتك. ربنا يخليك شرف ليا. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك. طبعا احنا عارفين ان ملف الكره السله طبعا ملف كبير وملف فيه يعني ملفات عديده هنتكلم فيها، لكن في البدايه عايز اعرف راي حضرتك في دوري المرتبط وراي حضرتك فيه واحنا خلاص قربنا على النهايه، فراي حضرتك بشكل عام ايه؟
بالنسبه للمستوى الحقيقه يعني مستوى عالي جدا الحمد لله. يمكن ظهر في السيمي فاينل في ماتشات سيمي فاينل كلها خلصت بعد اكسترا تايم وصراع جامد جدا بين الانديه، وصل في الاخر بوصول النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري للنهائي، والجزيره سبورتنج لعبها الثالث والرابع. فطبعا كان ماتشات قويه جدا جدا، افرزت عن يعني لاعبين جداد، افرزت عن المرتبط اللي الناس ما شفتوش برضه، الولاد الصغيرين الحقيقه اللي احنا بنجهزهم لافريقيا 2019، يعني مجموعه مميزه جدا الحمد لله. يعني عايز اسال حضرتك، هل يعني شايف نفس الوجوه هي هي في المنافسه، ولا ممكن تكون حضرتك اخذت بالك ان في فرق جديده وجوه جديده ممكن تكون ادت بشكل كويس وممكن يكون ليها المواسم اللي جايه يعني تقدم مستويات جيده وتنافس بقوه على اللقب؟ لا الوجوه مش هي هي طبعا، يعني يمكن اتحاد اسكندريه كان يعني من اكثر الفرق اللي خدت بطولات على مستوى مصر في على تاريخ الباسكتبول، لكن باعت شويه السنين اللي فاتت، السنه دي رجع ينافس تاني، واول بطوله خدها كانت البطوله العربيه اللي احنا برضه بنهنيه بيها، واول بطوله محليه بيلعب نهائي مع النادي الاهلي في عوده كبيره لنادي الاتحاد ولسله نادي الاتحاد. السبورتنج كان بطل معظم البطولات في يمكن الخمس سنين اللي فاتوا، بيلعب السنه دي على ثالث ورابع في اول بطوله محليه. الجزيره رجع تاني، رجع بقوه جدا، كان ما بيلعبش نهائي لكن فرقه مبشره جدا جدا بالخير. يجي سموحه، يجي الجيش، يجي عده انديه كمان بتنافس يعني ما وصلوش للمربع. الزمالك طبعا تاريخ كبير وكان برضه قاب قوسين او ادنى ان هو يخش المربع. الحقيقه يعني مجموعه من الفرق بتتنافس وكل سنه تختلف عن تاني، ودي يمكن ميزه الباسكت بول والشعبيه بتاعت الباسكت بول بتيجي من هنا. طيب اللاعب الاجنبي، هل حضرتك شايف ان هو ساهم من رفع مستوى الفرق المصريه، او ان هو يعني قرار وجود اجنبي ده شايف حضرتك ان هو قرار ايجابي؟ قرار ايجابي جدا طبعا، انت اصلا بتفتح على دول كتيرة. اللاعب الاجنبي من اهم مميزاته ان هو بيبقى لاعب ملتزم. يعني ايه ملتزم؟ هو جاي محترف فبيطبق الاحتراف بحذافيره، بيتعلم منه اللاعب المصري الاحتراف قبل اللعب، بالاضافه ان هو طبعا قوه في الفريق، بتلعب طبعا بيتمرن معاك وبتلعب عليه على الفرق المنافسه. فطبعا لا مفيد جدا جدا طبعا، واحنا بدانا بواحد الاول كتجربه ثانيه هندرسه في نهايه الموسم، هل يستمر واحد، هل هيبقى اكتر من واحد، واخد بالك؟ لكن انا من رايي الشخصي ان اللاعب الاجنبي مفيد جدا للرياضه عامه. يعني هل حضرتك شايف ان 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 فعلا ممكن يتم الدراسه، ولو يعني حصل مناقشات وافادت التقارير ان اللاعب الاجنبي مفيد ممكن نفتح عدد الاجانب، وفي نفس الوقت لو حضرتك زودنا عدد الاجانب، طب هل ده ممكن يضر بمصلحه المنتخب الوطني؟ زي ما احنا عارفين ان اللاعب الاجنبي بيشغل مكان لاعب مصري وبيكون لاعب مهم، مفيش نادي بيتعاقد مع لاعب اجنبي وما يكونش ليه دور مهم ومؤثر. لو جينا حته ان هو بياخد مساحه من اللاعب المصري اقول لك 100%، مفيش حاجه 100% ايجابيه و100% او 100% سلبيه، لكن احنا لما نيجي نقيس بنقيس ايه الايجابيات بتاعته وايه السلبيات بتاعته. ده الدراسه اللي احنا بنعملها، هل ايه المده اللي بياخدها؟ ايه الاحتكاك اللي بيحصل؟ ايه رفع المستوى اللي بيحصل؟ انت خلي بالك انك انت بتاخد 12 لاعب من يعني عندك سي 16 فرقه دوري ممتاز في 15 لعيب بعدد لاعبين كبير، انت بتاخد منهم 12، هل ال 12 دول اتمرنوا صح على اللعيبه الاجانب واللعيبه الاجانب فادتهم مستوى ولا ما فادتهمش مستوى؟ يعني لازم كل ده يتحط في الحسبان، مش عمليه ان هو بياخد بس حيز من او وقت من اللاعب المصري، لا اللاعب المصري بيفرض نفسه، ان كان لاعب اجنبي في الملعب فهو بيمثل 20%، عندك 4 لاعبين في الملعب غير اللي بره، واخد بالك؟ فبالتالي انا رايي الشخصي ان هو الفايده اكبر من الضرر. يعني حضرتك شايف ان هي ليها فوائد ايجابيه وليها يعني تجربه مثمره وادت يعني ظهور البعض الفرق بشكل كويس الموسم الحالي. طبيعي، ولما نيجي ندرس الدول الاوروبيه كلها، لا طبعا الاوروبا اللي هي فيها الباسكت طبعا يعني اعلى كلها فيها اجانب. يعني اسبانيا اللي هو يعني يمكن اقوى دوري في اوروبا، في من 5 ل 7 محترفين اعتقد في الفرق، يعني مش مقيدين يعني،
فاعتقد ان لاعب او اثنين لا مش مؤثرين تماما، بالعكس يبقى الفائده اكبر. بس هل واحد او اثنين دي دراسه اللي ندرسها بعد نهايه الموسم بعد التجربه بتاعه السنه دي؟ انا عايز اسالك سؤال بقى شخصي، ده انا فعلا عندي فضول ان انا اعرف. لما نيجي نتكلم بنتكلم بنقارن نفسنا باوروبا او بنتكلم على الدوري في اوروبا، طيب ليه الام بي اي دايما خارج التصنيف حتى باوروبا؟ يعني فعلا انا فضول عايز اعرفه ازاي هم متفوقين بالشكل الفظيع ده، وفي نفس الوقت حتى اوروبا يعني ما بنقارنهمش بالان بي اي، احنا واوروبا مع بعض، لكن الان بي اي على طول خارج المنافسه لوحده. هو الان بي اي خارج الباسكت بول او الاتحاد الدولي للباسكت بول، ده اتحاد لوحده خالص طبعا، وملوش دعوه بالاتحاد الدولي لكره السله خالص نهائي. ده منظومه لوحدها، منظومه غريبه جدا، بيشتغلوها باحترافيه غير عاديه. مش ممكن يا دكتور، يعني مش ممكن. لو حضرت ماتش هناك يعني عارف ايه، حاجه تجنن يعني. مش عمليه انك تاخد تتفرج على ماتش طبعا، ده انت بتقضي يوم مع الاسره في كل حاجه بتقدر ممكن تتخيلها يعني. فبيبقى ليها في امريكا موضوع تاني طبعا. باسكت بول في امريكا وضع، والان بي اي بقى نفسه بالمنظومه بتاعته اللي هو عاملها وضع تاني خالص، واستثمارهم غير عادي يعني. اعلى لاعبين، اعلى طبعا داخل اللاعبين في العالم طبعا، في كل الالعاب. ما انا بالظبط، كره القدم، كره القدم طبعا. يعني ما نيجي نقصها موضوع تاني خالص. يمكن دلوقتي الاتحاد الدولي بدا، كان يمكن في بعض الحاجات اللي هي القانون، يعني القانون بتاع الباسكت بول يختلف ان بي اي عن طبعًا. الاتحاد الدولي اصبح الاتحاد الدولي بي بي بيعدل في القانون بتاعه بما يتماشى مع الان بي اي، عشان اللاعب ده لما يلعب هناك ما يختلفش القانون ده عن ده، وهكذا، ويحصل فيه تفاعل ما بين الاتحاد الدولي والان بي اي. يعني هل حضرتك شايف ان الاتحاد الدولي لما يكون شايف حاجه يعني انجح من القوانين او اللعبه اللي هو ماشي في تنظيمها، هل حضرتك شايف ان هو مفيش اي مشكله ان هو ياخد من حد تاني يكون انجح او ناجح، بحيث ان هو يتماشى الامور مع بعض ما يبقاش فيه اختلاف فيضر مصلحه كره السله؟ الاتحاد الدولي بيعمل شعبيه الباسكت بول طبعا. شعبيه الباسكت بول لو احنا بعدنا عن ام بي اي بتقل. طب ما ندخل ام بي اي ويبقى نفس القانون. يعني سي كان في خطوه كده زياده في الام بي اي، لاعب الام بي اي ما كان بيجي يلعب مع المنتخب بتاعه مثلا سي مصر، اسبانيا، المانيا، واخد بالك؟ الخطوه دي بتفرق جدا في مهاراته وفي حاجته. لما تيجي تعدلها له، فما يجي يلعب بيلعب بنفس المستوى، والدنيا بتعلى شويه مع الاتحاد الدولي. طيب نرجع تاني لمصر وللمنتخب وملف كاس العالم واخفاق منتخب مصر للتاهل لكاس العالم بعد الخساره من الكاميرون. شايف حضرتك خروجنا ازاي ممكن ان شاء الله نستعد لكاس العالم المقبل اللي هو ما حصلناش نصيب واحنا وصلنا له، وعايز اعرف تقييم حضرتك للتجربه. هي طبعا تجربه مؤلمه في الاخر ان احنا ما وصلناش، لكن لما نيجي نقيمها تقييم علمي، احنا مش ماتش الكاميرون اللي ما وصلناش. تمام، احنا ما وصلناش، احنا كان عندنا تنظيم احد الويندوز يعني اللي موجوده كانت في مصر في شهر 7، في اول شهر 7 اللي فات. احنا خسرنا فيها ماتشين، خسرنا انجولا وخسرنا الكونغو وكسبنا المغرب. كان المفروض نكسب الماتشين دول، لو كنا كسبناهم على ارضنا كنا ما كناش احتاجنا الماتش المغرب اللي احنا اخفقنا فيه يعني. ده كان سبب خساره، كان سببها ابعاد كتيره، منها عدم الاعداد الجيد للدوره دي، ودي خارج نطاق الاتحاد، كان غصب عني ومش هخش في تفاصيلها، لان احنا كنا عاملين اعداد معين، حصل ضرب معين، واخد بال حضرتك، الاعداد ما تمش، كان في معسكر خارجي وما تمش لاسباب يعني غير معلنه، انا مش هقدر برضه اتكلم فيها يعني. تمام، فما طلعوش لاولاد المعسكر ده، هو المعسكر ده بتاع الاعداد يرجع منه على البطوله. فده عمل لهم دروب جامد جدا، ده كان سبب خساره الكونغو وانجولا في مصر. الماتشين دول لو كنا كسبناهم كنا عدينا من غير الماتشين اللي هناك. الحاجه الثانيه لما وصلنا بعديها طلعنا تونس، كسبنا الكاميرون وكسبنا تشاد وخسرنا من تونس في تونس. اصبح الويندو الاخير ان احنا مطلوب نكسب ماتشين فيهم الكاميرون عشان نضمن الوصول. تمام، كسبنا الماتشين الاولين تشاد وتونس، تونس بطله، تونس ما خسرتش من 2016، تونس احنا ما كسبناهاش من 2013 في كوت ديفوار اخر بطوله كسبناها فيها، وقدرنا ان احنا نكسبها وبعد اكسترا تايم وكده، والولاد كان ماتش جامد جدا. كان فاضل الكاميرون ان 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 احنا نكسبها او نخسر منها، لو كسبناها كنا ضمننا التاهل، او نكسب منها اقل من 3 بونت ونستنى الويندو الاخير للمجموعه الثانيه.
الحقيقه كان في بدلك كبير جدا للاولاد، هم الاولاد دول اللي لعبوا تشاد وهم دول اللي لعبوا مظبوط تونس. جه الماتش الثالث الاولاد كان في عدم توفيق غير عادي واخد بالك ليهم، وفي توفيق عالي جدا للكاميرون لدرجه ناس يعني اللي بتتصيد بقى و20 بونت 20 بونت في الباسكت ده يعني يحصل في اي ماتش عادي يعني مفيش في مشكله، وده ما بيحصلش الا يعني ما بيبقى فيه يعني بدلك في يوم زي ده. الاولاد انا عايز بس اشيد بيهم الحقيقه لان مجموعه ملتزمه جدا، ويعني مش عايز اقول لك يعني انا بحييهم وبقول لهم انتوا امل مصر لسه اقل متوسط سن برضه عشان الناس تبقى عارفه. عندنا في مصر اول مره يبقى عندنا الاطوال الموجوده دي في منتخب مصر، الحمد لله عندنا اطوال، عندنا الحمد لله كل المقومات ان احنا يعني الفتره الجايه ان شاء الله تبقى كويسه جدا. عايز اشكر الجهاز الفني على الفتره اللي قضاها وقال ان او اداها وعمل نتائج يعني مقبوله برضه، مش عشان ما نظلموش يعني في حاجه زي كده. انت عارف ماتش ما بيتحط انك تكسب او تخسر او تخسره او تكسبه ده برضه يعني في يعني جود لك او باد لك، فيعني تحيه للجهاز الفني وللاعبين. وانا قعدت مع اللاعبين يمكن يوم الماتش بالليل بعد الماتش، انا كنت معاهم هناك في انجولا، وقلت لهم الامل فيكم انتوا يعني الفتره اللي جايه يعني انتوا شفتوا المستويات قد ايه وشفتوا ان كنتوا تقدروا تكسبوا اي حد، وانتوا بالنسبه لافريقيا دلوقتي المفروض تبقى نمره واحد. وده مش كلامي الحقيقه، ده كلام كل المهتمين بكره السله في افريقيا والعالم، كل الناس شايفه ان مصر جايه قوي قدام ان شاء الله. حصل لحضرتك السؤال بشكل مختلف، ازاي هيبدا الاعداد او ازاي حضرتك شايف كرئيس اتحاد كره السله ان احنا ممكن نطور ونبص للمستقبل ومنتخب مصر يرجع تاني في مكانته الطبيعيه، يبقى موجود في كاس العالم ويعني ما يبقاش فيه عقبات قدامه، ويبقى هو المنتخب اللي كل الفرق عامله له 1000 مليون حساب. فعايز اعرف من حضرتك ايه الخطه المستقبليه اللي حضرتك باصص ليها او ان شاء الله تحت الدراسه ان هي يتم تفعيلها في كره السله علشان بطولات زي كاس العالم وغيره نكون موجودين وبشكل قوي. اولا هو يعني اتجاه الاتحاد السله استخدام خبير اجنبي. ده خلاص رسميا ولا تحت الدراسه يا دكتور؟ لا لسه بندرس لسه تمام. ولسه تمام ممتاز ممتاز لسه بنفكر في نجيب حد. والحقيقه برضه الشكر للاستاذ دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي هو طبعا يعني قعد معانا وقال ان هو هيساهم في مرتب المدرب بشرط ان احنا نجيب خبير يعني يخطط للباسكتبول التخطيط هيبقى حضرتك لكل اللعبه لكل اللعبه منها مسابقاتنا حتى تبقى عامله ازاي، نطلع منها ايه، توقيتاتنا ايه، نوصل ايه، عشان ده يبقى تخطيط يعني علمي كامل متكامل، مش عمليه مسابقه في حته والمنتخب في حته وندور النهارده بكره عندنا ايه. لا احنا عايزين نعمل على اللونج ران الخطه المستقبليه بتاعتنا ان احنا نبقى عارفين احنا رايحين فين. انا بصراحه بحيي حضرتك على النقطه دي علشان مش عيب ان احنا نستقدم او نجيب خبير يكون عنده خبره اكتر مننا ويعني نكون مواكبين للاحداث العالميه ويحط لنا خريطه نمشي عليها، واكيد ده هيفيد في الاخر كره السله في مصر بشكل عام ان شاء الله باذن الله. واعتقد ان يعني احنا بعتنا نشوف بعض السيفيهات اللي هندرسها واني مدرسه اللي هتفيد في مصر. يمكن احنا كان تجربه اسبانيه قبل كده بس فشلت معانا الحقيقه، كان مع منتخب الشباب ما وصلناش، كان هدفنا نوصل الثمانيه ونخش مربع وكده ما وصلناش الحقيقه الثمانيه، لكن اللي بنشوف برضه المدارس ايه اللي هنستعين بيها ان شاء الله باذن الله. طيب اروح مع حضرتك لكابتن عمرو ابو الخير المدير الفني، خلاص يعني استقال وحضرتك قابلته الاستقاله، ودلوقتي التفكير اللي جاي هيبقى عامل ازاي او الاتجاه ازاي الخاص بمنتخب مصر مكان كابتن عمرو ابو الخير هيكون عامل ازاي الفتره اللي جايه؟ هو يمكن ما عندناش التزام خلال الفتره القريبه دي او التزام هيبقى في ان شاء الله في الصيف القادم، فاحنا دي مخليانا ان احنا ناخد نفسنا شويه في الفتره اللي جايه ان احنا ندرس نجيب حد صح قوي يعني يخلف كابتن عمرو ابو الخير.
ويبدأ معنا التخطيط من بدري شوية عشان ما نجيش قبلها على طول يبقى ان احنا بنحط مدرب قدام امر واقع ما عارفش احنا رايحين فين. لا احنا ان شاء الله في خلال فترة قصيرة هيكون كل المواضيع دي معلنة ان شاء الله بإذن الله لما ننتهي الملف ده. طيب انا عايز اروح مع حضرتك في خطة التطوير وازاي مصر بشكل عام في كل الرياضات مش بس كرة السلة، لكن سيادة الرئيس كان اتكلم على مادة التربية الرياضية وان هي يتم اضافتها يعني بشكل اجباري على المدارس ويكون مجموعها من ضمن المجموع اللي بتحسب بشكل عام في نهاية العام. هل حضرتك شايف ان فعلا لو القرار ده اتطبق رسمي وان كل المدارس بقى تهتم بمادة التربية الرياضية في كل الالعاب كرة السلة كرة القدم كرة اليد، هل حضرتك ده ممكن يساعد كل الاتحادات على تطوير المنظومة وتطوير اللعبة بشكل عام؟ هو انت جيت في حتة يعني منتهى الأهمية الحقيقة وده المفروض يكون حديث الساعة للرياضة المصرية. لما غايس يعلن ان التربية البدنية مادة أساسية وتضاف للمجموعة في المدارس والجامعات ده اكيد مش من فراغ. يعني اولا كل الشكر والتقدير لفخامة الرئيس على دي بالذات لان دي احنا كتربية رياضية بنستناها من زمان. ليه؟ الرياضة اسلوب حياة. صح. لو انت بدأت علمت العيل الصغير الرياضة مش كرة قدم وسلة، الرياضة موضوع تاني خالص. لا طبعا. لما بتدخل كل الشعب من اول المدرسة للجامعة لكده في الرياضة فانت متخيل ان كل ده بيمارس رياضة، متخيل ان كل الناس بتشوف الكم الرهيب من الطلبة دي كلها بتمارس رياضة. انت عشان تنتقي منين؟ مش واحد طويل من الفصل يجي تلاقيه طويل تقول له تعالى اتسلى، انت هتنتقيه من خلال ممارسته للرياضة. الناس خدت بقى الابعاد دي ويمكن يعني كان كلامي برضو مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على ازاي نشتغل على الملف ده لان ملف هام جدا. اللجنه الاولمبيه الحقيقه في الجمعيه العموميه من يومين يوم الاثنين اول امبارح كنا في الجمعيه العموميه في اللجنه الاولمبيه واتكلمنا برضه دي وعاملين مؤتمر ومدعو فيه وزير الشباب والرياضه والتربيه والتعليم والتعليم العالي كجهات مسؤوله ورقابه المهن الرياضيه ازاي نفعل الموضوع ده عشان يجيب اثاره. يعني انت محتاج انك انت تشتغله صح قوي. البعض بقى ساب كل ده وقال لك ايه، هي المدارس هي الطلبه بتروح مدارس هي الطلبه في ملاعب في المدارس. لا في ملاعب في طبعا. المدارس في مدارس ما فيهاش ملاعب هتبقى بينها وبين الشباب والرياضه في مركز الشباب والانديه المجاوره ليها، لكن احنا لو حطينا ايدنا على خدنا وفضلنا نستنى طب هنبني الفصول الاول ولا هنلعب رياضه الاول ولا واخد بالك يبقى البيضه ولا الفرخه. لكن ده قرار احنا كاساتذه الجامعه وكتربيه رياضيه لازم نستغله اعلى طبعا احسن استغلال ممكن من الاستغلال طبعا. ولازم يفعل بافضل شكل ممكن في المرحله اللي جايه ويتم تطويره. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا ست ايام اللي هو بيقول للشيء كن فيكون. ده رساله لينا ان احنا نتعلم لما نيجي نعمل حاجه يبقى لازم نبدا نعدل فيها لحد ما نوصل لشبه الكمال لان الكمال لله وحده. كمان يا دكتور عايز اقعد على كلام حضرتك ان الرياضه مش بس يعني هتفيد المنتخبات او هتفيد الرياضه المصريه بشكل عام، رياضة مفيدة للصحة بشكل خاص لو هنتكلم على كل شبابنا وعلى كل أولادنا. حضرتك عارف إن الأولاد الصغيرة دايما عندهم نشاط عندهم حيوية، الطاقة اللي عندهم العالية جدا دي لما تكون في حاجة زي رياضة أعتقد إن هي هتعدل حاجات كتيرة جدا في سلوكياتهم وأخلاقياتهم. ده أكيد. ده بص الرياضة هي بناء الإنسان، هي بتبني الشخصية كاملة متكاملة. الحاجة الوحيدة اللي بتبني الشخصية وانت لاعب طبعا جامد وفاهم يعني ايه الرياضة وبتبني شخصيتك عاملة ازاي. مظبوط يا فندم مظبوط. بتطلع عندك شخصية كاملة متكاملة. لما اجي ابداها من الولد الصغير واطلع بيها المراحل دي كلها هيطلع انسان سوي. صح. بالاضافة للجانب الصحي اللي حضرتك بتتكلم فيه، في معادلة عالمية تقول لك كل جنيه بتصرفه على الرياضة بيوفر لك 4 جنيه على الصحة. يعني انت استثمار للصحة واخد بالك، يعني هتخف امراض هتخف كذا هتخف سمنة وبدانة اللي الناس بتتريق عليهم وتتكلم وهم مش فاهمين حاجة اصلا واخد بال حضرتك، اللي هي اسباب المرض الناس بتقعد وتتكلم وفي الاخر ما بتعرفش اسباب المرض ايه. حضرتك يعني لو اتكلمنا على امريكا، بلد زي امريكا في الجامعات كتير جدا بيقدموا منح لاولاد في مختلف اللعبات مقابل انه هو يكون موجود في فريق الجامعه الخاص بكره القدم او بكره السله او بالطايره،
وفي المقابل ياخد الاربع سنين دراسه ببلاش. فدي رساله صغيره بتبين قد ايه فعلا ان الرياضه مهمه جدا، سواء في المرحله الخاصه بالمدارس، المرحله الخاصه بالجامعات. فانا باكد على كلام حضرتك ان فعلا الرياضه او ماده التربيه الرياضيه دي لما تكون موجوده اكبارا على كل المدارس وان هي تكون في المجموع، الوضع هيختلف تماما. واعتقد ان احنا هنشوف يعني مجتمع افضل، صحيا هنكون افضل، فيها حاجات كتير جدا. نفسي نوصل لحته الجامعات اللي حضرتك بتتكلم عليها، ان الطالب اللي بيضيع وقته بقى ومجهوده في ممارسه الرياضه اللي هي رياضه البطوله والمستويات العاليه وبيمثل مصر لازم يكون له مقابل. المقابل مش مادي بس، المقابل ان هو يخش جامعه زي ما حضرتك بتقول بدون مصاريف، المقابل ان هو يلعب للجامعه دي، المقابل ان هو ينتمي. ده كله بيعمل عمليه انتماء. طبعا عمليه الانتماء دي ومفيش حاجه في الدنيا تقدر تعمل انتماء قد الرياضه. صح. هات لي حاجه واحده صح تجمع شعب كله قاعد قدام التلفزيون غير الملعب بيقول مصر، هي الرياضه، ماتش كوره، ماتش باسكت، ماتش هاندبول، واخد بالك؟ محمد صلاح ظاهره، محمد صلاح دلوقتي بيلعب دلوقتي الشوارع بتبقى فاضيه. دي حقيقه، الشوارع بتبقى فاضيه، دي ظاهره لازم ندرسها ولازم نوصل الاسباب اللي يعني الناس ما بتعملش حاجه لما تبقى مبسوطه، يعني وانت بتتفرج عليه مبسوط. واحنا ما بنيجي نعمل رياضه عايزين نبسط الناس ونبسط الجمهور ونبسط كذا. يبقى لازم كل المواضيع دي يا جماعه بتدرس بكل الطرق اللي تجيب استثمار. يعني مش عمليه بس ان انا يعني الشعب لا، ده دي استثمار اسمه استثمار رياضي. لان محمد صلاح يمكن المشكله اللي كانت حصلت والحاجات دي كلها ده استثمار احنا لسه ما طبقناهوش. كل حاجه ازاي ابيعها، ازاي اشتريها، ازاي اعملها، ده استثمار رياضي. طب يا دكتور، ممكن زي ما في محمد صلاح في الكوره ممكن يكون عندنا محمد صلاح في الباسكت؟ عندنا كذا محمد صلاح طبعا، كان عندنا نجم من نجوم مدحت ورده طبعا لاعب القرن طبعا، عندنا دلوقتي عده لاعبين. يعني كابتن مدحت ورده والد عمرو ورده، عمرو ورده عشان نوضح بس للساده المشاهدين. يمكن كان في فيديو قريب كان نازل لعمرو ورده وهو بيلعب باسكت وكان عامل ضجه كبيره جدا طبعا في اليونان طبعا. فالمهم عندنا طبعا لعيبه كتير، عندنا يمكن عمر طارق وانس اسامه، دول اللي بتكلم على الاطوال بقى اللي عندنا اطوال بالشكل ده. عندنا عاصم مرعي محترف في تركيا، عندنا الجمال في النادي الاهلي، عندنا هيثم في نادي الاتحاد، عندنا يعني في كل نادي هتلاقي لاعب او اتنين سوبر ولسه صغيرين. ده اللي انا بتكلم عليه وده اللي مش قلقني من المستقبل، لان المستقبل جاي وعندنا قطاعات ناشئين وشباب طالعين جامدين جدا، وعندي مجموعه كبيره جدا في امريكا في الجامعات زي ما حضرتك ذكرت في الجامعات الامريكيه بتلعب. لا ده انا عندي درايه بيها وعارف ان في بعض المصريين ولاد وبنات بيكونوا موجودين في امريكا وبيلعبوا مع فرق الجامعات. ده بتسبب التخدين من هنا طبعا طبعا يعني طبعا من المنتخبات المصريه طبعا برضو طبعا عشان الناس تبقى عارفه. عندنا نادر بيلعب في الام بي اي دلوقتي، لاعب مصري بيلعب في الام بي اي بس ده مش طلعش من هنا برضه، هو مصري طلع بدري مع والده وبيلعب دلوقتي في الام بي اي ما شاء الله. ما شاء الله. يعني اللي بقول ان متوسط السن والاطوال والاجسام اللي هي موجوده دلوقتي في مصر اعتقد ان دي هتخلي مصر ان شاء الله في المقدمه، وان شاء الله باذن الله يعني في فتره قريبه جدا ان شاء الله هيبقى في طفره كبيره جدا في الباسكت. طبعا اللي بينجح اي رياضه هو العنصر البشري، عنصر الجمهور. فانا عايز اعرف من حضرتك الملف الخاص بالجمهور ايه اخر المستجدات؟ اخر المستجدات ان بدايه من الدوري السوبر ان شاء الله باذن الله في اول يناير ان شاء الله. كان تم يوم السبت اللي فات اجتماع مع مندوبي الانديه ومع الجهات الامنيه تمام عشان كيفيه دخول الجماهير. فبدانا ان شاء الله يعني خدنا في الاجتماع قرارات ان احنا ان شاء الله هيبقى 500 مشجع من النادي من اعضاء الجمعيه العموميه، ويبقى ليهم بطاقات ان كان بطاقه عضويه النادي او ايا كان، هنقول كيفيه الدخول ازاي. ده بالنسبه للنادي صاحب الارض، النادي الضيف هيبقى ليه 50 دعوه لاعضاء مجلس الاداره والاسر اللاعبين وكده، ويبقى ليهم مكان مخصص ممنوع الجماهير تقعد ورا ترابيزه الحكام او ورا الفريق الضيف. كل ده يعني برضه
خدناه في الاجتماع بس لسه ما جالناش يعني. كان موجود معنا طبعا يعني الجانب الامني موجود لكن لم يتم اعتماده الا بعد ان شاء الله ما سياده وزير الداخليه يعني يعتمد الكلام ده ان شاء الله باذن الله ويبعته لنا هنبدا فيه ان شاء الله من اول دوري السوبر ان شاء الله. طيب بعد تفعيل الجماهير ودخول اعضاء جامعه عموميه هل حضرتك شايف ان ممكن خطوات عوده الجمهور بشكل عام تفعل لو الخطه اللي حضرتك حاططها مع طبعا الجهات الامنيه مع المسؤولين مشيت بنجاح هل ممكن قريب نشوف الجمهور العادي موجود في ملاعب كره السله؟ اتمنى انا اول واحد موافق 100% لما اضمن سلامه اللاعبين والحكام وما يحصلش يعني اي مشاكل او ما فيش اي حاجه يعني تبوظ اللي احنا بنعمله كله انا اول واحد موافق لان انا بعشق الجمهور في المدرج. طبعا انت عارف حضرتك دايما بقول ايه اللاعب زي الممثل واحد بيمثل على مسرح من غير جمهور من غير جمهور صح عموما هيبدع لكن طول ما في صيحات الجمهور وفي الاغاني وفي اللاعب بيبدع بيطلع كل ما عنده وبالتالي مستواه بيعلى جدا يعني انا مش عايز اقول من اسباب الحاجات المؤثره جدا على الرياضه المصريه مش على الباسكت بول بس انت لما تقول من 2011 بتلعب من غير جمهور لحد دلوقتي 2011 ده اللي كان عنده 10 سنين بقى عنده داخل على 20 سنه دلوقتي او 19 سنه اللي كان عنده 15 سنه ما شافش جمهور في الملعب مش ما لعبش قدام جمهور ما شافوش فما يجي يلعب قدام جماهير مره واحده ودي بتقابلنا في الماتشات الدوليه في كل الرياضات مش بس في السله بتكلم على الرياضه كلها بتقابلنا في الماتشات الدوليه بتاثر سلبي جدا على اللاعب طبعا بيبقى مخضوض طبعا واخد بالك وقاعد ما شافش اصلا جمهور مش ما لعبش قدام جمهور فبالتالي مؤثر سلبي جدا نرجو ان شاء الله باذن الله الامور وانا شايف الامور الحمد لله يعني في طريقها لكل حاجه كويسه في مصر باذن الله يبقى الملف ده من اوائل الملفات اللي هتساعد جدا على ارتفاع مستوى الرياضه المصريه. طب هسال حضرتك سؤال ليه شقين، اول شق حضرتك شايف ان يعني في المرحله الاخيره ان بدات ماتشات او دوري السله يذاع بشكل عام على الفضائيات، هل حضرتك شويه عوض او حسس اللعيبه ان في حد مهتم وفي حد بيتفرج فبقى عندهم حماس وبقى عندهم اصرار عكس ما كان لا في جمهور ولا في ماتشات مذاعه غير الماتشات المهمه، هل ده فرق مع نفسيات اللعيبه؟ جدا، ما هو اللاعب برضه زي ما بنقول ان هو بيبدا عشان الجمهور طبعا هو عارف هو بيلعب متصور وهيتشاف ومصر كلها شايفاه فبالتالي بيبدع حتى لو من غير بيحاول يبدع حتى من غير جمهور. طبعا عندنا ملف البث يعني ده ملف لكل الاتحادات ما عدا كره القدم اللي واخده الحيز الكبير وانا مش ضدها بس زي ما في قدم في العاب ثانيه طبعا عشان انا عارف طبعا حضرتك يعني مهتم بقدم لا خالص بالعكس احنا مهتمين بكل الالعاب ونتمنى ان كل الالعاب ان شاء الله تكون في مسارها الملف ده يعني من ايام المهندس خالد عبد العزيز اتكلمنا فيه من ايام مع الدكتور اشرف صبحي اتكلمنا فيه مع اللجنه الاولمبيه اتكلمنا فيه وقلنا ان شاء الله يتعمل قناه لغير كره قدم خاصه بالباسكت واخد بال حضرتك والمهم يعني ايه يعني لما تيجي تقول ان انا بيلعب اهلي وزمالك لسه قريب اهلي وزمالك بيلعبوا مين هيوصل المربع تمام واخد بالك وانا برضو مع المسابقات في الاتحاد بنشوف اكبر نسبه من الفراغات اللي ما فيهاش قدم وبحط فيها الحاجات المهمه تمام ومفيش قدم يوميها والتلفزيون بيصور وال مش مذاع لايف مذاع اولمبياد 2008 ولا واخد بال حضرتك فانت متخيل اولمبياد 2008 بتذاع دلوقتي وفي ماتش اهلي وزمالك بيتلعب باسكت وما بيذاعش بيذاع الساعه طب ليه يا دكتور ما يكونش في تنسيق حضرتك رئيس اتحاد كره السله وحضرتك ليك كلمه وحضرتك تقدر ان انت حضرتك تتواصل مع الجهات المسؤوله في الدوله ان حضرتك المباريات المهمه على الاقل الماتشات المهمه تكون مذاعه على تلفزيون البلد علشان يتم متابعتها بشكل جيد فيعني مش عارف الموضوع ممكن يكون يعني التلفزيون بيصور ايه المشكله الماتش يتذاع؟ لا مش عارف دي اللي حزنتني يومين واخد بال حضرتك انا عملت ايه؟ انا قلبت بقى الموضوع ده ما عادش بعتمد عليه انا عملت قناه على اليوتيوب عندي على موقع الاتحاد بذيع كل الماتشات لايف على اليوتيوب وبعمل لها استوديو تحليلي وبعمل لها كل حاجه
جت احدى القنوات في السيمي فاينال الدوري المرتبط طلبت انها تذيع وعملت استوديو تحليلي عملت انتشار كبير جدا الحقيقه ونقلت الماتشات لايف الماتشات الاثنين والثلاث النهائيات ان شاء الله باذن الله ودي هتبقى في اسماعيليه برضه ان شاء الله هنقولها لايف واستوديو تحليلي وبس مش هقول طبعا قناه ايه ما ينفعش اقول قناه ايه هنا لكن يعني انا بسعى جدا لنشر اللعبه نشر اللعبه دي لازم الناس تشوفها صح فانا عملت قناه اليوتيوب مش عايز اقول لك مع اول بدايات ظهور القناه وصلنا لاكثر من 30,000 مشاهد في الماتش ودي حاجه برضه رقم لا طبعا كبير رقم جدا رقم في الاول جدا طبعا واخد بال حضرتك ولسه الناس ما كانتش تعرف القناه اللي جاي التلفزيون مش هذيع انا هذيع عندي على القناه والقناه دي برضه هتبقى داخل التلفزيون يعني انا عامل لها دراسه جوده كويسه جدا ان شاء الله تبقى داخل الاتحاد من خلال قناه اليوتيوب يا اما هبيع الحاجه لاحدى الشركات الراعيه. طيب الشق الثاني من السؤال ليه علاقه بالجمهور. هل حضرتك شايف ان بطوله امم افريقيا اللي جايه لكره القدم لو ان شاء الله مصر نظمتها وكان موجود او طبيعي يكون موجود جمهور، هل حضرتك شايف ان ممكن بعد اقامه البطوله ووجود جماهير وتنظيمها بشكل جيد وانا اعتقد ان مصر قادره على تنظيم الجيد، هل ممكن بقى ان ده يسهل الماموريه شويه على باقي الاتحادات في الالعاب المختلفه من ناحيه الجمهور وحضور الجمهور؟ هو يمكن الخوف من الجمهور مش جمهور مصر. يعني انت مصر بتلاعب اي فرقه على انا طبعا انا بتكلم على الجمهورين يمكن احنا برضه في اجتماع الامني ده اتكلمنا على جمهورين وعدد من ده وعدد من ده كان الاتفاق لا خلينا الاول في جمهور النادي الاول لوحده عشان ما يحصلش احتكاك ما بين الجمهور ده والجمهور ده في الفتره الاولانيه والصالات يعني مقفوله وصغيره ممكن يحصل مشكله فالجمهور انا ما اعتقدش ان في اي خوف من الجمهور المصري بدليل ان يعني السيد الاهلي بيلعب افريقيا جمهور الاهلي بيملى الزمالك بيلعب افريقيا جمهور الزمالك بيملى ده جمهور مصر بقى والناس مشتاقه جدا احنا عندنا يعني خبرات ايجابيه جدا من مباراة مصر في افريقيا 2006 خبرات عالية جدا منظر بديع كان سيمفونية بتتعزف في الاستاد يعني لحد دلوقتي المصورة بتيجي الواحد وقاعد بيبقى يعني مبسوط جدا فدي ان شاء الله باذن الله مصر تنظم البطولة الافريقية الجاية دي وجماهير مصر تظهر الحدث بقيمته ان شاء الله باذن الله وان شاء الله يكون ده برضه من يساعد على سرعه عوده الجماهير الطبيعيه بقى للملاعب كلها عشان الوقت اكيد بيجري بقى عايز اخد حضرتك لملف مهم جدا وهو ملف الازمات اللي موجوده في اتحاد كره السله من وجهه نظر حضرتك وشايف ان هو ازاي الازمات دي بتعيق المجلس او اتحاد كره السله من تحقيق الطموحات المطلوبه منه. هو احنا لو اتكلمنا عن الازمات هنتكلم عن الازمه الماليه. تمام يعني الحقيقه احنا يعني الوزاره بتساعد بجزء احنا بنعمل اشتراكات بجزء اعداد المنتخبات بياخد فلوس كتير جدا يعني انا عايز اقول لحضرتك ان احنا لو عملنا مقارنه ما بين مصاريف على المنتخبات قبل تعويم الدولار الجنيه وبعد تعويم الجنيه وتحرير صرف السعر يعني المقارنه اكتر من 50% لما اقول لحضرتك ان انا تذاكر الطيران بس لاي معسكر خارجي بتخش من 400 ل 500 الف جنيه غير ان انا كنت مثلا سي الاقامه بالدولار او باليورو فده اتضاعف مرتين ونص لما اجي اقول الاقامه في مصر الفنادق كلها اتضاعفت الملاعب كلها اتضاعفت الادوات كلها انا يعني عايز اقول لحضرتك الكوره دلوقتي ب 2000 وي كوره الباسكت بول ب 2000 جنيه وي الكوره الصح بتاعت المنتخبات سوري الكوتش بتاع اللاعب ب 4 وب 5000 جنيه واخد بال حضرتك طبعا فالادوات الملابس الملاعب الفنادق الطيران المعسكرات الخارجيه كل ده فلوس كتير جدا يعني وانا برضو مش هقدر اقول ان الدوله تشيل كل ده انا بسعى مع الدوله والدوله بتسعى معايا ان احنا نقدر نعمل احسن حاجه في الفتره دي ملف الاستثمار يمكن احنا هو ده شغلنا الشاغل الفتره اللي جايه دي او بدانا فيه فعلا من القناه اللي بقول لحضرتك عليها دي عشان نبدا نجيب اعلانات ونبدا الصالات ما تبقاش فاضيه في الاعلانات والتلفزيون نفسه يعني يبدا يتحرك ونبدا يبقى فيه اعلانات ونبدا فيه استثمار للمسابقات المحليه دي كلها هتبقى فيها عائد كبير جدا ان شاء الله نقدر نعوضه مع المنتخبات
مع اعلانات على الفانيلا بتاعت اللاعبين، مع اعلانات على فانيلا الحكم، مع 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 كل دي بنود حاطينها في الاستثمار بتاعنا ان شاء الله عشان نقدر يعني نفك الازمه الماليه اللي موجوده. طيب انا هاخد حضرتك في الازمه الماليه لكذا الشق. عايز ابدا مع حضرتك، هل يوجد اي مديونيات على اتحاد كره السله في الفتره الحاليه، وكم يبلغ يعني رقم المديونيه اللي موجوده؟ وعايز اعرف برضو من حضرتك، هل اتحاد كره السله بيعتمد فقط او هيفضل معتمد بشكل كبير على دعم وزاره الرياضه، ولا حضرتك الخطه اللي حضرتك حاططها من اعلانات وتطوير وبث فضائي ممكن يبدا ان هو يسد اي مديونيه موجوده، في نفس الوقت يطور من اللعبه ويكون سبب في بناء معسكرات جيده واعداد جيد للمنتخبات، كل الكلام ده كله راي حضرتك فيه ايه؟ انا رايي ان الدوله تساهم في اعداد المنتخبات، والاتحاد يساهم في مسابقاته والنشاط المحلي. لو الدوله شالت او الوزاره مثلا شالت المنتخبات بمعسكراتها ببطولاتها بكده، ده هيشيل حمل كبير جدا عليا. المسابقات المحليه والملاعب والادوات والمعسكرات الداخليه حتى للمنتخبات انا قادر ان انا اغطيها. لا انا الحمد لله برضه ما عنديش مديونيه، المديونيه يمكن لمصطران لاستاد القاهره للمنتخبات بس او كده، وده كان في قعده مع الوزير قبل كده وشال جزء كبير جدا منهم، واحنا بنسدد فيهم ما عنديش يعني مشكله فيهم جدا. عايز اقول ان انا ما عنديش المديونيه اللي تخض او مثلا ضرايبي بدفعها شهري، تمام، مفيش جنيه اخر لاي حاجه من جميع انواع الضرايب الموجوده بال 14% المضافه دي اللي احنا نتمنى ان اعاده النظر فيها بالنسبه للاتحادات الرياضيه، لان احنا مفيش قيمه مضافه عندنا، احنا ما بنبيعش حاجه صح. يعني في البيع والشراء، لكن في المرتبات في 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 الشغل بتاع الاتحادات ده موضوع تاني خالص. لازم اعفاءات عفوا لازم اعفاءات جمركيه للادوات والاجهزه اللي احنا بنجيبها دي، تبقى لازم دي موجوده. يعني طبيعي جدا انا بجيب كوره باسكت، بستورد كوره، بستورد لبس للمنتخبات، المفروض الحاجات دي كلها دي بتعفى من الضرايب، لان دي جايه لمصر، هي مش جايه ضد مصر. ولو موجود الخامه دي في مصر، لا مش موجوده. طب يبقى ده مش موجوده في مصر وانا اجيب زيها بره؟ لا، دي حاجات ماركات عالميه لازم العب بيها، ولازم العب بيها لان دي كره الاتحاد الدولي اللي موجود، فما اجي اشتريها ادفع عليها ضرائب او جمارك او كده، اعتقد ان دي طبعا لازم تتشاف. يعني طيب هل موجود في اتحاد كره السله يعني شخص مسؤول عن التسويق باللعبه، وان هو ازاي يسوق ليها بشكل كويس؟ ونتكلم على رعاه، بنتكلم على اعلانات على التيشيرتات الخاصه بالمنتخبات، ايضا بتكلم على بقى حضرتك ايه الاكويبمنتس او اللبس والكور. هل ما كانش في كلام او ما حدش يقدر ان هو يتوصل لاتفاق ان ده يكون راعي للمنتخب، بدل ما حضرتك تشتري تبقى في نفس الوقت هي موجوده بدون مقابل للمنتخب زي ما بنشوف في كره القدم على سبيل المثال؟ ولا مجال التسويق، عارف ان حضرتك طبعا سؤال يعني انا عايز اعرف حضرتك طبعا ونوضح للساده المشاهدين عشان نكون اتكلمنا في كل الملفات يعني بدون اي مشاكل. هو كرة القدم الناس بتروح لها، تروح لحد الاتحاد وتدفع لوحدها، تمام، واخد بالك؟ طبعا. احنا بقى بنروح للناس، الناس ايه ما بتدفعش. لا، في عندنا طبعا الاستاذ محمد فتحي رئيس لجنه التسويق، تمام، ويمكن لما حصل ان احنا يعني بدانا بقى ملف البث زي ما بقول لك مع ملف التسويق، عملنا لجنه فيها المهندس محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس الاداره، في المهندس حسين البشبيشي ده برضه من اللي عنده افكار كبيره جدا في موضوع البث، وجاب شركات وساهم كبير جدا، الاستاذ عمرو مصلحي برضه في لجنه الاستثمار او التسويق بتاعت الاتحاد. يعني اعتقد ان اللجنه دي بما فيها من رجال اعمال، يعني كلهم رجال اعمال الحقيقه، يعني وده ملف يمكن الناس بتفتكر ان رجال اعمال يعني هتدفع فلوس، لا، رجال اعمال بيبقى ليها فكر استثماري كويس جدا، فبالتالي ان شاء الله باذن الله انا حاسس ان اللجنه دي مع تشكيلها ده باذن الله هتعمل طفره كبيره جدا للاتحاد
في النواحي المالية. ما أنا كنت عايز أخد حضرتك لجزئية رجال الأعمال. دايما الناس بتتكلم وبتقول مش بس في كرة السلة، إن رجل أعمال موجود في الاتحاد فهو شخص موجود وبيساهم بفلوس أو يعني يكون في بعض الموارد اللي بيقدمها، لكن المفهوم أعتقد أنه خاطئ. رجل أعمال موجود في الاتحاد أو موجود في مجلس إدارة علشان خبرات، علشان خاطر ممكن علاقات بيساعد بها الاتحاد في تطوير المنتج الخاص بيه. مظبوط كده يا فندم؟ آه مظبوط طبعا. يعني ما فيش حد بيدفع، ما شفتهاش في أي حتة بما فيها، مش عايز أقول أسماء عشان ما، لكن هات اي رئيس نادي مسك، هات اي رئيس اتحاد مسك، هات اي عضو مجلس اداره مسك، ما بيدفعش من جيبه. لكن انا بستفيد من خبرات كل واحد، ان كان اكاديمي، ان كان رجل اعمال، ان كان مهندس، ان كان كذا، بيساهم، بتبقى المنظومه الكامله دي بتساهم في نجاح المنظومه كلها. واخد بالك؟ يبقى عندك حد تسويق، وعندك حد فني، وعندك حد كذا، وعندك حد كذا. اعتقد ان ده، وده الحمد لله متوفر عندي في الاتحاد. يعني الحمد لله مجموعه مميزه جدا، اعضاء مجلس الاداره كلهم يمكن قلت اربعه، في المستشار علاء زهران واخد الملف القضائي، في الكابتن حبيب الغنام واخد ملف كره السله النسائيه وثلاثه على ثلاثه وميني باسكت، في استاذ ايهاب محسن برضه راجل اعمال وكان عضو قبل كده وكان رئيس منطقه وليه خبرات اداريه كبيره جدا، المهندس خالد القوسي من الشخصيات الجميلة وصاحب فكر كويس جدا في المسابقات وفي عدة حاجات، وبرضه هو مهندس وبيساهم كبير جدا. يمكن ساهموا كمان يعني في مجموعة مهندسين ساهموا، مثلا احنا بنبني صالة الاتحاد السلة في 6 اكتوبر هنا، تمام واخد بالك، تبقى صالة خاصة، وساهموا كبير جدا في انشاء الصالة دي، وفي كان في مشكلة بين مقاول واستشاري وحاجات زي كده انا ما بفهمش فيها، خدوها لمجموعه مهندسين واشتغلوا فيها. صح، واخد بال حضرتك؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان الشكل بتاع او يعني مجلس اداره واختلاف تخصصاتهم وكلهم مش باسكت بول بس، لا انت بتشتغل اداره في كل حاجه، بالاضافه ان كل دول خبرات باسكت بول. صح، فبالتالي كل ده بيساهم في نجاح المنظومه. طيب علشان السيدات ما يزعلوش مننا، عايز اعرف من حضرتك راي حضرتك في كره السله السيدات الفتره الحاليه. طبعا تطور كبير جدا وانتشار بسم الله ما شاء الله، في يعني بتكلم على مستوى المنتخبات على مستوى الانديه، فعايز اعرف تعليق حضرتك علشان ما يزعلوش مننا، اقول احنا بنتكلم على الرجال فقط، لا رجال وسيدات في لعب كره السله هم جزئين مهمين جدا وهم لا يتجزؤوا من لعب كره السله. زي ما اتكلمت على الرجال هقول لك السيدات نفس الوضع. تطور كبير جدا، كره السله النسائيه طفره غير مسبوقه لكره السله النسائيه. ده انا شايفه، يعني انا حضرتك حاسه وشايفه تطور بسم الله ما شاء الله. مش حضرتك اللي شايف كده، الاتحاد الدولي كمان اللي شايف. طيب الحمد لله. احنا يمكن واخدين الشهادة البرونزية، يعني التالت أحسن اتحاد في العالم في تطوير كرة السلة النسائية، ده في شهر 5 اللي قبل اللي فات، يعني خلف 5 2017 كان في كونجرس دولي في الصين، والحمد لله مصر خدت أحسن تالت اتحاد في العالم في تطوير كرة السلة النسائية. يمكن كنا بعيد قوي عن ال، يعني اقول لك يعني بعض الناس يقول لك ايه واحنا فين في السله النسائيه وخدوا ايه؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ صح، واخد بالك؟ عمرنا ما وصلنا كاس عالم؟ لا وصلنا كاس عالم او اتنين كاس عالم. مستوى بالنسبه لافريقيا كنا بعيد خالص، بنطلع من التصفيات، لا دخلنا وبقينا دخلنا الثمانيه ونخش المربع. وزي ما قلت لك الدنيا اتخلت في 6 ايام، هي دي اللي بيفكر صح او اللي شايف الدنيا صح، يبقى في تطوير مستمر لكرة السلة. طب قطاعات الناشئين والناشئات في كرة السلة عاملة ازاي؟ يعني مش عايز اقول لحضرتك، يعني يمكن كنت حاولت مع الوزارة زمان، الحمد لله دلوقتي يعني بفضل الله في دلوقتي مركز موهوبين وبدأنا نشتغل. تمام. حاولت من اول ما جيت مع الوزارة ان انا اعمل مركز موهوبين او عمالقة او كده على مستوى مصر، وقدمت مشروع كان جامد جدا واعلن عنه وبتاع واتحط في الدرج، ما طلعش. المشروع ده واخد بال حضرتك لو كان بدأ من ايام ما قدمته كنا شفناه نتائج غير عاديه دلوقتي. لما احنا كاتحاد زي ما بقول لك احنا بنفكر ازاي نشتغل على الحاجه اللي موجوده عندك. لما جه الدنيا بعد ما قدمنا المشروع ده واعلن عنه ووقف الوزاره كان لازم نشتغل.
عملنا حاجه، خلينا المدرب نفسه ينزل يجيب لنا. احنا لقينا عندنا واحنا في اسبانيا في كاس العالم 2014 اقل متوسط طول في شكل الفرقه كان يعني كان صعب جدا. دلوقتي لو احنا ضعيف الحمد لله، بسم الله ما شاء الله. عملنا حاجه بسيطه جدا مع الانديه، ان النادي بيسجل تحت 14 سنه 20 لاعب، تمام. لا هيسجل حد اقصى 16، وفي اربعه فوق 183 سنتي وفوق 178 سنتي للبنات، 83 للاولاد و 78 للبنات. ده بنظريه التنبؤ العلميه، ان ده اللي يوصل من فوق 2 متر 5 10 15 لما يوصل فوق 20 سنه. ده عملت معانا طفره كبيره جدا في الاطوال، خلت المدربين ينزلوا يدوروا على اللاعبين الاطوال، لان انا عملت لهم كمان يعني زي حوافز للاعب ده، الشوطه سي 3 بونت تبقى باربعه، اللي ياخد رمي حره لا اثنين، اللي ياخد اثنين تبقى ثلاثه، الدنك بثلاثه، واخد بالك، بشرط ان انا اخلي المدرب يشتغل مع الولد، مش يجيب عيل طويل ويوقفه وخلاص. والبنالتي بتاعته ان هو اللي ما جابش هيتشاط عليه، كل واحد ما جابوش يتشاط عليه اربع شوط قبل بدايه الماتش. فبالتالي المدربين بدات في حراك، يعني دي من احد الافكار اللي كانت من اللجنه الفنيه الحقيقه عندنا في الاتحاد، وطورت وساعدت كبير جدا، غطت لي جزء كبير جدا من ان مركز التدريب اللي انا كنت عاملها، لا اصبح عندي دي عمليه طفره كبيره جدا في الطول، اللي هو اهم حاجه او اهم عامل في عوامل نجاح كره السله. أكيد يا دكتور، يعني مش الاتحاد لوحده اللي هيكون عليه دور، لازم يكون في دور من الأندية. فعايز أعرف إيه اللي دكتور مجدي ممكن يتكلم ويقول ويوجه رسالة ويطلب من الأندية إن هم يساعدوه في بعض النقاط أو الجزئيات علشان يساعدوا اتحاد كرة السلة من تطوير اللعبة، سواء في المرتبط أو الفرق الأولى أو رجال أو سيدات بشكل عام. لا انا هاخد بالسؤال بتاعك الجميل، هتكلم في حته ثانيه خالص. الانديه برجاء مع اولياء الامور ما يتدخلوش في الولاد. احنا ده جزء هام جدا، ومش باسكت ولا ده رياضه بقى كلها. ده كلها طبعا. ده كلها. ودي برضو ناحيه علميه تامه 100%. وظاهره يعني ارجو كله يدرسها. عمليه الاحتراق. الام دلوقتي والاب قاعد فوق ابنه بياخده من التمرين ده يوديه التمرين ده، ومن اللعبه دي يوديه اللعبه دي، ويطلع منها على البرايفت، والولد مستواه بيعلى وهيعلى، بقول لهم هيعلى اهو، بس هيحصل له احتراق مش هيبقى لعيب. ونقيسها مع كل اللعيبه اللي ظهرت طفره وهم صغيرين وانطفوا وهم كبار، لما بيعدوا سن 16 سنه 17 سنه ده بيبقى جاله احتراق. الاحتراق ده من التدريب الخاطئ في الصغيرين. الصغيرين عباره لازم يلعب، حتى الاتحاد الدولي يقول لك يعني لازم الولد ينبسط وهو بيلعب، لازم يفرح وهو بيلعب. الضغط اللي على الاولاد والبريشر والمنافسات العاليه في السن الصغير بتسبب احتراق للاعبين. فيا انديه ويا اولياء امور، السن ده لو حافظنا عليه طلع بس عنده لياقه بدنيه ومهاره بس، مش تكتك وشغل وعصبيه غير عاديه في قطاعات الناشئين، بعد 14 سنه اعمل فيه اللي انت عايزه، هيبقى اكتمل الجهاز العصبي بتاعه. دكتور شرفتني ونورتني واستمتعت ان انا كنت موجود مع حضرتك. ربنا يخليك والله. ربنا يخلي حضرتك ودايما بالتوفيق، وان شاء الله يعني نكون موجودين في وقت لاحق ونتكلم على الانجازات اللي هتتحقق ان شاء الله في الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله باذن الله. وانا يعني برضه رساله لكل اسره كره السله، يا جماعه ان شاء الله مستقبل كره السله في مصر ان شاء الله عن قريب جدا هيبقى في الطفره اللي انتم مستنيينها، وانتم شفتوا الفرقه بتاعتنا وشفتوا قطاعات الشباب والناشئين عندنا عاملين ازاي، والمستقبل لمصر ان شاء الله باذن الله. اشكرك يا دكتور. انا بشكر حضرتك. شكرا. كنا موجودين مع حضراتكم في الفقره الحواريه الثانيه مع دكتور مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد كره السله، واتكلمنا معاه بشكل عام في الملف الخاص بكره السله رجال وسيدات. لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله و الفقرة الحوارية الثالثة مع زميلي العزيز محمد سعيد، ولكن بعد الفصل. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة، وفي ضيافتنا أحد الشخصيات الرياضية اللي لها باع طويل جدا تحديدا في كرة القدم وفي الرياضة المصرية بشكل عام، حاج محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة في السابق.
حاج محمود برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. محمد انا سعيد اكون معاك طبعا، اخ عزيز وانسان محترم متميز. اهلا بيك. جدا اكون في السوق الجديد بتاع القناه، والقناه تابع جدا جيد جدا للاداء الموجود والتطور الموجود، بالتوفيق ان شاء الله. الله يخليك حاج محمود، اهلا بيك ومنورنا ومشرفنا في قناه الاهلي. الله يخليك. اولا مختفي بقالك كتير على الساحه الرياضيه. بالظبط، يعني في صدمه شديده طبعا بعد حل الرابطه الحقيقه من جانب الاتحاد المصري لكره القدم. يعني كان الكلام ده في شهر 7 من 4-5 شهور، حسيت ان يعني ان الرغبه في التطوير واخذ الادوات الاساسيه للتطوير والرياضه والحجم لا يتناسب مع اسم كبير لنور الكره المصريه والنجاحات الموجوده. ومهم جدا لما تبقى انت بتنجح وتحقق نجاحات انك انت تتطور، لان النجاح ممكن يكون نتيجه تخطيط وادوات وقاعده وشغل، وممكن يكون ربنا توفيق معين في مباراه تاهلت كاس العالم ووصلت بعد 28 سنه فرصه بقى ان انا ايه اظبط نفسي. دايما كنت بقولها لما كنت دخلت اتحاد الكوره وتعلمت على الناس دي وطلعنا ورحنا الاتحاد الدولي وشفنا اسم مصر اسم كبير جدا، محتاجين احنا عندنا ضربات مجيعه جت للكره المصريه في الفتره الاخيره بالذات في الاحداث اللي حصلت في بورسعيد وتوقفات الدوري. رجعنا الحمد لله بقوه، ربنا كرمنا بالتاهل لنهائي افريقيا وكمان وصول لكاس العالم. فكان لازم الرابطه تشتغل، انه ما فيش في العالم ما زال لسه شغل ان الاتحادات تدور مره الاتحاد الدولي يبعت وياكد انتوا الدوله اللي فاضله يا جماعه، عظموا التراخيص اعملوا، لان حضرتك من غير الضوابط الاساسيه لتطوير الكوره ما فيش امل، لان حضرتك مش ممكن تمر كرة القدم بمرحلة الإصدار اللي في العالم كله وأنت لسه بوقف القيد وطلع القيد واعمل القيد، مفيش ميزانيات ثابتة، مفيش معايير مالية، مفيش تراخيص أندية قوية، مفيش تكافؤ فرص بين الأندية، مفيش شفافية في المباريات، مفيش تطوير. كنا بنتحجج دايما بقانون الرياضة، اتعمل قانون الرياضة وعمل نشأة لما بدأنا الحقيقة في الرابطة، والحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من 18 نادي 11 نادي زكاني رئيس الرابطة، وده شرف كبير. كان قبل كده كابتن سمير يعني رحمه الله عليه كان هو بعد وفاته تم تعيينه، ودي اول رئيس رابطه في تاريخ الكره المصريه. ده انا بعتبره ده يعني شرف كبير جدا ومكافاه من الله سبحانه وتعالى على المجهود اللي الواحد اشتغله خلال 25 سنه في مجال كره القدم. حاولت ان مجموعه كانت محترمه جدا متميزه جدا، وبدانا نشتغل، حسينا طبعا بصعوبات شديده جدا ومحاولات لاجهاض الرابطه الى ان تم حلها من طرف واحد من قبل الاتحاد، ده مخالف للائحه ومخالف للبروتوكول اللي بين الانديه. الرابطه تسلم رابطه انت او طالما الاتحاد الكوره عين رابطه، فالرابطه لازم خلال كل سنه نهايه كل موسم تجتمع وتتصادم. فطبعا كانت صدمه شديده ما كنتش متوقعها طبعا، ولا من المجلس الاداره اللي علاقت بيه كويسه، ولا من الموقف نفسه. بعدت شويه عشان كده اصرت انك تبعد تماما. شويه ومتابع الامور، ولما بينطلب مني اي حاجه الحقيقه بأديها. ولما كابتن شوبير نزل الانتخابات الجمعية العمومية طبعا كانت تعود لموضوع الطبيعي اللي نائب رئيس، ونأمل فيه خير إن شاء الله في الفترة الجاية، يساعد مع المجلس الإدارة في التطوير الفعلي زي ما قلنا، لأنه لهم رغبة في التطوير، تأمل الموسم الجاي يكون فيه دور إيجابي أكتر لروابط الأندية وتراخيص الأندية. طب حاج محمود، أنت من الشخصيات الرياضية اللي لهم باع طويل جدا في اتحاد كره القدم، واحنا على المستوى الشخصي خلال فترات طويله جدا داخل الاتحاد وفي لجال الاتحاد وفي حتى في اعمال الجمعيات العموميه وفي انتخابات وفي تعديل لوائح وفي تغيير نظام الاتحاد والهيكله كانت موجوده، كنت متواجد مع اقصى من مجلس اداره. ليه او ايه الاسباب اللي دعت المجلس الحالي لحل رابطه الانديه المحترفه؟ بقول لحضرتك في كذا عامل. اول عامل في غيره شديده من بعض اعضاء مجلس الاداره تجاه اي حد بينجح او حد بيظهر، احساس ان انا اللي نجحت ابقى موجود في الدوره دي اخد كل حاجه واعمل كل حاجه، وديت حقيقه قصور في التفكير وعدم درايه بادوات اللعبه، اللي انت لازم تسيب اثر طيب ولازم تتعاون، مفيش حد هينجح لوحده، والانسان القوي الواثق من نفسه لازم يكون حول ناس اقوياء وناس فاهمه. فدي كان الصدام موجود. كمان الفترة دي احنا بدأنا نتكلم في امور مهمة جدا، يعني كانت في الحقوق وكان لنا دور مهم جدا ان احنا نعظم حقوق الاندية ونساعد في تطويرها، وحاولنا نجمع الاندية. كمان في ناس بتحب قوي من اول لحظة محمد انها تشتغل انتخابات، يعني مش عايزة يبقى في تجمعات. خلي حضرتك الروابط دي مهمة جدا، انك بدل ما بتتكلم مع 200 نادي انت بتتكلم مع رابطه الانديه القسم الاول 18 ورابطه للثاني 55، رابطه للثالث خلاص انت عندك 3 روابط وكل واحد 7، يبقى 21 بيمثلوا الكره المصريه كلها ال 250 نادي. طبعا ده مهم جدا للتواصل، مهم جدا للتطوير، مهم جدا توصيل الرساله، يبقى في تواصل ما بين الجمعيه العموميه، وده الهدف من انشاء الروابط.
وكمان الشفافيه بين الانديه لانه بيحقق معايير. يعني حضرتك في رخص الف A و B و C، حضرتك زي ما حضرتك عارف كل واحده لها معاييرها ولها ادواتها، واحنا اتحاد الكوره خد قرار من اول ما جه ادارات محترفه وفعلا طبق الاحتراف في جميع الدرجات، القسم الاول محترف لاعبين وثاني وثالث. لما تاخد هذا القرار لازم يتبعه بقى سلسله من التطوير وفي اللوائح والقوانين عشان يتناسب مع فكرك في مش هتطور اللاعب بس، لازم عناصر اللعبه كلها الاداريه والماليه والبنيه التحتيه كلها تبقى محترفه وفق المعايير الاتحاد الدولي اللي احنا من 2007 المفروض ملزوم نعملها. هي دي اللي بتخلي اللي بتخوف الناس شويه. فالحقيقه يعني يأسنا ان الروابط تبقى بتشتغل. بنعمل دلوقتي فكره يمكن اول مره اقولها لحضرتك هنا من خلال حضرتك، احنا بننشئ دلوقتي رابطه الانديه المصريه. رابطه الانديه؟ الانديه المصريه. مش المحترف؟ مش محترف، الانديه المصريه كلها بكل درجاتها. الاولى والثانيه والثالثه. دي حضرتك كنا عملناها لو تفتكر لما كنت معانا وكنا بنعمل انديه الجماهيريه الشعبيه. لو تفتكر حضرتك شرفتنا في المحله وكنت بتغطي معانا، وكان معانا الاستاذ حسن فريد لما كان رئيس الرابطه، ومعانا الحاج سيد متولي الله يرحمه والحاج محمد مصيرحي والناس دي. وكان القانون لا يسمح بانشاء الروابط، كنا بنشئه تبع وزاره التضامن، وكان خد رقم 84 لسنه 2002 قانون التضامن الاجتماعي، وكانت مشهره كان مقرها المحله وجمعنا فيها الانديه كلها قسم التدريب. النهارده من خلال تعديل قانون الرياضه اللي بيسمح بانشاء الروابط، انت بتاخد رخصه وبتحدد المكان، بتقدم طلب لوزاره الرياضه حسب القانون وتاخد ماده 30 وتاخد ايه رخصتك في انشاء الرابطه. دي مهمه جدا. دي يعني بدانا نتكلم مع انديه كتير في الدوري الممتاز، مرحبه جدا انديه القسم الثاني الثالث، بعض الانديه المتميزه اللي هي حتى اعضاء منتسبين في الاتحاد المصري لكن لهم باع كبير زي نادي الجزيره، زي نادي هليوبوليس، زي نادي جزيره الورد في المنصوره، اسماء كبيره. الانديه المصريه كلها بتمارس كره القدم بكل درجاتها. هيبقى لنا رابطه بمجلس اداره بفروع لها مقسمينها قطاعات، خمس قطاعات على مستوى الجمهوريه بفروع في كل نادي، بحيث يبقى لنا تواصل وتواجد ولنا تاثير على الكره المصريه. يعني الرؤيه انك انت مش ممكن تتاخد الرؤيه من وجهه نظر واحده بس، لان لو نزهنا بعيدنا المصالح الشخصيه والاهواء والانتخابات والكلام ده مش هنختلف في التطوير. اصل حضرتك مش بقاش اختراع عجل، هي حاجه متطبقه ورولز موجوده في الاتحاد الدولي ملزمه لكل الناس. حضرتك الاتحاد الدولي وهو بيحط اللائحه ويعمل التوافق مع الاتحاد المصري لما سافرنا، وكان يعني وقف معانا كتير باشمهندس هاني وكابتن سمير الله يرحمه والدكتور صحة ربنا يا رب يفكسها وتعود يعني المكانه الطبيعي. رحنا مرتين وثلاثه واربعه الاتحاد الدولي واجتمعنا وعملنا لائحه موافقه، ولقينا ان المواد دي كلها موجوده في ال 207 اتحاد، مفيش حد بيغير الا في حاجات طفيفه جدا غير ملزمه. هو دستور ثابت. ودي دوله فيفا، يعني انك انت عشان تعرف تسيطر على الامور وتعرف كمان تدي حكم. انا في لدوله ما يجورش على دوله ثانيه، ان احنا بنلتقي في مسابقات في كاس عالم للقارات، في كاس عالم للانديه، بنتقابل في كاس عالم للرئيس اللي وبطولات الامم الافريقيه وبطولات اللي هي بتاع جنوب افريقيا وشرق افريقيا والمحترفين، وكل ده بيجمع. يبقى لازم يبقى في رولز واحد يحكم المنظومه كلها، لانك انت عضو في الاتحاد الافريقي، انت عضو في الاتحاد الدولي، الاعضاء كلها اللي موجوده في الاتحادات موجوده عضو في الاتحاد الدولي بصفتها، فكلنا متجمعين على مبدا واحد، يبقى رولز واحد وكل وفق اوضاعه، واحنا وفقنا اوضاعنا من 2005 من اكثر من 14 سنه. لكن هات رابطه الانديه المصريه يا حاج محمود هتبقى ملزمه للاتحاد المصري؟ لا مش الزام، هي حكايه تجمع، بحيث ان احنا لما بنتكلم باسم مجموعه، يعني لنا مشاكل في شكل المسابقه، لنا مشاكل في توزيع الحقوق، يبقى في مجلس محترم قوي هو اللي يحكم. هي يعني بدانا نتواصل مع الناس وان في رغبه اكيده من كل الانديه يعني ان احنا نتحرك فيها، وان شاء الله هيكون على اول الموسم يعني على نص 15 كده الاعلان عنها ان شاء الله بالتاكيد. طيب القواعد اللي ممكن رابطه الانديه تضعها، هل هي اللي بتضع هذه القواعد ولا بتنفذ من خلال الاتحاد؟ لا طبعا من خلال الاتحاد، هو الاتحاد الحقيقه عمل عدل في مادته وسمح بانشاء الرابط، كانت لجنه لو تفتكر، وكانت لجنه بقى دي قرارات ولا توصيات. كانت اسمها لجنه الانديه ولا لجنه الانديه وقسم ولجنه الانديه القسم اتعدلت، بس برضو ما زال لسه فيها شويه امور محتاجه تعديل زي المده. والحقيقه احنا خدنا وعد من الكابتن هاني في تعديل في شهر 2 واتفقنا مع الكابتن شوبير ومهندس احمد بجاد ان احنا نقعد نحط آلية وتصور محترم لبنود محترمة تكفل الصلاحيات الكاملة للروابط،
التنسيق الكامل اللي بينها وبين الاتحاد المصري لكره القدم في ظل تعليمات الاتحاد الدولي. وخلي بالك وكل شهرين ثلاثه بتيجي جواد باستعجال انشاء الروابط وتفعيل دور الروابط زي ما الاتحاد المصري بدا فيها. ان شاء الله يكون البنود اللي هتتغير في اللائحه الجديده دي تخدم الكره المصريه، ما تبقاش حصر حكر على الايه على المواد الانتخابيه بس اللي هو 8 سنين او القايمه وكلام من ده. ده موضوع معروض للنقاش، لكن خليك في الاهم انك تحط البنود اللي تطور الكره المصريه واهمها الروابط والتراخيص. هل الرابطه حاج محمود هي اللي بتنفذ ولا بتنفذ احكام؟ يعني هي بيبقى ليها السلطه في حكم التنفيذ ولا بتنفذ احكام الاتحاد؟ شوف حضرتك في تجارب كثيره للرابطه وفي صلاحات كثيره وفي دول كثيره، يعني في دول معينه. يعني احنا في الاتحاد المصري لكره القدم كان كل ما هو يخص المنطوق الحالي مسؤول الحقوق واداره المسابقه بكلها بلجنتها باللائحه بتاعتها بمراقبينها بكل حاجه، ويوزع الحقوق بتاعه الايه بتاع الانديه دي ده البند ده. لكن في دول حقوق التسويق والبث الفضائي او بث التجاري والبث الفضائي والتجاريه والتسويقيه والبث الفضائي. في دول ثانيه شؤون اللاعبين تبعها، في دول ثانيه التراخيص تبعها، في دول ثانيه بتبقى ماشي الامور كلها بشؤون اللاعبين. في الامارات مثلا التحكيم بيدفع فلوس التحكيم وبيعينه رئيس لجنه التحكيم المحترف، هو اللي بيعين لما يتعاقد الكابتن عصام عبد الفتاح في الامارات كان بيتعاقد مع رئيس لجنه المحترف، هو اللي اتعاقد معاه وهو اللي عمل معاه العقد مش رئيس الاتحاد. كان بيتعاقد مع لانه كان جاي لجنه للمحترفين بس في 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 في, في, في كثير من الدول مش لجنه حكام رئيسيه لكله، لا هي لجنه طبعا للشفافيه والضغط وكل حاجه بيخلي مجموعه حكام بتشتغل في الدرجه الممتازه لوحدهم، لها الياتها ولها معاييرها ولها ضوابطها ولها مرتباتها ولها حقوقها وكل ده من خلال الرابطه. فدي بتبقى بالتوافق ما بين الانديه وتبقى تسلسل، لازم تبدا شويه شويه وبعدين تبدا تثبت نجاحاتك. انت حضرتك النهارده لو اتفرجت على يعني احنا شغالين مثلا في الدوري صعوبات شديده، الاتحاد المصري عنده اعباء، لو كان في رابطه هي المسؤوله عن الموضوع ده بس في الدوري ده ما شغلش بقى الاتحاد في توسيع القاعده في منتخباته في ده كان بقى النهارده مشكله، في مشكله في ملعب، في مشكله في امن، في مشكله في حقوق، في مشكله في مسابقات، في حكام، دي بتاع ايه رابطه. رابطه دي حضرتك هي المسؤوله عن الموضوع ده بس، ما عندهاش حاجه ثانيه تفكر فيها. ورابطه منتخبه حضرتك لو ما اديتش الاداء المنوط بيه حضرتك بتغيرها السنه الجايه او بتعمل تجديد نصفي او لو لقيتها ما دفعتش عن حقوق الانديه، لان برضه بيحصل محمد في وقت معين يعني صراع او لمصلحه يعني بين الكره والسلام ما بين حقوق الانديه وحقوق الايه؟ الاتحاد. فطبيعي فلازم يبقى في واحد فاصل ما يبقاش هو حكم وخصم في وقت يعني انا عندي صراع معين في حاجه معينه يخش الاتحاد في حقوق معينه فيها تداخل او يلزمني ببطوله مثلا زي ما حصل مثلا الالزام في اشتراكات في كذا بطوله في وقت واحد. انا لو في الرابط هرفض هحافظ على حق النادي وهحافظ على حق ده هو برضه بيدور على مصلحته من ناحيته ناحيه حقوقه وانا بدور على حقوق الانديه بتاعتي. والطبيعي ان يكون قرار الرابطه نافذ على الانديه وعلى الاتحاد. لا طبعا بالظبط كده، الانديه انتخابتك انت بتتكلم عنهم في تشاور مستمر ويبقى انت مسؤول عن القرار ده، لا يجوز المخاطبه الانديه مباشره. ما ينفعش يبعت الاتحاد جواب للانديه الا من خلال الرابطه زي العالم كله موجود. اعتقد دي هتاخد وقت لكن احنا ما بدأناش فيها خطوات. خدت وقت كبير قوي حاجه محمود، خدت وقت طويل قوي لان ما فيش جديه الحقيقه، ما فيش رغبه، الثقافه دي مش موجوده. يعني انت النهارده يعني مش بقول انت بحضرتك عايز تمسك كل حاجه وما تعملش حاجه يعني انت ولا بتسيب الناس تشتغل وبتاخد الحقوق وما بتعملهاش بالظبط. يعني فديت هي دي اللي عامله المشكله. ربنا بيكرمنا وبنكسب وبنطور ومن غير تطوير دي نعمه من عند ربنا. صعب جدا انك انت تقع وتصلح تبقى الدنيا كلها زي ما حضرتك زي فرقه الكوره بالظبط. حضرتك وانت بتكسب يعني الحمد لله يا باشا مبروك 14 بتصلح وجيب مدير فني وانت واخد 12 نقطه على بعض الدنيا التغيير سهل والدنيا سهل. لكن لو قدر الله عندك دروب انت مثلا زي ما حصل في المصري والكلام ده انت بتبقى حمل عليك وضغوط على اللعيبه وعلى الاجهزه الفنيه. ده بيحصل بالظبط في الاداره وانت ناجح وانت كسبان الناس هتتقبل منك حتى لو انت خدت قرار عنيف شويه او قرار جامد ضد الانديه هيستقبل انك انت ناجح وماشي فبتصلح كويس. لكن وانت واقع بقى يقول لك يا عم انت فاشل هنا وفاشل هنا مش هيستقبل منك حتى لو انت ماشي بطريقه صح. فاتمنى في ظل النجاحات اللي موجوده في ظل ربنا وفقنا في البطوله كاس الامم التصفيه لان دي انا شايف لها زيها بالظبط اكيد هيبقى فيها هيبقى ليها سؤال كمان طبعا اكيد طب اتفضل. رابطه الانديه المحترفه هنا في مصر لما اتشكلت ليه ما كانش دورها غير في المسابقات بس؟ رغم ان ليك الحق انك تشكل اللجنه
في المسابقات، في شؤون اللاعبين، حتى في تعديل اللوائح. يعني ممكن رابطه الانديه المحترفه تشكل لجنه لتعديل اللوائح. ليه الرابطه في وجود حضرتك اهتمت بالمسابقات وما كانش حتى ليها دور كبير قوي في موضوع المسابقات، وكان الاتحاد برضه هو اللي بيشتغل عليها؟ هي دي المشكله، ان بنود اللائحه لما اتعدلت حط دي بس، تشكل مسابقه وتوزع الحقوق زي ما بقول لحضرتك، هي فيها قصور وما ادكش حتى يعني انك يبقى في تعاون او يبقى ليك دور في بقيه الامور دي، ما تنفعش. بس الموافقه على هذه البنود كان من مين؟ في اللائحه الجمعيه العموميه اتحط في الانديه في الاخر. ما هو بص حضرتك، هي ما ادوش وقت حضرتك لما بتيجي، يعني حضرتك لما اتعملنا لما حب النادي الاهلي غير اللائحه بتاعته المسابقه، عمل ايه؟ عمل ورش عمل وعمل منظومه وبدا يبعت للناس في الجمعيه العموميه و2000 جلسه مسابقه. لكن صعب قوي انك تيجي عايز تغير بند تغيره في يوم الجمعيه العموميه، ده مستحيل. يعني هو النهارده شهر 2 النهارده عايزين يعملوا تعديل في اللائحه، الصح يعملوا يا احمد اللائحه، ما ينفعش تيجي اناقش يوم الجلسه اللائحه، لازم انا عندي 25 فرع وعندي قطاعات، ابدا اخد الاقتراحات اعمل لغايه ما اعمل ملف كامل يخش العضو يصوت ايه بنعم او لا، بس مش لسه هيناقش. لا لسه هيناقش، ده كلام فاشل، ده كلام ناس مش مركزه ولا عارفه وصعتها فين. الصح عشان ما حدش يزعل مني من حق، انت اشتغل واعمل شغلك 45 يوم عند شهر 2 من بكره، من اسبوع ورش عمل، المواد اللي عايز تعدلها تنزلها، ده اللي ماسك، ده ماسك السوشيال ميديا وده ماسك الانديه وده ماسك الاعلام وده ماسك، تتعامل مع كل القطاعات، وده ماسك اعضاء الجمعيه العموميه بيلف على الفروع ياخد تصور كامل، وعملت جلسات مناقشه وجبت الناس ورحت للناس وخلصت مجموعه كامل. هو ده المجموعه، في نقط فيها اختلاف اكيد وفي نقط فيها اتفاق، الاغلبيه بتحطها وتنزل تصوت عليها بنعم ولا، هو ده النجاح. لكن اللي حصل المره اللي فاتت ان هو جاي تعديل بعض بنود اللائحه لسه هنتكلم فيها ونقول لا ده زود كذا وكذا، مش ممكن في الجلسه هنعرف نناقش كلام. فنتمنى اذا كان هناك جديه لتعديل بنود اللائحه، لان المشكله زي ما حضرتك بتقول، عشان تطور في الرابطه واداء الرابطه وتبقى لها صلاحيات تبقى موجوده في ايه؟ في لائحه النظام الاساسي. اتمنى في لائحه النظام الاساسي تحط الامور اللي نجحت فيها الدول الاخرى، مش عايز اقول دول اجنبيه، لا دول عربيه، في الامارات وفي السعوديه وكلام من ده، بنود واضحه واللائحه واضحه وموجوده عندنا. بالعكس يعني كابتن هاني من الناس اللي حطت الامور دي في الجزائر، وهنا وهنا بعلاقته بعلاقته باتحاد افريقيا. لسه اقول لك الجزائر مش هروح بعيد. الجزائر بالظبط عملتها في لما وصل كاس العالم في 2010 وماشي عليها واداء جيد جدا، والناس كلها يعني تلامذه الكابتن هاني، فهو عارف المصالح ايه وعارف الدنيا ايه، بس يكون هناك رغبه وجديه في مجلس الاداره ومساعده من الجميع، ونهيئ الجو نعمل لائحه محترمه تحط فيها كل حقوق، تحط فيها كل واجبات، تحط فيها كل التطوير لمصلحه الكره المصريه. اعتقد ده البدايه المهمه عشان الروابط تشتغل زي ما حضرتك بتقول، اعملها بصلاحيات مش رابطه من غير صلاحيات، خش مسمى وبعدين نقول ده لا دي توصيه، دي مالكش فيها، ده مش عارف ده طلع ده مشيه ده اعمله، يبقى مش هنوصل. لانك في نفس الوقت هتبقى زيك زي لجنه الانديه. معناه ما وصلناش لحاجه. بالظبط، لكنك ما عملتش حاجه، غيرت الاسم من لجنه انديه لرابطه انديه المحترفه. وما فعلتش الدور بتاعها. طيب الشيء الوحيد اللي كانت مكلفه بيه رابطه الانديه المحترفه حسب كلامك يا حاج محمود اداره المسابقه. هل الرابطه كانت بتدير المسابقه بالفعل؟ ولا كانت على الورق فقط وكان الاتحاد هو اللي بيدير المسابقه؟ بص حضرتك بمنتهى الامانه الرابطه ما كانتش بتعمل حاجه. حتى اداره المسابقه؟ ولا حاجه. حتى جوابات قلنا الجوابات تطلع باسم المدير التنفيذي للرابطه ما اتعملتش. انا كان بمنتهى الامانه ما اتعملتش حاجه. حاولنا مره واثنين وثلاثه نتكلم نقعد، احنا جبنا طبعا احنا اشتغلنا لما كنا لجنه كان دور احسن من كده، لما كنا لجنه كان معانا برضو طبعا يعني ده ما ينتقش طبعا من دور حاج عامر حسين، طبعا اخ وصديق وراجل بيبذل مجهود يعني خرافه ونجاحات، لكن لازم يبقى في لجنه ويبقى في شكل ويبقى في لجنه اداء كامل وعشان نساعد معاه. فكنا بنشتغل، ولكن في الاخير لما نبعت جواب باسم الرابطه ممنوع، تلاقي الجواب طلع باسم مدير التنفيذي، هو طبعا اخونا وحبيبنا، لكن هي لاداء الرابطه وشكل الرابطه انها بتدير منزوع الصلاحيات طبعا. عشان كده الجديد يعني اداره الرابطه للمسابقه مش كان من خلال لائحه النظام الاساسي؟ اه يعني طبيعي لو في خطابات طالعه من خلال المدير التنفيذي للرابطه يطلع مدير تنفيذي للرابطه، ما كانش بيطلع بيه. طب لو طالع باسم المدير التنفيذي للاتحاد القانونيه ده ايه؟ ما فيش رابطه، هو اللي بيدير برضه الاتحاد. هو ده التداخل اللي لازم يتحط واضح في اللائحه ويتعدل فيه ويبقى فيه من الموسم الجديد الرابطه، يعني الرابطه بتشتغل فعلا. اعتقد ايه كان دور الانديه يا حاج محمود في الملف ده؟ يعني الانديه هي المعنيه بانشاء رابطه الانديه المحترفه. فجاه اعضاء الانديه او انديه الدوري الممتاز تحديدا لقوا ان الرابطه ليس لها دور، وهي اللي انتخبت المجموعه دي عشان حقوقها والمسابقات بشكل منتظم. ما هو المشكله هو بيبقى نعم في صراع، هو بيكلم معاك وانت بتروح وتتكلم معاه، وفجاه بيبدا الدوري بيلاقي نفسه بيكلمك انت، كل فيك مشكله انت بتخش وتتكلم من خلال الاتحاد، لكن برضه مازال مش عارف تدير لوحدك.
فطبعا طبعا الانديه رغم ثقتها الكبيره فينا ورغم مرامتها ان الرابطه تتعمل، لكن هي برضو حاسه ان هو الدور محدود. احنا في وعد كبير من الكابتن هاني ان هو الموسم الجاي يبقى مختلف، ان الموسم الجاي يبقى في مدير تنفيذي للرابطه هو اللي بيدير مسابقات الرابطه، وحتى اذا كانت الحقوق اتوزعت بشكل جيد خلينا ندي للرابطه صلاحيات في اداره المسابقه فقط، ونجرب الموسم الجاي ونشوف الدنيا هتبقى ازاي، ومن بدري يعني قبل في نهايه الموسم على طول عشان بعد الصعود والهبوط ويتضح الفرقه الصاعده الرابطه. اعتقد ان في رغبه بكده. في وسط الازمات والمشاكل دي يا حاج محمود، هل اتكلمت مع المهندس هاني ابو ريده بما ان هو بالتاكيد ليه باع طويل جدا في الملف ده سواء في الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي وعنده خبرات كبيره في الموضوع ده، هل اتكلمت معاه؟ هل طرحت له الازمات المشاكل اللي كانت موجوده؟ طبعا هو علم بيها، وكنا موجودين بقول لحضرتك في اجتماع قريب مع الكابتن هاني وكابتن احمد شوبير، اتفقنا معانا عن الانديه الاخ العزيز قبل ما يروح السعوديه الحاج محمد مصلحي، اتفقنا ان احنا هنعمل لائحه محترمه الاول زي ما قلت لك، الاول لائحه توافق عليها الجمعيه العموميه خاصه بالروابط وبند كويس، وبعدين ننتخب على اساس هذه اللائحه المجلس اللي يدير الرابطه. اتمنى ان يكون للقسم الاول وللقسم الثاني. لو اوعدك لو اللائحه اتعملت حط فيها صلاحيات يبقى نتمنى ان الموسم الجاي يكون في رابطه انديه بتدير المسابقه مش ديكور وما بتعملش حاجه. ملف تراخيص الانديه تابع لرابطه الانديه المحترفه ولا غير تابع لها؟ في معظم الاتحادات تابع للرابطه، لكن خلينا نتكلم ان في ان ممكن يبقى في تعاون، يعني يبقى الانديه الاتحاد هو لانه الاتحاد عنده رابطه اعطاء الترخيص والفضل المنازعات خارج الاتحاد، لانك انت ممكن تاخد قرار بالغاء رخصه نادي بيروح للجنه فضل المنازعات المرحله الثانيه اللي فيها قانونيه. انا دوري كرابطه ان انا اساعد الانديه في المعايير اللي هي الاساسيه الخمسه بتاع التراخيص الماليه لا، واتابع كمان واجدد دوري واعمل دورات للعناصر لكل الانديه بحيث يطبقوا المعيار البنيه التحتيه والماليه والقانونيه والرياضيه والطبيه، كل ده يبقى متطبق عشان لما يجي لجنه تفتش عليا. خدت راي حضرتك لجنه من الاتحاد الافريقي حتى على الاقل عشان الانديه المصريه مشاركه في البطولات القاريه، تيجي افريقيا وبيجي اتحاد ولازم الاتحاد المصري يتابع، ويجي لجنه الاتحاد الافريقي ومفاوض الاتحاد الدولي يتابع الترخيص. ده كله على الورق، ما زالت الرخص رخص مؤقته، ما زالت الرخص رخص غير دائمه، ما زال لا يوجد كله على الورق، لا يوجد تفتيش، وما حصلش في حياتي اجتماع واحد للجنه الترخيص الانديه منذ انشائها، وديت مشكله كبيره. اخذ يعني ايه ترخيص؟ حضرتك النهارده لو انا مثلا مفعل البند المالي نادي زي النادي الاهلي التزاماته وميزانيته حاططها تقديريه وبيصرف عليها وبيكسب وبيحقق فائض او خساره، مهم بيلتزم بكل التزاماته تجاه كل عناصر اللعبه. نادي تاني جاب لعيبه وعنده مشاكل مع كل عناصر اللعبه سواء في القيد الخارجي او الدوري، يجي حضرتك يايد لو طبق المعيار ده وقفله تاني ما يقدرش. ما هو ده الحل الوحيد لضبط المنظومه وتسحب منه الترخيص. ده ممكن اوقف له قيد مره فتره قيد زي ما حصل في مدريد قيد مره واحده ممكن اثنين وممكن يخسر نقاط كمان. ممكن يتمنع من ايه؟ من مشاركه لو قرر فيه الاخطاء بعد زي ما حضرتك شفت خصم النقاط وكمان. كل ده من خلال معيار واحد بس المالي وهكذا المعيار الرياضي. انا قلت له لازم المدربين الفنيين يكونوا رخصه الف، جيت فتشت ما لقيتش الرخصه، البنيه التحتيه ما لقيتش الملاعب اللي قال عليها المفروض يطورها او الخطه بتاع الملاعب مش موجوده او غرف الملابس او كلام من او المبنى الاجتماعي اللي موجود ما كانش موجود، مفاصل مش فاصل الماليات والرياضيه تصرفات الرياضه عن نشاط كره القدم، وبغير موارد او حط موارد معينه او لقيت في بند الشفافيه ان نادي ناديين في دوري ممتاز بيصرف عليهم راعي واحد أو اونر واحد، مشكله كبيره جدا تتخل بتكافؤ الفرص تخل المسابقه كلها. هو ده التفتيش، هو ده التراخيص، لكن ده الحقيقه ما بيتعملش خالص. طب مع كل ده يا حاج محمود ليه الانديه ما استلمتش ترخيصها لغايه دلوقتي؟ مؤقته، ما هو حضرتك حتى لو ترخيص مؤقت مش مستلم شهاده رسميه مفروض ان هو معاه ترخيص. ما فيش دور صح، ما فيش شغل، لازم ما فيش نادي معاه شهاده. ده حضرتك ده مهم جدا النهارده عشان تحقق الشهاده دي بتبلغ الاتحاد الافريقي انه بينزل المندوب بتاع الافريقي بينزل معاه مسؤول التراخيص في الاتحاد المصري ويبدا يلف على الانديه يتابع يعلم يعمل شكرا. لكن دلوقتي طبعا الانديه المصريه من هي العنصر الاساسي للتسويق في البطولات الافريقيه، فانت اي نادي مصري بتبعت الاتحاد المصري ان هو معاه الرخص يوم جاي يطلع يسمح له بالايه؟ بالمشاركه. ما يقدرش يمنع الاهلي ولا الزمالك ولا الاسماعيلي، دول العناصر الاساسيه اللي بتساعد على تسويق البطوله. لكن ما بيستلمش شهادات بالترخيص لسه فخرنا قوي، فخرنا وحضرتك نتمنى الموسم الجاي ده يتطبق فعلي. والله العظيم يا محمد لو اتطبقت انت ما هتلاقي
الاسعار اللي انت بتسمعها دي في اللعيبه، لانه هتختلف تماما. طبعا انت لما تقول من الناحيه الماليه حق كمان، انت لما تقول هدي اللعيب ده 15 مليون وتديله ثلاثه وبعد كده تعرضه على البيع وهو عقده مثلا مستمر وهيشتكي هياخد فلوسه بالظبط. طب لو ما خدش فلوسه انت مش هتعرف تعيد تاني، انك الا ما تخلص وتسويه. انا كاتحاد من غير واسطه ومن غير اي حاجه، لان هي دي النقط. اتمنى ان النقط دي الموسم الجاي يبقى في تعاون ما بين الرابطه اللي هتكون وما بين الاتحاد المصري لكره القدم في الاخراج ده، لان ده الامل الوحيد لتطوير الكره المصريه. اجابه حضرتك طرحت لي سؤال مهم جدا، انا نفسي بقى لي فتره بصراحه عايز اجابه ليه. لائحه شؤون اللاعبين قالت ان الاستبدال في يناير بيكون متاح لكل الانديه بدون عدد ثابت، يعني ممكن نادي اشترى اربع اجانب في بدايه الموسم يجي في يناير يمشي الاربعه ويشتري اربعه، او يمشي القايمه بالكامل ويشتري قايمه 25 لاعب اخر. ده مش ممكن يتعارض مع قصه اللعب المالي النظيف في مسألة الشراء والبيع؟ أنا مثلا عملت قطاع كرة لفريق مثلا الحديث صرفت عليه 100 مليون جنيه، جيت في يناير صرفت 100 مليون جنيه تاني، بالتالي أصبحت على مدار الموسم من خلال ميزانيتي صرفت 200 مليون جنيه. طب الإيراد كام؟ العائد عليا أنا كنادي كام؟ زيرو أو 10 أو 20. الفرق السلبي ده مش ده بيمنع أن النادي ده يشارك في الدوري بعد كده؟ أنت فجرت نقطة مهمة جدا. هما شغالين بموضوع ولا تقربوا الصلاة، يقول لك مفيش حاجة اسمها عدد عالم برشلونه مش عارف ماشي كله ده كويس. العقد هو عقد ان شاء الله تعمل 100 عقد، كل ده كويس، لكن لازم تطبق وتكمل بقى اللي قلنا عليه الرخصه، المعايير بتاع الماليه بالزبط. انك انت اللعيب اللي انت متعاقد معاه ده بتكون ملتزم معاه للي قبل واللي جاي، معلكش ولا مديونيه في اي فتره من فترات القيد لاي حد. انت ما بتعملش كده، ما ينفعش تسيبهالي مفتوحه وتقول لي استبدال 25. وبعدين حاجه غريبه جدا، يقول لك خمسه للفريق الدوري الممتاز القسم الثاني والثالث لا. طب ما يا ابني ما لهمش دول، ما لازم يروحوا الثاني والثالث، المفروض تفتح ده وتفتح ده. حاجه حاله من عدم التركيز، حاله من بص حضرتك لما يبقى في هوا وغرض انت بتقص وبتفصل، فلازم ما انت بتعملش رؤيه، انت رايح رد فعل. ودي نقطه خطيره جدا. افتح الاعارات وافتح كلام من ده كل حاجه، حط الضوابط الماليه اللي تمنع من التلاعب وتمنع من النظيف. حضرتك بكل انا مبسوط حضرتك فجرت وجهي، ما حدش بيتكلم فيها، دي نقطه مهمه جدا اللي بيحصل دلوقتي. وانا ووليد صلاح هو قاعد وكنا وقلنا لما جينا في مشؤون اللاعبين حددنا العدد وقلنا لازم يكون له متقيد، مش حكايه، لان انا عارف ان انا لسه ما طبقتش التراخيص وفعلتش دور التراخيص. يوم ما فعل دور التراخيص يا محمد يبقى انا قدام الناس كلها بحاسب كل واحد على فلوس، واللي مندي عقد بيلتزم بيه، هو انت بتتابع بتقول لي اعمل عقد وكل حاجه بدل بتدفع؟ هو انت حضرتك لما لو كلام صح محدش يشتكي بقى، ما عندكش شكاوى، ده انت عندك 430 شكوى محدش بيدفع. يبقى انت النهارده حضرتك بتقول لي ده ماضي عقد، يبقى العقد هو عقد وما بيدفعش فلوس العقد، ده بتعمل ايه لما ما بيدفعش فلوس العقد؟ يقدم شكوى وبعدين الموسم يعدي ادفع واعمل قعده واعمل جلسه واعمل مفيش حاجه جلسه وديه. ده كلام ما ينفعش. طب لما ميزانيه النادي تصرف 200 مليون جنيه على الكره في السنه والايراد بتاعه زيرو، لانه مثلا لا كسب دوري ولا كسب كاس، لا شارك افريقيا ولا شارك عرب، فبالتالي العوائد الماليه على كل هذه المصروفات زيرو. دي نقطه ثانيه بقى، دي موضوع ثاني. الموضوع الثاني ده في الدوري ده بقى حضرتك، دي صناعه كره القدم، ما هياش دي صناعه. الصناعه وانا في اتحاد الصناعات بقى 30 سنه، عندنا حاجه اسمها الاغراق. يعني انا النهارده ما ينفعش اعمل صناعه في دوله انا انا في دولتي هنا ببيعها بسعر واروح ابيعها لناس ثانيه اقل، يبقى انا عايز افسد ايه؟ افسد الصناعه دي، افسد الصناعه دي هناك، يبقى انا بدمرها. يبقى انا عشان كده الاتحاد الدولي حط المعايير دي، انا لازم تحط ميزانيه بتكسب هدف الربح، مش بهدف ان انا اصفي حسابات ولا ماشي. تعملها ازاي؟ من خلال الميزانيات بالظبط. وكل نادي بيقدم الميزانيه بتاعته التقديريه وبيتحاسب فيها الموسم في نهايه الموسم. طبعا، لكن ولا دي بتطبق، بيجيب الميزانيه ولا بتتقرا. طب فيها خساره، فيها مكسب، فيها مديونيات، صرفها ازاي؟ ده ب 60 بناء على ايه وده ب 50 بناء على ايه؟ والميزانيات الموجوده التقديريه اتحطت وحققها بهدف الربح ولا بهدف الافساد؟ هي دي التراخيص، هي ده الاحتراف، هو ده لو موجود فيه روابط ننتفض كلنا نقول خلي بالكم في مصيبه هتضر بالمنظومه كرئيس رابطه، واقوم بدورها باجي بقابل هنا وبقابل هنا وابعت الاتحاد الدولي كراجل معتمد. انا النهارده ببقى جنب جنب برئيس الاتحاد، بنروح الاتحاد الدولي بنروح التفريق بنحضر الاجتماعات زي ما بنشوف، مفيش اجتماع بيحصل في الاتحاد الدولي رئيس الرابطه مع رئيس الاتحاد. ده حقيقي، لان هو في ايدهم بعض، ولازم يكون في تعاون وتعاون جامد جدا ورضا جامد جدا وثقه في بعض. المفاجاه اللي اتكلمنا فيها دلوقتي حاج محمود وحضرتك بتوصفها ان هي قنبله فجرناها بمعنى اصح، لو طبقنا ده على عدد انديه الدوري الممتاز في مصر بالشكل القانوني باللائحه بالرابطه بالتراخيص بكل هذه المعايير، ال 18 يبقوا كام نادي؟ ملتزم؟ بص حضرتك، يعني خلينا اتكلم على خبرتي في الاتحاد وشؤون اللاعبين لما كنت موجود. في انديه كتير ملتزمه برضه، عشان الحد الادنى
نقدر نقول هيبقى 65 35 يعني بتتكلم من 12 ل 6 6 دائما اصحاب مشاكل دائما ما بيلتزموش بالعقود ولا بارتباطاتهم ولا ميزانياتهم تكون محققه ارباح او مكاسب او على الاقل بيقدر يسدد المديونيه اللي موجوده فيها والباقي معظمهم ملتزم. يعني لو خدت عنوان لو ابدا دوري محترفين بجد من خلال معايير الحد الادنى مش هقول الحد الاقصى لان ربط الانديه المحترفه في 3-4 انديه هيبقى معاناه شديده جدا انهم يكملوا. بالظبط في الناحيه الماليه وناحية كل حاجه وحاجات التلفيه كلها. اصل الفكره مش تاجير ملعب بس. لا 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 ده اخر حاجه ده اسهل بالزبط. حاجه اسهل حاجه بالظبط تاجير ملعب هو معيار هي معايير ماشيه بطرق متوازيه تؤدي لتطوير الكره المصريه وتؤدي لتطوير الرياضه. انا لازم براجعك في كل المعايير الموجوده الفنيه والاداريه والطبيه والماليه والبنيه التحتيه من ضمن المعايير الموجوده مهمه مهمه. لكن ممكن عندك ملعب بتاجره لكن ما ينفعش يبقى معاكش فلوس وتلعب مو شرط يكون ملك كمان انا ممكن اجيب عقد مفيش مشكله لكن لما التزم بعقد لازم اسدده ولازم اتحاسب في عدم سداده ولازم اسدده ولازم اعتمد لك العقد بناء على الميزانيه اللي انت مقدمها وحاطط في الميزانيه دي مواردك. يعني ما ينفعش النهارده تكون مواردك 60 مليون جنيه ومقدم لي عقد لعيب واحد ب 60 مليون جنيه. طب انا يعني او ما تبقاش عارف تدفع ال 3% بتوع الرسم طب هتسدد ال 97 ازاي؟ هنا هتحصل مشكله وهتخلي بالتكافؤ الفرص ما بين الانديه والشفافيه واللعب النظيف زي ما حضرتك اللعب المالي النظيف. طب هل من سلطه الرابطه اقرار عدم مشاركه نادي في مسابقه او بطوله اذا ما التزمش بكل هذه المعايير؟ مش 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 الرابطه بالعكس الرابطه بتدافع عن النادي لكن المانح للتراخيص اللي هو الاتحاد الافريقي اللي بيمنح الرخصه وبيراقب عليها وبيخلي الاتحاد الوطني يتراجع هو صاحب القدره دي ان هو يسحب الترخيص ده وينزلك. هو ده لو وصلت لو تكرر الاخطاء وفي توجيه واحد واثنين وثلاثه واربعه وفي بياخد القرار وبترجع بعد كده لفتره من الساعات ده بالعكس انا دوري في الرابطه ان انا احوط عليه ده انا اعمل دورات ده انا احاول اظبط له ورق واعمله ده دوري معاه. اذا لجنه التراخيص هي لجنه مستقله حاجه مستقله طبعا طبعا لا تبع للرابطه ولا تبع للاتحاد هو دلوقتي تبع للاتحاد لكن الصح ان تبقى مستقله افضل يعني في كده وفي كده في تبع الاتحاد وفي تبع الرابطه لكن الصح ان اللجنه دي وكمان الفضل المنازعات اللي المرحله الثانيه من الرخصه لازم تكون مستقله تماما وقانونيه. تمام الفترة الأخيرة شفنا كلنا قرار يعني أثار انتباه الكثيرين تحديدا في دول شمال إفريقيا في مسألة اللاعب المغربي أو التونسي أو الجزائري أو الليبي بيكون لاعب محلي لو يلعب مثلا في الدوري المصري. هذا القرار اتطبق بس في الاتحاد التونسي حتى هذه اللحظات. هل الرابطة لو كانت متواجدة كان هيبقى لها دور في إقرار هذا البند؟ بس حضرتك أنت الرابطة بتمثل الأندية فكل ما يمثل ضرر الأندية يعني المفروض ان الانديه هي اللي تطلب كده والاتحاد اللي يرفض لان ده بيأثر بالسلب على المنتخبات. يعني افهم ان الانديه تبقى لها رغبه انها تزود عدد المحترفين استثمار ورفع مستوى وكلام ده ويبقى الاتحاد دوره ويبقى في حاجات بتبقى دورها في لازم يقدم ده قوي وده قوي الهدف منه المصلحه دول الاتحاد يقول لك لا ده انا كده بضعف مسابقاتي انا بضعف ناشئيني انا بضعف القاعده بتاعتي فما ينفعش لازم ان انا ايه ارفض السته دول اخليهم اربعه وثلاثه. لكن احنا بنشوف ايه بقى الاتحاد اللي بيعمل الانديه اللي بتعترض يعني واحد يكلم من بتاع ده زودوا لنا واحد فول واحد زيت يقول له طب خليها اجنبي طب خليه مستورد طب خليه كده فدي خطيره جدا. انت المفروض انت اللي ترفض انت المفروض تقول ايه الرابعه انت كده انت حملتك ده انت ميزانيتك خسراره وكمان انا منتخباتي ما عنديش باك رايت وما عنديش باك ليفت وما عنديش راس حرب انا اللي محتاج ان انا احدد واحجم الموضوع ده. يبقى انت الرابطه انا في الرابطه اطلب الزياده وانت في الاتحاد الكوره تقول ايه لا ما يبقوش اللي حصل ان الدنيا شربة خضار. طيب لو كنت متواجد في رابطة الأندية المحترفة والرابطة بتعمل حتى هذه اللحظات، هذا القرار هو قرار الرابطة ولا قرار الاتحاد؟ الاتحاد مش قرار الرابطة. الاتحاد مصر كرة القدم عشان كده أنا في الرابطة دوري إن أنا إيه أدافع أقول يا جماعة زودوا لنا واحد كمان أنت تقول مش العكس. مش النادي يقول لا كفاية كده أنت النهاردة أثرت على منتخباتنا ميزانياتك تخليها مرحلة تانية خلينا نعمل كذا لكن أربعة واثنين وستة وثمانية ونجامل على حساب مستوى الكرة المصرية وعلى مستوى المنتخبات مش مصلحة الكرة المصرية. طب هذا القرار لو هذا القرار اتطبق في مصر وجهة نظرك إيجابي ولا سلبي؟ لا طبعا سلبي حضرتك النهارده أنت بتبص من زاوية معينة إنك بتقوي مسابقة لكن أنت النهارده كمان المشكلة كلها لازم تبقى رؤية كاملة يا محمد. يعني أنا أفهم إنك أنت حضرتك لو هتعمل كده ما تحجمش بقى ما تزودش في المسابقات ما تعملش مسابقات وهميه زي النهارده 97 النهارده 23 سنه شغاله لسه لغايه دلوقتي خدت واحده وبتعمل كاس مصر لسه هتعمل لها كاس مصر يعني حاجه يعني بصراحه انا معترض اعتراض شديد ليه؟ ما ليس لاي جدوى
حضرتك اللعيب 97 ده حضرتك اللي في القسم الثاني والثالث ده حضرتك بيلعب فريق اول بقاله 4 سنين. انت عارف حضرتك 97 ده مين؟ ده كريم ندفد وناصر ماهر ورمضان صبحي. ده حقيقي. انت لسه انت حضرتك وده بيلعب في اصلا في الناشئين. انت بتعمل مسابقه 97 خدت موافقه دي بتخدم المنتخبات الاولمبي. هل دي في طبعا انا بصك طبعا بعتبره يعني استاذي يعني انا بحبه جدا. والناس دكتور محمود سعد؟ لا محمود سعد استاذي وكابتن شرف غريبه طبعا بحكم الخبره الجميله والبلديات. فانا دايما لا 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 بقى هو عنده رؤيه جميله ومركز في الاجنده الدوليه وهو اللي عرفني ازاي الاجنده والربط. انا بكلم تماما لما بدات يعني بدي كل واحد حقه. مش ممكن يوافق على دي. انت خدت موافقه المنتخب الاولمبي اللي هو يستفيد بيه ان يعمل كاس مصر وده الفايده. بدل ما تعمل القطاعات وتبقى تزود عدد المباريات ماتش يطلع وتقول له ادفع 1000 جنيه ويطلع. الناس حتى مفيش اقبال عليها. جايه في اخر موسم جايه صعبه جدا. وال 97 كويس اصلا بيلعب في الفريق الاول مش هيلعب مش هيشارك في بطوله صوره الكاس والدوري المضغوط ده يعني من ضمن يعني الحاجات السريعه اللي مش مدروسه يعني. طيب بالشكل ده يا حاج محمود تطبيق دوري المحترفين في مصر اصبح مستحيل؟ لا مش مستحيل هو لازم يتطبق. الاتحاد الافريقي او الاتحاد الدولي ادانا مهله كم مره؟ كتير. ما هي دي المشكله. انت حضرتك بص حضرتك الرابطه يعني اتمنى يبقى في تجرد وماشي في غيره على الناس. انت حضرتك تم انتخابك في مجلس اداره الاتحاد انك انت تلغي المسابقات كلها وتدير كل حاجه. بالعكس انت النهارده عندك دور مهم جدا. انت مش هتنجح الروابط الا بالمسانده وانك تقف وتساعد لكن بدون ما تبقى انت اللي بتعمل كل حاجه. ودي انت اللي بتعمل القرعه ده انت اللي بتعمل الحقوق وفي الاخير انت ولا قدرت نتيجه الضغوط عليك. يعني انت النهارده لما تكون داخل في بنت عالي كده زي كاس الامم اللي كمان 5 شهور ده على رب الوفاني ده يعني بالنسبه لنا انا بعتبره اللي حصل يوم كابتن هاني كان رئيس لجنه عليا وخدنا 2006 وكنا عندنا اخفاقات من 98 لو تفتكر البطوله اللي خدنا مع كابتن جوهر الراهي رحمه الله عليه وقعدنا 10 سنين ودخلنا 2006 عشان ناخد 2006 و2008 10. انا شايف ان احنا ان شاء الله لو عملنا 2019 احنا ان شاء الله نوصل كاس عالم 22 وناخد 19 21 نقله مهمه جدا باذن الله. دي ده دور مهم جدا مجهود رهيب هيبذله اتحاد الكوره. سيب بقى الروابط تشتغل. انت هتعمل دي ولا دي ولا دي ولا دي مش هتعمل حاجه. اشتغل في منتخباتك واشتغل في شغلك واشتغل في تطوير شغلك وتسويق حقوقك وعينك على عينك من غير ما تشتغل مع انديتك وعلى جمعيه عموميه من خلال الروابط. لكن اذا كنت قلقان من الانتخابات والروابط هتعمل قوه مركز قوه طب ما هتتعمل رابطه بره الاتحاد خالص لو هي الفكره الانتخابات بشكل موازي يعني فكره موازيه موضوع تاني خالص ولا يعني انا بقول لحضرتك بشتغل انتخابات من 75 5 مع والدي ودخلت اتحاد الكوره من 89 وانا بحضر جامعه عموميه يعني داخل على 30 سنه. موضوع الانتخابات دي مباراه تانية خالص لها ادواتها مختلفه. لكن لو فضلت تشتغل انتخابات من اول يوم انت بتتعب نفسك. هل البعض شاف وجود حضرتك كرئيس رابطه الانديه المحترفه فرصه في انتخابات؟ بيحسبها كده البعض حسبها كده الان انا بره يعني الان شويه في قلق. فده كان سبب رئيسي في حل الرابطه يعني احد الاسباب بس رئيسيه ولا كانت في اسباب اخرى؟ لا يعني يقول لك ده بيتكلم كتير في الاعلام ده بيهاجمنا. انا والله لا بهاجم الحاجه بس انا حقي عليك وانت موجود مش ان انا اشوفك بتعمل حاجه غلط واقول لك ايه الحلاوه دي؟ ايه الابتكار ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللي بتقوله؟ لازم اقول لك نبض الناس واقول لك خلي بالك ان احنا ماشيين كويس نتائج لكن احنا لازم نصلح كذا كذا كذا. ده اللي انا بعمله كنت بقوله لو تفتكر وانت حضرتك معايا في اتحاد الكوره وانا او لسه عضو داخل مع كابتن سمير وانا رئيس لجنه فروع مع كابتن سمير وبحضر ما بغيرش فكري ان انا بعامل ربنا وده الحمد لله الرصيد اللي انا بحافظ عليه. انا ولا بدلس ولا بنافق. انا بحب الناس كلها وبقول كلمه حق في الوقت المناسب مش في الوقت اللي انا اللي يفيدني انا لا اللي يفيد القرار. وقت ما ينطلب مني وقت ما اجي هنا وحضرتك تشاهدني على قرار بقول بما يرضي الله اللي انا اعرفه بما يرضي الله. طب فين الانديه اللي انتخبت الرابطه من هذا القرار؟ ما هو حضرتك الدوري صعب. ما انا برضو اللي حصل زي ما حضرتك بتقول انت النهارده لفيت وعملت وبعدين سحبت للصاد. احنا بدانا نعمل لو تفتكر عملنا الفاينل دي وبدانا نقول النهارده من تسجيل اللاعبين بعد ما مشينا النادي الاهلي الوحيد اللي كمل. هات لي نادي تاني طرح واشتغل في ماتشات وفي 5 لاعب دوت من خلال النت ومن خلال ما اشتغلش ولا قعدت بقى كملت ولا فعلناها في اتحاد الكوره نمنا. لو كانت الرابطه مكمله كان زمان ده خلصت 18 نادي وخلصت قاعده بيانات واستخرجت الفان اي دي لكل واحد وبدات اولا امان معاه كارنيه رياضي لا يدخل الماتشات الا ما يكون كارنيه رياضي مراجع امنيا ومنضبط وكل نادي معاه القاعده بتاعته ومعاه كارنيه رياضي سوقه كنادي يجيب لك ايرادات يجيب لك وكمان انت تزود انتمائك وحبك لايه؟ لناديك.
فكره ممتازه جدا وقلنا هنعملها في روسيا وجايين من روسيا والتجربه موجوده ومعانا مدير تنفيذي محترم الدكتور مصطفى عزام وعملنا فكره عملنا برزنتيشن رائع والانديه كلها بدات تسجل وفجاه وقفت. انا احنا لما مشينا بقى اسمها حاجه كملت ولا خطوه واحده اتعملت من يوم ما مشينا. طب انت ضيعت سنه من غير ما تعمل خطوه دي لمصلحتك، هي دي النقطه اللي عايزين نتكلم فيها. النادي اتفضل ويتمنى الانديه برضو يعني ما خلاص بقى انت يعني لما انت ما بتتواصلش معاها هي كمان عندها ضغوط مباريات هتنشغل بقى بالمسابقه وبالدوري والثلاث نقاط وده اللعبه اللي بتلعب عليه انك انت هتتشغل بالصعود والهبوط والكلام ده وتنسى التطوير وما تطورش على الدنيا والوقت يجري بينا. النادي الاهلي في هذا الملف احنا مش بنتكلم في الملف ده واحنا في قناه الاهلي بس نعم. يعني اقصد النادي الاهلي ليه باع طويل جدا في الملف ده رائع. انا عايز اقول لك يعني علامه الجوده تحديدا في درجه الترخيص في 2006 في 2006 الحقيقه كنت انا طالع 2008 اسف اول جماعه عموميه لسه منتخب وبحضر جماعه عموميه بعد 6 اشهر في اللي كان بيقول البرزنتيشن للتراخيص المهندس خالد بورتاجي والناس قعدت تسقف له اكتر من 3 دقائق بعد ما خرج في 5 دقائق من 10 سنين كان هو في لجنه الانديه محترفه في الاتحاد الدولي والله العظيم ثلاثه انا دمعت انه عمل برزنتيشن رائع الناس قعدت تسقف له 3 دقائق بالظبط تك 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 البنود المواد الكلام ده التسويق كلف التسويق كلف المعايير كلف 3 دقايق في النادي الاهلي عنده كوادر وعنده كمان من مواقع الجوده ومواقع الخبرات ومواقع الكوادر اللي موجوده فيه وكان نفسه يبقى في لجنه الانديه تطور وحضر معانا ورش العمل كلها لكن طبعا مش هيعمل اي لوحده رابطه من غير ما يكون الانديه كلها الناس كلها عايزه تشتغل الناس كلها حاطه استراتيجيه النهارده عندنا 7 انديه خاصه النهارده المستقبل خاص النهارده وادي دجله خاص النهارده ام بي بوتجيت اصبعه دي خاصه ده لازم تبحث عن مواردها ما عادش الشركات بتدعمها فدول محتاجين التراخيص هم دول لتعظيم المدخلات بتاعتهم هتساعدهم في المرحله الجايه. انا فاكر سنه 2008 دي حاج محمود وكنا مع بعض في اتحاد الكره في التوقيت ده كان في حاله حراك كده تحديدا كمان في الحقوق والواجبات أيوة. والبث الفضائي والبث الفردي والبث الجماعي دمعي. يعني في التوقيت ده كان اتحاد الكره هو المسؤول عن كل شيء وكان بيوزع من الالف للياء بيوزع السنه دي تحديدا ابتدت دلوقتي تظهر قصه لجنه الانديه رابطه الانديه المحترفه ليك تصريح يعني اعتقد ليه تاثير لحد دلوقتي في موضوع البث الفضائي الحقوق البث الجماعي والبث الفردي وحقوق الانديه كمان مش حقوق الاتحاد بالزبط. احنا لما اتكلمنا مع الانديه في الحقوق بالورق قلم ببساطه قيمه الدوري المصري في 4 سنين تتجاوز 3 مليار تتجاوز الثلاثة مليار الاهلي باع بالمليار بتاعه الزمالك باع بالنص ده 1.5 بقيه الانديه يوازوا مع بعض انه الاهلي بيلعب الانديه دي كلها والزمالك يبقى لو جمعنا الانديه كلها حد ادنى يبقى قد الاهلي والزمالك هما دلوقتي يعني 1.5 مليون يبقى قصادهم 1.5 مليون المليون ونص قصادهم 200 مليون شوف الفرق قد ايه وكل ما الجاب ده يبقى موجود انت ولا في تطوير ولا في رؤيه ولا في استمرار يعني النهارده متوسط النادي في الاربع سنين 45 مليون الانديه دي 45 في 15 نادي اللي فاضلين تتكلم الرقم ده رقم ده بعيد قوي عن الايه عن الرقم ده 45 مليون متوسط النادي في الاربع سنين رقم ما بين متوسط نادي مليار او 500 النادي الزمالك يعني في 10 اضعاف النادي الزمالك وفي 20 ضعف النادي الاهلي دي بعض السلبيات ان الدوري انا لازم عشان اعالج السلبيات اللي موجوده في البث الفردي ان انا اعلي دول شويه عالي دول شويه دول حقهم خدوه لازم الحق ده يعلى شويه عشان المنظومه تكمل هي دي كانت الفلسفه بتاعت الرابطه وبتاع توزيع الحقوق. رايك كيف بطوله الدوري السنه دي؟ انا شايفها طبعا على الورق قويه لكن هي طبعا نتيجه التاجيلات يعني فقدت كتير من حلاوتها يعني انت بتلعب في الاسبوع ال 18 وبعدين تلعب اسبوع مؤجل في الاسبوع التاسع وبعدين السادس وبعدين ال 22 24 وبعدين كاس مصر 16 حاجات غصب عنك فرضت عليك لكن برضو اللي زود صعوبتها ان احنا برضو دخلنا في بطولات مره واحده حضرتك كان في قرار مع احترامي طبعا للبطوله العربيه ممتازه جدا مع احترامي قوي للسوبر المرتين المصري السعودي والاماراتي كل ده ما كانش ينفع الموسم ده خالص الاجنده السنه دي مزدحمه بشكل صعب انك عندك بطولتين في وقت واحد النهارده لحمت البطولتين ببعض سواء افريقيا سواء انديه سواء كونفدراليه مستحيل ما عندكش وقت كنا نقول ده فكره ممتازه جدا مع احترامي طبعا 6 مليون دولار جميله جدا الاتحاد العربي بتاعنا وكل حاجه لكن لو كانت اتاخر سنه
خد بالك محمد ما كانش فارق حاجه، وكنا عدينا من عنق الزجاجه اللي احنا بنعاني منها دلوقتي، لدرجه ان احنا بنقول ايه نتمنى ايه النادي ده ما يكملش عشان نعرف نلاقي اسبوع نكمل المسابقه، عشان نكمل المسابقه كلام انا ده، وانا مشترك في البطوله عشان ادعي ربنا يسهل الاهلي يطلع ولا ما يروحش كاس القارات. ده لو الاهلي كان راح كاس القارات كان الدوري باظ. الله كاس العالم للانديه، اسف كاس العالم للانديه كان الدوري باظ. طب ده كلام انا بتمنى، ونتمنى الاهلي يفوز على الترجي عشان يروح كاس العالم للانديه. صح، هل ده ممكن يحصل في لجنه المسابقات؟ لا مش قصدي، مش قصدي انا فاهم يعني، بس يعني هل بقينا وصل انت عارف حضرتك هل توصل للمرحله كده؟ فكروني زمان لما كان عندي رئيس الله يرحمه لما كنا بنكسب كان بيزعل عشان المكافاه، ما عملناش فلوس المكافاه يعني. طب انت بتطلع الممتاز ليه؟ انا يعني بس الحمد لله قاعدين ما فيش مكافاه دلوقتي، فانت قاعد كده الحمد لله الاهلي طلع عشان ما يلعبش في كاس العالم عشان الشهر ده يلعب فيه المؤجلات، مش كده؟ طب انا اتمنى لو كنت انا رفضت البطولات دي ورفضت اشتراك الانديه في اكثر من بطوله في وقت واحد في السنه دي بالذات تحديدا، ما ينفعش الاسماعيلي يبقى في القدريه وفي العربيه والاهلي والمصري هنا وهنا، صعب جدا. وبعد شهرين يعني انت عارف حضرتك لو كانت حتى البطوله دي هنبدا بشهر اثنين وثلاثه كان خدنا نفسنا وقدرنا ناخد نلعب المؤجلات، لكن الكابتن عامر صراحه يعني بطل ان هو يقدر، لكن طبعا الشكل العام شكله قوي لكن طبعا مختلف. تصدر الحاج عامر حسين للمشهد، تقييمك ليه او شايفه ازاي؟ لا مش انا قايم الكابتن عامر حقيقي، لا مش تقييمك الحاج عامر، لا تصدره للمشهد في كل هذه الملفات. بص حضرتك هو كابتن عامر بيحب دي يعني بيحب ياخد استقرار، محدش بيتدخل في عمله، مستحيل حد يتدخل في عمله، والتاجيلات اللي بتتعمل دي بتبقى غصب عنه يعني. يعني في ماده مدرسه معينه يعني مثلا لما كان موجود مازن مثلا لو اتاجل حاجه بيقدم رسالته ويمشي بنفس ماله، لكن كابتن عامر في الظروف دي هو الانسب والافضل اللي يقدر يكمل بسبب انه حضرتك كل يوم في مشكله، ده ايه مشكله ملعب، ده مشكله امن، ده مشكله تاجيل، ده اشتراك في كذا بطوله، ده تاخير طيران، ده تاخير، فيعني هو ده اللي عمل. لكن انا مش حابب الشكل ده، الشكل ده كمان حابب حضرتك انك تبقى ماشي كويس جدا وفجاه اتعطل 20 يوم 25 يوم. طبعا كره القدم ده في الدوري بيخل بالتكافؤ، فممكن نادي عشان كده يعني انا متوقع ان هذا الدوري سيشهد مفاجات في الهبوط وممكن يكون هناك صدمه ان يكون نادي او اكثر من الانديه العريقه الجماهيريه تعاني من هبوط مفاجاه كبيره غصب عنه نتيجه التوقفات ونتيجه شكل المسابقات. بس برضه في ظروف بتجبر اي حد مسؤول عن لجنه المسابقات، يعني مثلا اديك مثال مباراه الاهلي مع جيما الاثيوبي كانت المباراه يوم الجمعه، فجاه الاتحاد الافريقي منذ 48 ساعه خلى المباراه يوم الاحد، كان الاهلي هيلعب مباراه مؤجله في منتصف الاسبوع تم تاجيلها وتم ترحيل مباراه انبي عشان تتلعب في يناير. دايما حضرتك لما كنا بنشتغل ايام الكابتن سيد رحمه كنا بنعمل فراغات للحاجات دي، لكن انت النهارده اشتراكك في كذا بطوله في وقت واحد هو اللي خلى فرصه تحط فراغات ما حدش بقى عشان تعمل عشان يوم بقى بقول لحضرتك عشان كده انت بتقول لو الاهلي كمل. تعال تخيل حضرتك الاهلي كان دلوقتي في الامارات بيلعب البطوله دي، ما كانش لعب الاربع ماتشات دول، كان كل مباراه ديسمبر مؤجله كل ست ماتشات عمالين ست ماتشات لعب اربعه فاضل اثنين بالظبط. صح، كان هيلعبهم؟ لا صعب مش هيلعبهم. طب والنبي بقى غير كده بقى يلعبوا. طب والماتش بتاع شيبه ده في الاجنده ده الاهلي في كاس القارات وهيلعب اسيوبيا فين؟ في ابو ظبي؟ لا ما هو الاتحاد الافريقي قال لك اللي هيكسب دوري ابطال افريقيا مش هيلعب دور ال 32. مش قصدي يعني الاتحاد الافريقي عامل حسابه في دي. لا انا عايز اقول يعني صعب جدا وضغط جامد ضغط جامد. ربنا يعديه على خير ان شاء الله وتكمل على خير ان شاء الله. حضرتك قيمت لهم مسابقه الدوري وقلت لي ممكن تقترب من 4 مليار 3 مليار 3 مليار جنيه. هل دي القيمه الحقيقيه للدوري؟ في 4 سنين حاليا حاليا انا مقيم الدوري 2018 حتى 2022 كاس العالم. ما لازم تقيم، انت بتقيم ببطوله بكاس العالم، نهايه كاس العالم هو ده قيمه الدوري 3 مليار، يبدا بقى بعد كده من 22 كده اعتقد يتضاعف المبلغ لو فضل استقرار ونجح بسرعه جدا وفضل وتطبق التراخيص والمعايير والشفافيه هيخش ناس تستثمر بشكل. ان انا النهارده كرجل مستثمر انا النهارده بعاني معاناه شديده جدا ان انا ممكن احط اموالي وتضيع مني، مع ان انا المفروض قيمه المنتج بتاعي والنادي بتاعي يجيب اكتر من كده ما هي هتضيع مني. العائد نفسه من المسابقه مش جاي سواء في التسويق في البث الفضائي حتى سببه في ايه؟ ده حتى الفائز ببطوله الدوري القيمه اللي هياخدها بعد الفوز بالبطوله سببه ايه؟ عدم تطبيق المعايير باحترافيه وفعاليه. هي دي نقطه. تطبيق المعايير هيفرق بنسبه 100%؟ طبعا مليون في الميه. هخليني استثمر، هعرف العائد بتاع فلوسي قد ايه، هعمل ميزانيه وهجيب فلوسي. حضرتك كره القدم صناعة مربحة جدا في العالم كله، مربحة جدا، وحتى لو بتخسر في الأول أعتقد لو استمريت لأنك أنت النهارده تفضل تخسر تخسر تخسر، لما تبدأ تجني الثمار تلاقي لوائح بتعوق استثمارك وبتعوق وبتقضي على آمالك في أنك أنت تتطور وتنشئ أكتر، رغم أن اللوائح دلوقتي والقوانين دلوقتي بتسمح بكده.
تقييمك للمجلس الحالي للاتحاد كرة القدم من خلال كل هذه المعطيات اللي ذكرتها حاج محمود؟ شوف هقول لك بمنتهى الأمانة، هو حقق المرجو منه على مستوى المنتخبات بنسبة كبيرة جدا، لأن هو وصل لنهائي أمم أفريقيا، احنا كاتحاد تأهلنا، لكن هو وصل البطولة النهائي، وصل كأس عالم، اللي نجح الكابتن هاني بعلاقاته انه يخلي تصفيات المنتخب الاولمبي 2020 في يابان هنا، عندنا فرصه كويسه جدا نتأهل. فاذا احنا وصلت اتأهلنا للثلاث بطولات ومعانا 2019 كمان اتأهلنا، فاعتقد ان هو حقق من المرجو منه. لكن على مستوى التطوير والتخطيط والاداء والعلاقات في المسابقات المحليه محتاجين شغل كتير جدا. ايه الفروق بين المجلس الحالي ومجلس الراحل الكابتن سمير زاهر؟ لا ما كانش منك يعني اشتغلت هنا وكنت متواجد. بص حضرتك ما كانش الكابتن سمير باي حد عشان يبقى يعني وكان نظنه. هي انا اختلفت معاه كتير مع كابتن سمير، لكن حقيقة كابتن سمير كان عنده كاريزما جامده جدا، وهو كان ثلاثي شغال يعني اللي هو حرب مدير الصحه وكابتن سمير الله عليه رحمه الله وكابتن هاني، هم الثلاثي دول اللي ثابتين من 98. تمام خد بالك، خلينا بس عشان ندي كل واحد حقه، في ناس بتتغير معاهم يعني مثلا 98 بقى موجود كابتن شاكر الحمد لله كابتن شاكر، لكن دول الثلاثي الاساسي ده المثلث الهرم بتاع الكره المصريه. كابتن هاني احد ضلوع هذا المثلث هذا ضلوع الهرم بيتحسب له لكن لما نتكلم على الكابتن سمير في الرياضه وبيديله حقه، كابتن هاني عارف كده، كابتن هاني رفض مرتين ان هو يخش الرياسه قدامه، ده مكانته. النهارده انه البيروس الاتحاد دلوقتي اخر ضلوع هذا المثلث والهرمي، عشان كده احنا املنا فيه كبير جدا ان هو يعني الفتره الجايه دي يعني زي ما قعدنا معاه وعدنا ان هو هيبقى فيه ملفات كتيره جدا تنسب للكابتن شوبير، والمجلس يقوم بدور كبير جدا في تطوير الرياضه وتطوير الكره المصريه. الظروف والزمن اختلف؟ يعني حضرتك اتكلمت على المثلث او الهرم اللي كان شغال اللي هو حرب الكابتن سمير المهندس هاني ابو ريده، لكن يعني الاعمال سنه 96 او 98 ثم 2006 دلوقتي في 2018 وعلى اعتاب سنه جديده 2019، هو طبعا في دروب حصل كبير جدا اللي هو الفتره بتاعه الثورات المتتاليه واحداث بورسعيد واحداث الدفاع الجوي دي سنين عجاف جدا جه فيها مجلس الاستاذ جمال علام واشتغلنا معاه برضو يعني مجهود كبير جدا انك رجعت المسابقات والدوري. دي كانت مرحله انتقاليه من عمر الاتحاد لعمر الكره المصريه. بالظبط الكره المصريه لعمر الكره المصريه، لكن دي افضل فتره للادوات وللظروف المفروض تبقى فيها، الاداء والنتائج هو افضل من كل هذه الوقت. يعني انه بيمر بظروف افضل بكتير جدا، الدوله بتقف بكل قوتها بدليل انها بتجيب تعاقد حكومي لبطوله امم في فاضل لك اربع شهور واقبال مهم جدا، فاعتقد ان دي فرصه ذهبيه لعوده الكره المصريه وانطلاقها العالميه ان شاء الله. ده سؤال الجاي يا حاج محمود، كاس الامم الافريقيه خلاص يعني بنستعيد تاني ذكريات 2006 بعد 13 سنه. ايوه مصر قدمت ملفها لاستضافه هذه البطوله بعد ما الكاميرون تم سحب منها تنظيم او شرف تنظيم هذه البطوله، المغرب اعتذرت بقت مصر وجنوب افريقيا. اولا هل لك تحفظ على تقديمنا للملف ولا شايف تقديم الملف ازاي؟ ده انا شايف دي بص حضرتك طوق نجاه لانه حضرتك انت في دروب موجود دلوقتي انا حاسس بيه من جوه بعد مش عدم تاهل بس لا الاداء اللي كان موجود في كاس العالم كان يركب بطموحات الجماهير ولا طموحات الاتحاد ولا طموحاتنا في وجود محمد صلاح والحاله اللي عاملها كاحسن لاعبي العالم ففي دروب اللي هيرجعنا البطوله اللي رجعنا ويخلينا نستمر وما هي بطوله ومفيش افضل ان نعمل بطوله تكون في ملعبنا ناخد افضليه وميزه تنافسيه بدل ما نلعب في الكاميرا نلعب في المغرب لا وجودنا في الملعب الموضوع 30% زياده في القوه وفي مش هيبقى ضغط قد ما هيبقى رغبه الملعب لما يتملى كمان رخصه مهمه جدا لعوده الجماهير بكامل طاقتها الموسم الجديد عشان كده لازم يبقى في شغل بقى يعني لازم النهارده تبدا تعمل الفان اي دي لازم تقدم التراخيص لانك انت لو انت مدخل الجماهير مش الجماهير دي هتخش ازاي؟ لازم تخش زي روسيا الناس اللي هتيجي من بره الفانيا دي انت حضرتك رحت وشفت ده الرخصه بتاعي ده الفيزا بتاعي لكن التاشيره ليه؟ التاشيره بتاعتي الفيزا بتاعتي فده هيعمل حاله جديده خالص اللي احنا عمالين نقول نطور ونعمل والخطوات اللي عماله تعمل كده وده يوقفني ويقول لك نام ومش لازمه لا هيشتغل غصب عنه بس هيكون مقياس يا حاج محمود يعني تنظيم كاس الامم بدخول الجماهير حتى لو الجماهير المصريه هل ده مقياس لعوده الجمهور حتى للملاعب بعد بطوله الامم؟ قولا واحدا لن يستطيع احد ان يمنحها خلاص بس لانك هتعمل واجب الملاعب هتتظبط
وهتتعمل لها، وتتكلم على 32، بتتكلم على 8 ملاعب على الاقل لازم يجهزوا، ده كفيل لاداره الدوري المصري خلاص. عدينا عنق الزجاجه، نظمنا البطوله صح في 6، بدانا الدوري في 7 بكامل طاقه الجماهير، ونسينا التاريخ والهيستوري القديم ده كله. البنيه التحتيه لملاعبنا هل قادره على استيعاب هذه البطوله؟ طبعا طبعا طبعا، بالعكس يعني ده في ملاعب مقفوله هتتفتح، في ملاعب بعدين ملاعب التدريب النهارده والطفره اللي اتعملت في الانديه ومراكز الشباب، عندك مركز الاوروبي، مركز شباب الجزيره، الاستادات اللي تم تطويرها، الاربع الاستادات اللي الجيش خدهم واسنادهم لشركه بريزنيشن اللي شغالين فيهم بيطوروهم، استادات قوميه غير الاربعه الموجودين دول، خلاص خلال 6 اشهر هيخشوا على البطوله، فانت بتتكلم في 12 استاد على اعلى مستوى هيبقوا جاهزين، وده رقم كويس جدا. مدى اهميه تنظيم مصر للبطوله؟ يعني البعض كان يقول لك ايه، ما هو المغرب كانت عايزه تنظم بس الاول حسبتها من الناحيه الماديه مع الاتحاد الافريقي، وكانت بتسعى ان الاتحاد الافريقي ما يسندش تنظيم البطوله لحد، فبالتالي هيكون في بروتوكول بينها وبين المملكه المغربيه في الصرف على البطوله، في تنظيم العوائد، في ما تكونش خسائر كبيره على الدوله اللي هتنظم البطوله نتيجه ان الوقت ضيق جدا او خلال 6 شهور. الملف ده تحديدا مع مصر شايفه ممكن ازاي مع الاتحاد الافريقي؟ بص حضرتك، طالما حصل تعهد حكومي هي مشكله البطوله دي الحقيقه، ولازم الدنيا تتوضح، اللي هو ان كلها بالامر المباشر، كلها بالامر المباشر. احنا حضرتك حضرت، احنا خدنا 2006 كانت هناك جلسه منظمه، وبعدين انا كنت دخلت اتحاد الكوره، فكنا بنروح جلسات استماعات، احنا 2008 كل شويه نروح يتحققوا معانا الفلوس، تذاكر دي اتعمل فيها ايه، والفلوس دي راحت فين، وخدته من الشركه دي ولا ما خدتوش، ليه ما خدتوش من الشركه دي. قعدنا ملف ده قاعد مفتوح في الكسب غير مشروع والجهاز المركزي للمحاسبات وجلسات استماع مجلس الشعب من 2000، احنا خلصنا 2006 اتقفل في 2009، ثلاث سنين. تمام، هي دي خطورته. هو اتقفل كمان مع بدايه ملف تنظيم كاس العالم للشباب. الشباب بعد، برافو عليك، ايه كنت حقق واخد البطوله ومحقق نجاحك، انت ممكن تيجي هنا وما تحققش بطوله وتاخد كوره، فمش عايز المشانق تبقى موجوده، انا عايز الاجهزه تبقى موجوده من بدري من الاول. طبعا انا طبعا اثق في كفاءه كابتن هاني وادارته والكلام ده، لكن لازم يحذر لانه برده ممكن يشتغل ويندفع ويجي بعد كده واحد يحاسبه على حاجه بالظبط. فهي ده عيب البطولات دي، انا مش هعمل مناسبه عشان فنادق، ولا هعمل حاجه عشان عربيات، ولا هعمل حاجه عشان حاجات معينه لاستكمال الاستاد، لازم بالامر المباشر اكمل الاستاد ده، اكمل ده، مفيش وقت اصلا انك تعمل مزايده او تعمل حاجه، فلازم يبقى في اجهزه الدوله كلها الرقابيه وكده متعاونه جدا، ان احنا نخرج الموضوع بشكل افضل مما يكون في الوقت الضيق دي. لان خلي بالك دي انت حضرتك، انا 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 دلوقتي لو حاطط نفسي مكان الكابتن هاني، انا حاسس ان الكابتن هاني بقلق شديد، طبعا هو نفسه لكن عارف حجم هذه المسؤوليه، راجل ما بيعرفش الفشل، نجح في 2006 و2009 ومش كده بس، على مستوى الاتحاد الدولي هو رئيس اكتر من 6 بطولات مستمره، كان هو رئيسها سواء كاس الكره النسائيه والشباب، كان هو رئيس اللجنه كلها، فهينجح، لكن لازم الدوله تساعده لان كله هيبقى مباشر ويبقى كله مساعد وكله يبقى بشفافيه كامله ان شاء الله. اكيد حاجة محمود. طيب استاذنك بس اروح بسرعه لمعايا على التليفون الاستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي. النهارده كان في اجتماع تكميلي لمجلس اداره النادي الاهلي بالتاكيد واتخذ فيه العديد من القرارات. دكتور شريف مساء الخير على حضرتك وفي ضيافه الحاج محمود الشامي. تحياتي ليك يا محمد ولضيفك الكريم اللي بنعتز بيه الكابتن او الحاج محمود الشامي اللي منور قناه النادي الاهلي. الله يخليك، بالتوفيق. اهلا بيك يا دكتور. اشكرك. اهلا بك يا دكتور. اجتماع كان مهم لمجلس اداره النادي الاهلي، اجتماع تكميلي للجلسه الممتده منذ الاسبوع الماضي، ابرز القرارات التي صدرت من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. هي الجلسه ستبقى ممتده ايضا يا محمد زي ما انت تفضلت ان شاء الله لجلسه اخرى او لاجتماع اخر خلال هذا العام باذن الله الاسبوع المقبل، تختتم الجلسه ويختتم العام اللي نتمناه عن خير ان شاء الله على النادي الاهلي وعلى مصر الغاليه باذن الله. باذن الله. الحقيقه انه الكابتن محمود الخطيب كان موجود في فرع الشيخ زايد، عقد مجموعه من الاجتماعات المهمه النهارده واستكملها باجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي بدا في 4:30 وانتهى منذ قليل، يعني استمر اكثر من 5 ساعات، والحقيقه كان في جدول اعمال كبير. خليني احطك في ابرز ما خرج من قرارات في هذه الجلسه فيما يتعلق بالخطه الانشائيه. المستشار الهندسي للنادي عرض الافتتاحات والامور الخاصه بالخطه الانشائيه في فروع النادي الثلاثه. الجزيره بعد اسبوعين ان شاء الله ستفتتح صاله الكاراتيه بعد ان تم انشاء صاله كاراتيه على اعلى مستوى تليق بالنادي الاهلي. فرع مدينه نصر الحقيقه وده بيشهد ثوره انشائيه. البوابات الحقيقه ستفتتح في 1 فبراير المقبل، يعني اقل من شهر ونص من الان. في خلال شهر فبراير او في نهايته ان شاء الله ايضا
تفتح المنطقه الخاصه، منطقه الحدائق الجديده او ما يطلق عليه الفود كورت الحقيقه، اللي هي كانت محل ملاعب التنس القديمه، ثم المنطقه الترفيهيه اللي بتضم مجموعه من حمامات السباحه الترفيهيه والتدريبيه ايضا في شهر مارس باذن الله. ده بالنسبه لمدينه نصر وبالنسبه للجزيره. اما بالنسبه لفرع الشيخ زايد فتم اسناد واعتماد الخطه الانشائيه اللي ايضا ستمثل ثوره في فرع الشيخ زايد، سواء المبنى الاجتماعي او بوابه الشيخ زايد، مجموعه من الصالات الاسكواش والجمباز والكاراتيه بالاضافه الى المسجد والى مبنى اجتماعي على اعلى مستوى وشهر عقاري باذن الله. العمل سيبدا على قدم وساق. فرع التجمع الخامس حقيقه خبر يهمني ازفه لحضرتك والمتابعين والمهتمين بالفرع الرابع للنادي الاهلي، لانه في اقبال كبير جدا عليه، انه تم الاسناد للشركه اللي تقوم بالتنفيذ وستبدا على الفور في تجهيز واعداد هذا الفرع ليكون على مستوى راقي يليق باسم النادي الاهلي وباعضائه، وسيتم استقبال اول مجموعه من الناس اللي تقدمت باوراقهم يوم السبت المقبل لعمل اللقاءات ودفع مقدم التعاقد. حقيقه في نظامين للتقسيط بهذا الفرع، قيمة العضوية فيه 200,000 جنيه. هناك نظام يعني يمكن لراغب الاشتراك انه يدفع 80,000 جنيه ويقسط الباقي، وفي نظام ايضا يدفع 100,000 جنيه ويقسط الباقي على 4 سنوات. الخبر السعيد يا محمد انه المجموعة اللي هتشترك خلال ال 40 يوم اللي جايين دول من الان وحتى 1 فبراير هيكون عندهم فرصة ولمدة 4 سنوات من تاريخ افتتاح الفرع، انه لو حب يرفع العضوية الكاملة يكون عضو في الجمعية العمومية وله حق دخول الفروع الأربعة، سيكون سيستكمل العضوية الحقيقة الفرق ما بين 200,000 إلى 350,000 اللي هي قيمة العضوية الكاملة. لأنه زي ما أنت عارف إن الجزيرة أو النادي الأهلي بشكل عام سيرفع عضويته إلى 500,000 جنيه اعتبارا من 1 فبراير. وبالتالي أي شخص يعني سيحظى بالانضمام الى عائله النادي الاهلي الان في فرع التجمع ويدفع 200,000 جنيه على 4 سنوات هيكون عنده فرصه خلال 4 سنوات قادمه من تاريخ افتتاح الفرع انه يرفع العضويه الكامله ب 350,000 جنيه بس مش 500، لكن اعتبارا من 1 فبراير هيبقى العضويه 500,000 جنيه، لو حد عاوز يرفع العضويه الكامله هيرفع ل 500 مش العضويه. فاعتقد انه اللي هيشترك خلال ال 40 يوم دول هيكون شخص محظوظ ويكون عنده فرصه كبيره انه يقدر يرفع العضويه وبالتالي حق دخول الاربع فروع وله حق حضور الجمعيه العموميه والانتخاب والتصويت وما الى ذلك. ده بالنسبه ايضا لفرع التجمع الخامس. الحقيقه انه في مجموعه اخرى من القرارات ابرزها تشكيل لجنه برئاسه الوزير العمري فاروق نائب رئيس النادي، تضم مجموعه ونخبه الحقيقه من اعضاء مجلس الاداره زي المهندس خالد مرتجي بخبراته الكبيره والاستاذ ابراهيم الكفراوي والدكتور رانيا علواني والمدير التنفيذي العميد محمد مرجان. هذه اللجنه ستجتمع من الغد وهيكون دورها الحقيقه هو تقديم تصورات النادي الاهلي لوزاره الشباب فيما يتعلق بتعديل قانون الرياضه المعمول فيه حاليا. يبدو ان هناك خطه لوزاره الشباب والرياضه لتعديل بعض بنود القانون، وبالتالي النادي الاهلي سيسهم بدوره في هذا الامر وسيقدم رؤاه وتصوره مكتوبا الى وزاره الشباب من خلال اللجنه اللي تم تشكيلها من قبل مجلس الاداره اليوم. ايضا تم تكليف الحقيقه مجموعه من الساده اعضاء مجلس الاداره الرياضيين زي كابتن طاهر نادير الدكتوره رانيا علواني والدكتور مهند مجدي مع الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بوضع وتحديد اليات ومعايير وبرنامج لاعداد البطل الاولمبي او اللاعبين المزمع مشاركتهم ان شاء الله في اولمبياد 2022. ده فيما يتعلق بمجموعه القرارات. في امور خاصه بالنشاط الرياضي لعل منها او ابرزها هو قرار مجلس الاداره بتعيين الكابتن عمر شوقي مديرا لجهاز كره اليد وتوجيه الشكر للكابتن عاصم حمادي المدير الفني الحالي للنادي الاهلي اللي قابل بلاء حسن خلال الفتره الماضيه الحقيقه، وفتح خطوط اتصال مع مديرين فنيين اجنبي يعني اجانب لاختيار احدهم من خلال سيره ذاتيه متميزه لقياده النادي الاهلي. حضرتك عارف انه في تجمع الان لمنتخب كره اليد وبالتالي في حاله توقف للدوري، فالنادي الاهلي هيستغل هذه الفرصه لتعيين مدير فني اجنبي على مستوى عالي، وانه هيقود مجموعه اللاعبين المحليين اللي موجودين في النادي حاليا الكابتن محمد عادل مدرب الفريق. ايضا تم التعاقد مع لاعب سله امريكي للمشاركه في بطوله افريقيا لكره السله، ومجلس الاداره وافق على تنظيم البطوله الافريقيه لكره الطايره للعام الثاني على التوالي رجال وسيدات، ودي ان شاء الله هتكون في شهر مارس المقبل وبدايه شهر ابريل. النادي الاهلي كان فاز بالبطولتين العام الماضي وقدم تنظيم على اعلى مستوى وبيواصل الحقيقه دوره في هذا الاطار وعمقه الافريقي والتعاون مع الاتحاد الافريقي والاتحاد المصري لكره الطائره من اجل تنظيم هذه البطوله بقياده الامير عبد الله الفيصل للنادي الاهلي في الجزيره. الحقيقه يعني هذه مجموعه من
ابرز القرارات على ان تبقى الجلسه ممتده ومفتوحه تستكمل الاسبوع المقبل ان شاء الله. دكتور شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاخبار. حزمه لقى بالنواحي الانشائيه ولجنه لمناقشه او تعديل قانون الرياضه في ظل ان كانت مجلس النواب كان دعا طبعا بالتاكيد الانديه وكان النادي الاهلي ممثل في هذه اللجنه لمساله تعديل القانون وتحديدا ملف الاستثمار يا حاج محمود في قانون الرياضه. حزمه من القرارات المهمه سواء في المراحل الانشائيه او حتى في المراحل الرياضيه والقطاع الرياضي وتحديدا قطاع كره اليد، بالتاكيد مجلس الاداره بيولي ليه اهتمام كبير جدا خلال الفتره القادمه والبحث عن مدير فني اجنبي لقياده الفريق الاول لكره اليد في الفتره القادمه. كلمه اخيره حاج محمود. يعني اتمنى في 2018 ونهايتها قريبه خلاص على انتهاء انه كلنا يعني نستبشر ب 2019 خير، ان احنا نكون عام مهم جدا للكره المصريه، عام يتحقق فيه نجاحات بطوله الامم الافريقيه وعلى مستوى الانديه النسخه الجديده البطوله الجديده للانديه يفوز ان شاء الله بها النادي الاهلي والفدراليه برضه لنادي الزمالك. حاسين انا حاسس بده، حاسس بريحه النجاح، لكن معاه تكون في اخلاص النوايا، يكون في ترتيب للاوراق، يكون في تراجع والتفاف وحب يجمع بين الناس ونحي كل المصالح والاغراض الشخصيه. وانا سعيد جدا اكون معاك في نهايه السنه ان شاء الله. انا اللي اسعد حاج محمود، بشكرك شكرا جزيلا على هذه الحلقه اللي فيها معلومات كثيره جدا. الله يخليك، بشكر كل المجموعه رئيس التحرير وياسر وكله. اكيد حاج محمود الشامي يعني عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم الاسبق ورئيس رابطه الانديه المحترفه السابق. حلقه كانت فيها تفاصيل كثيره جدا متعلقه بصناعه لعبه كره القدم. الفكره مش 11 لاعب في الملعب فقط او قرارات اداريه، لكن هناك معايير كثيره جدا عشان توصل بمنتج كره القدم في النهايه الى الهدف الاسمى والاعلى، سواء في الناحيه الماليه وانك بتحقق ايرادات كثيره جدا، او في النواحي الفنيه الانديه بتكون على اعلى مستوى من النواحي الفنيه من النواحي الانشائيه، وايضا ده في الاخر بيصب في مصلحه المنتخبات الوطنيه سواء في المنتخب الاول او حتى منتخبات الناشئين، وده الهدف الاسمى في كره القدم واللي بالتاكيد العالم كله بيمشي او بيسير من خلال كل هذه المعايير اللي كانت يعني جزء في هذه الحلقه نتكلم فيها عشان المشاهد يستفيد بفكره رابطه الانديه المحترفه وايه الدور اللي ممكن تقدمه خلال الفتره القادمه. تلك هي الفقره الحواريه الثالثه والاخيره مع الحاج محمود الشامي. شكرا لكل مشاهدينا الكرام، وبالتاكيد خلال الفتره القادمه حلقات اخرى من برنامج الاهلي الليله للالقاء الضوء على الكثير من القضايا الرياضيه سواء في النادي الاهلي او حتى في الرياضه المصريه بشكل عام. شكرا والى اللقاء.